مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي الليله. يعني اكيد دخلنا في اجواء المباراه يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 9 من يوم الجمعه اللي فات، اكيد داخلين كلنا فيها، واكيد كلنا يعني عمالين نقول يا رب من جوه قلوبنا علشان نتوج بهذه الكاس اللي كلنا بنستناها. عايزين نشوف كاس افريقيا مستقره في قلب النادي الاهلي، عايزين نروح كاس العالم للانديه، عندنا طموحات كتيره جدا جدا هنتكلم عليها بعد ما زميلي العزيز محمد سعيد يرحب بكم. مساء الخير عليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. فعلا خلاص 48 ساعه على الحلم الافريقي، مباراه مهمه جدا، اياب الدور النهائي، الترجي التونسي والنادي الاهلي، حلم مهم جدا بتحلم بيه جماهير كرة القدم العربية في كل مكان وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص. البطولة الأفريقية حلم إن شاء الله بإذن الله يتحقق على أرض الواقع إن شاء الله يا كابتن ميدو يوم الجمعة القادم، ونفرح بهذه البطولة الغاية اللي جاية في توقيت مناسب جدا وحساس بالنسبة لأبناء القلعة الحمراء. أكيد يا محمد، يعني مباراة كلنا بنستناها، وزي ما قلت لحضراتكم كل الجماهير الأهلاوية متعطشة إنها تشوف كأس أفريقيا في قلب الجزيرة، وإن شاء الله بإذن ربنا وبمجهود اللعيبه ان شاء الله تكون هذه الكاس في الجزيره. ولكن عايزين نتكلم زي ما متعودين مع حضراتكم، نتكلم دايما في كل حاجه كده بتشغل او بتهم الشارع المصري والشارع الكروي بصفه خاصه. زي ما يكون مكتوب علينا ان احنا نعيش في صراعات، زي ما يكون مكتوب علينا ان احنا دايما بنعيش في ازمات. مكتوب علينا نشوف ناس بتحب تعمل فتنه، بتحب تنفخ في النار، بتحب تزود الازمات. احنا في الاول وفي الاخر يا جماعه صرف النظر عن كاس، عن دوري، عن بطوله، في الاول وفي الاخر احنا اخوات، ايا كان مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ايا كان الجنسيات ايه، في الاول وفي الاخر احنا اخوات. والكلام ده مش كلام مرسل ولا كلام عشان نجمل بيه الدنيا، كلام حقيقي وكلام فعلا لازم كلنا نفهمه ولازم كلنا نستوعب الدروس اللي قبل كده كلها. ما استفدناش اي حاجه من الازمات اللي حصلت قبل كده، غير بنشوف دم وبنشوف ناس واقعه مننا وبنرجع نزعل وبنرجع نندم. في الاخر وفي الاول احنا كلنا حاجه واحده، كلنا شعب واحد، مصريين، توانسه، جزائريين، مغاربه، ليبيين، سعوديين، ايا كان الجنسيات ايه، كلنا في الاول وفي الاخر بننتمي لهذا الوطن الكبير، كلنا في الاول وفي الاخر دم واحد وعرق واحد. فلازم نفهم الكلام ده، الناس اللي بتنفخ في النار اتكشفوا وبانوا، فمش عايزين نروح وعايزين نسمع الناس دي خالص، عايزين ننساهم وعايزين نشطبهم. يعني كفايه اللي حصل قبل كده، وكفايه الدروس اللي احنا شفناها قبل كده، وكفايه الازمات اللي حصلت كده، وكفايه المنظر العام اللي كلنا شايفينه ولسه بنشوفه لغايه دلوقتي من الازمات المفتعله لاصحاب الفتن اللي بيتلذذوا دايما ان هم ينفخوا في النار حتى لو على حساب جماهير، جماهير كل دورها او كل اللي بتتمناه ان هي تشوف فرقها بس مبسوطه، وتشوف فرقها معاها كاس، معاها دوري، اي مناسبه يشوفوا مبسوطين وخلاص. الجماهير هي الحاجة الوحيدة، دايما بقول الجماهير الحاجة الوحيدة أو العامل الوحيد اللي ما بيستفادش بأي حاجة من الكورة، وهو الحاجة الوحيدة اللي متضررة من الأفعال اللي يعني مش عايز أكون مثلا قاسي شوية في الكلام، لكن بحاول إن أنا ألم الأمور. في ناس فعلا بتحاول تنفخ في النار، ناس بيثيروا الأزمات من غير أي لازمة خالص، في الأول وفي الآخر كلها كاس، لكن لو الكاس دي هتمس أي شعراية من شعر أي مشجع عربي تروح في داهية. وده اللي احنا بنتكلم فيه، وده دايما الاهلي بينادي بيه تحديدا، الجماهير، الجماهير عموما، مش الجماهير الاهلاويه ولا الزملكاويه ولا الاسماعيلاويه ولا التحدويه ولا المغاربه ولا التوانسه، اي جمهور في الدنيا، احنا في الاول وفي الاخر بنخاف على الجماهير، مش عايزين اي شعرايه حد يلمسها من الجماهير، عايزين الجماهير تروح مبسوطه وترجع مبسوطه. في الاول وفي الاخر مصر دايما وطن لاي حد بيدخلها، وعايزين نكون برضو احنا بنروح اي مكان يبقى وطننا الثاني بعد بلدنا. ده الكلام المفروض يتقال، لكن الازمات المفتعله اللي حصلت علشان تثير الجماهير التوانسه والجماهير المصريه والجماهير مش عارف مين، كلها ازمات ولا ليها اي لازمه، كلهم ناس مكشوفين لحضراتكم، كلهم ناس دايما بتنفخ في النار وخلاص. يعني نتعلم بقى ونستوعب الدروس. هنتكلم، خلينا برجاو بس نتكلم في الكلام المهم جدا ده، يعني من وجهه نظري على الاقل، لان انا شايف ان الدنيا كلها مش مستاهله اللي بيحصل من بعض الاشخاص اللي دايما بنفخوا في النار. ده فريقنا رايح للتمرين ان شاء الله موفقين باذن الله، وترجعوا سالمين غانمين من كل الجماهير الاهلاويه اللي راحه تنصر هذا الفريق وراحه تشجع كوره وراحه تستمتع بالكوره، وان شاء الله يكونوا موفقين، وان شاء الله يكون الكاس في الجزيره. المباراة اللي فاتت عدت وخلصت بحلوها بمرها بوحشها، ضربتين جزاء قلبوا الدنيا كلهم،
قلبوا الدنيا كلها، مش عارف ايه اللي حصل اصلا يعني، مش عارف. الناس بصراحه خدت الموضوع وكبرته. ضربتين جزاء دايما بنقول لاي تلامس في ال 18 الحكم من حقه انه يحسبها ضربه جزاء، حتى لو احنا مش شايفينها ضربه جزاء، حتى لو كان فيها مبالغه شويه من ازاره. لكن بنشوف كل الدنيا وكل اللعيبه في كل الانديه بيجيبوا لهم ناس مخصوصه توقعهم، تعرف توقعهم ازاي في ال 18 عشان يستفيدوا من ضربات الجزاء. فالموضوع مش شايف ان هو صعب جدا، مش شايف ان هو يعني الحكم افتعل مشكله او عمل جريمه ان هو حسب ضربه جزاء، شايف ان هي فيها تلامس. وشفت الصور بعد كده اللي حضراتكم نزلت على الانترنت وكان فيها تلامس فعلا من حارس الترجي لوليد ازارو. ضربه الجزاء الثانيه للاسف اللي الناس طلعت اتكلمت عليها يعني بطريقه مش عمليه خالص ولا حتى باللي احنا عارفينه. ضربه الجزاء الثانيه وليد ازارو مشدود وباين جدا ان هو مشدود، كان قبليها وليد ازارو ضارب. لكن دايما بنقول ان الكوره ليست موقف واحد، الكوره او التحكيم مواقف متعدده. يعني موقف وليد ازارو اللي ضرب فيه الخصم كان حاجه، وموقف الشد كان حاجه ثانيه. فما ينفعش حكم كبير يطلع يقول اصل وليد ازارو كان ضارب قبل كده فما ينفعش تحسب ضربه جزاء. وبناء عليه الحكم الفار قال له في شد في ال 18 حسب موقف ال 18 اللي هو ضربه جزاء. يعني موضوع عايزين يبقى فيه استقرار، عايزين يبقى فيه هدوء، مش ناقصين اي ازمات يا جماعه. انا بكلم الناس العقل، الناس المغرضه باينين جدا مش عايزين اي حد يسير الازمات. حسينا ان في مباراه بعد المباراه كان في تحقيق، حسينا ان في وكيل نيابه بيكلم الناس وبيحقق معاهم. مش عايز اخوض في تفاصيل، لكن انا مش شايف الحكم عمل جريمه. انا شايف الحكم بالعكس بعد ضربه الجزاء الاولى للنادي الاهلي الحكم يعني جه على النادي الاهلي تماما في كل موقف، كان اي حاجه فاول، اي حاجه فاول، اي لمسه فاول. فمش شايف حاجه يعني. لو وليد ازارو هيطرد يبقى فرانكوم هيطرد بعد ما ضرب محمد هاني اعتقد في وشه. يعني الموضوع اثير لاصحاب الفتن اللي عايزه تعمل فتن، وده يعني مش جديد عليهم. لكن عايز اتكلم كمان على وائل جمعه. وائل جمعه نجم كبير جدا، وائل جمعه اهلاوي، وائل جمعه تاريخ او جزء من تاريخ النادي الاهلي. وائل جمعه مهما كان يقول اكيد دايما بيخاف على فرقه النادي الاهلي. وائل جمعه نجم كبير جدا، عمرنا ما نشكك في اهلاويته مهما كان. فمش عايزين اي حد يطلع يعني يصطاد في الماء العكر مع نجوم النادي الاهلي تحديدا. نروح لمحمد سعيد يقول لكم اخبار النادي الاهلي وارجع مع حضراتكم تاني. اتفضل يا محمد. طبعا كابتن ميدو زي ما انت شايف في هذه اللحظات خلاص بقى الفريق بيتجه الى تونس. طيب كريم هيكون جاهز معاك كابتن ميدو، اتفضل. طيب معايا كريم احمد. كريم كابتن ميدو برحب بيك، تحياتي ليك وتحياتي لزميلي محمد سعيد وكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. هنا طبعا من تونس اليوم الثاني على التوالي، واستعداد خاص ومكثف لفريق النادي الاهلي استعدادا للمباراه النهائيه الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه ان شاء الله 8 مساء بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت القاهره. كالعاده كابتن ميدو زميلي محمد بنطمن كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي على الترتيبات والاستعدادات، حاله التركيز الكبيره، الروح الكبيره جدا اللي احنا شايفينها من لعيبه النادي الاهلي خلال التدريبات وخلال معسكر فريق للنادي الاهلي. بطمنك يا كابتن ميدو، بطمنك يا محمد كمان، الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن هنا حتى هذه اللحظه. يمكن كل الامور التنسيقيه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه بيباشر بنفسه، بيحاول ان هو يوفر كل الامور، يسهل كل الامور التنظيميه، الامور الاداريه، الامور الخاصه بالسفاره، الخاصه كمان بالجانب الامني، ملعب التدريب، كل الامور دي الحمد لله ماشيه حتى هذه اللحظه بشكل مطمئن جدا. لكن بنتمنى يوم المباراة، يوم المباراة يكون تكثيف أمني أكتر من اللي احنا شايفينه، يوم المباراة يكون في حضور جماهيري كبير. اليوم هيبقى مختلف بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو عن النهاردة وعن أمس بالنسبة للتأمين أو بالنسبة للملعب اللي احنا بنتدرب عليه، هو ملعب الفرع طبعا وملعب رادز كمان، لكن هيكون الشكل مختلف، هيكون خط السير مختلف، هيكون التأمين مختلف. فبنتمنى أن يكون في يعني رفع كل درجات الاستعدادات بالنسبة طبعا للجانب الأمني هنا، وايضا كمان السفاره بقياده سفير مصر هنا بتونس نبيل حبشي اللي بينسق بشكل كبير جدا مع السفاره هنا، مع وزاره الخارجيه، مع كل الامور والجوانب الامنيه هنا، حتى ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي فاصلين فصل تام جدا وتركيزهم الوحيد داخل المستطيل الاخضر. لو باكد كمان على الفصل التام ده اللي احنا شايفينه من مستر باتريس والكابتن محمد يوسف، الحقيقه في امور محيطه بفريق النادي الاهلي، بعض المضايقات جمهور يمكن نادي الترجي بنقدر نقول ان هو مشحون شويه بلغه الكوره يا كابتن ميدو، لكن ده
امور معتاده عليها للنادي الاهلي، في مجهود كبير بيبذل من كابتن محمد يوسف، مستر باتريس، كابتن محمود الخطيب كمان بشكل شخصي، يمكن تعليماته للعيبه التركيز فقط في المباراه. كل الامور المحيطه دي نتركها على جنب، لان حلم كبير كل جمهور النادي الاهلي، ملايين الاهلاويه ان شاء الله على امل كبير، وثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني باذن الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. في هذه اللحظات كمان يا كابتن ميدو التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي على ملعب الفرع برادس، كل اللعيبه متواجده، اللعيبه شاركت امس كلها، ما فيش اي لعيبه اشتكت من اي اصابات او اي اجهاد، حتى اللعيبه كمان اللي عندها بعض الاجهادات، وانت كابتن ميدو واحد من نجوم النادي الاهلي هيدوس على نفسه بلغه الكوره ويحاول ان هو يبقى متواجد في هذه المباراه، لكن باكد لك كل اللعيبه بدنيا فنيا ان شاء الله جاهزه في هذه المباراه. يبقى كل التوفيق للنادي الاهلي، ثقتنا كبيره في لعيبتنا باذن الله وفي الجمهور كمان اللي هيكون متواجد، رغم قله الجمهور يا كابتن ميدو اللي هيكون متواجد صباح يوم الجمعه لمؤازره فريق النادي الاهلي، لكن صوتهم هيبقى مسموع، لعيبه النادي الاهلي عارفه ان في جمهور النادي الاهلي هيكون مساند. بنتمنى كابتن ميدو ان شاء الله الامور تمشي بشكل مطمئن، تسير بهذه الطريقه ان شاء الله حتى يوم المباراه. انا معاك يا كابتن ميدو، لو في اي استفسار انا معاك ان شاء الله كريم. مش هيبقى في حاجه باذن الله، يعني مش عايزين نبالغ في الموضوع، احنا في الاول وفي الاخر لسه كنت بتكلم قبل ما تدخل معايا كريم ان احنا شعب واحد، وان كل الجماهير العربيه في كل مكان حاجه واحده، لكن يلا يعني اللي حصل حصل، واللي افتعل الازمات واللي شحن الناس واللي نفخ في النار كلها امور مفتعله وكلها امور باينه كنت بتكلم فيها من شويه، لكن ان شاء الله مش هيحصل حاجه، وجماهير الترجي وجماهير الاهلاويه كلهم اخوات في الاول وفي الاخر، واحنا بنروح وهم بيجوا، والدنيا كلها يعني ما فيش اي حاجه بتحصل ولا حصل اي حاجه قبل كده، وان شاء الله مش هيحصل حاجه، لكن يعني مش عايزين نسمع كريم، ودايما تقول الكلام ده للاخوه التوانسه وفي اي مكان احنا بنروحه، مش عايزين نسمع لاصحاب الفتن اللي دايما بنفخه في النار، اللي دايما بيتلذذوا ان هم يثيروا الازمات من غير اي شيء بصراحه. بأكد على كلامك بصراحة يا كابتن ميدو، يمكن كل اللي انت بتقوله ده العلاقة يمكن مستمرة وعلاقة أبدية بين الشعب المصري والشعب التونسي، ولو بالتحديد كمان جمهور الترجي اللي بيعشق النادي الأهلي وجمهوره، وعلى الجانب الآخر كمان النادي الأهلي وجمهوره بيعشق نادي الترجي، نجمين كبار ويمكن مدربين كبار بيتولوا المسؤوليات الفنية للنادي الأهلي ونادي الترجي. نادي الترجي يمكن بحجمه الكبير بيكون متواجد في المحافل الرياضية، أيضا كمان النادي الأهلي نادي القرن، هو طبعا يمكن السمعة الكبيرة هنا في تونس، النادي الاهلي ناس عارفه اللعيبه كلها وبتحب اللعيب، بس مش عايزين نذكر اسماء، لكن كل اللعيبه كل ما بنقابل حد هنا يمكن لولا بس المباراه ولولا الامور دي لا عشق كبير جدا للنادي الاهلي. بنتمنى يمكن اي حد بيتكلم عن هذا الامر يكون الكلام صالح، يكون الكلام له هدف، ما بيحبش الكلام طبعا والناس اللي بتتكلم بشكل سيء على النادي الاهلي وبتكلم ايضا كمان بالنسبه للجانب الاعلامي هنا في تونس، لكن يمكن الامور ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. هدفنا يا كابتن ميدو واكيد هدف كل جمهور النادي الاهلي هي هذه البطوله، بطوله غايبه عننا بقالها فتره، في تركيز كبير، وباكد لك على الحماس الكبير اللي احنا بنشوفه من لعيبه النادي الاهلي في التدريبات، في صمت رهيب في معسكر فريق النادي الاهلي، في تركيز شديد، وباكد عليه كل مره لان الحاله يمكن بقالنا فتره ما شفناش الحاله دي. لعيبه النادي الاهلي عارفين ان هي بتبقى في مرحله تركيز كبيره جدا، لكن هذه المباراه منذ وصولنا الى فندق الاقامه في تونس لا حاله يمكن اول مره نشوفها تدل وبتدينا ثقه وبتنعكس علينا كبعثه اعلاميه مشاركه مع النادي الاهلي، ان شاء الله سنعود من هنا من رادس سبي البطوله التاسعه ان شاء الله يا كابتن ميدو. ان شاء الله يا كريم كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق للجماهير، راح ان شاء الله يروحوا ويرجعوا سالمين ان شاء الله غنمين، ان شاء الله يكون الكاس في الجزيره مستقر بعد يوم الجمعه باذن الله. يعني كريم ان شاء الله نكون معاك اول باول، ولو في اي جديد احنا معاك. شكرا ليك جدا كريم احمد اخي، يعني زميلنا العزيز. بصراحه الكلام لما تسمعه حاله الاحتقان والكلام ده كله، ياما رحنا بطولات وياما رحنا نهائيات وياما الناس جت لنا، ما كانش بيحصل اي حاجه، كان بيحصل اخطاء تحكيميه، والاخطاء التحكيميه وارده في اي مكان وزمان. رحنا قبل كده ونرامو حط جون بايده وقلنا مبروك ورجعنا تاني، وقبل كده بركات ليه ضربه جزاء اتشد وليه ضربه جزاء بقت انذار لبركات وتوقف في المباراه اللي بعديها. يعني الاخطاء التحكيميه جزء من لعبه كره القدم، لكن هنقول ايه بقى؟ الناس نفخت والناس كبروا الدنيا وخلوا في احتقان وخلوا في ازمات وخلوا في خيانه للحكم، ويعني بصوا خلوا الحكم يعني اساسا يعني احلوا دمه كمان، يعني حاجه مش عارف بصراحه، انا بصراحه مش عارف. ربنا يهدي الامور وربنا يصلح الاحوال، وان شاء الله ما فيش اي حاجه، وفي الاول وفي الاخر انا قلت وبقول وبكرر، مصر البلد الثاني لاي حد ان شاء الله، اي مكان يروح النادي الاهلي اي فرقه مصريه بتروح بلدها الثاني. روح الاخبار مع محمد سعيد وارجع لحضراتكم ثاني، اتفضل يا محمد. كابتن ميدو بالتاكيد خلاص العقد التنازلي لهذه المباراه الهامه، مباراه بعد 48 ساعه الكل بينتظرها، ويمكن كريم طمنا شويه على الصوره داخل بعثه تفريق النادي الاهلي والاجواء، وزي ما احنا شايفين التدريب في نفس المكان اللي الاهلي اتدرب فيه بالامس، الملعب الفرعي في استاد رادس،
ويمكن للاسف بس مسافه بعيده من فندق الاقامه لهذا الملعب الفرعي حوالي 50 دقيقه عشان الفريق يقطعها من فندق الاقامه حتى هذا الملعب الفرعي، مسافه بعيده شويه، لكن ان شاء الله يعني التدريبات امبارح والنهارده ما تكونش مؤثره على الفريق في مرحله الاجهاد، لان التدريب في ملعب اخر كان الجهاز الفني اختاره كان في مسافه او في منطقه اقرب لفندق الاقامه وده كان الافضل. لكن عموما هم هناك شايفين الصوره اكتر الناحيه التامين وناحيه الامن هناك في تونس، شايفين المسافه الافضل، شايفين الملعب اللي هيكون مناسب للاهلي انه يقدر يتمرن فيه في ظروف طبيعيه، وان شاء الله كل الامور دي هتعدي على خير والماتش هيتلعب مباراه كره قدم في الاول والاخر. لكن في اخبار سريعه النهارده، يمكن النهارده شفناها، يمكن السفير المصري في تونس السفير نبيل الحبشي اتكلم على ان السفاره بتبذل مجهود كبير جدا لتوفير الاجواء المناسبه لبعثه فريق النادي الاهلي، ومنذ ان وصلت البعثه بالامس معالي السفير دائم الحضور مع بعثه فريق النادي الاهلي وفي اجتماعات مستمره مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه في تونس للاطمئنان على احوال الفريق وتوفير كل الضمانات لاقصى درجات الراحه للبعثه، خاصه ان الاهلي بينافس على بطوله مهمه للغايه. معالي السفير اكد كمان ان في تواصل مع كافه الجهات المعنيه لتوفير اقصى درجات التامين للبعثه والعمل على راحتها حتى اداء مباراه العوده باذن الله. طبعا الاجتماعات مستمره ما بين معالي السفير والكابتن محمود الخطيب للترتيبات العديده لمباراه النهائي يوم الجمعه ان شاء الله، وهناك تواصل حتى مع كافه الجهات لتمرير المباراه بشكل جيد جدا. برضو منذ قليل يعني اللجنه المنظمه الخاصه بتنظيم المباراه في تونس اعلنت ان غدا باذن الله سيتم طرح التذاكر بحدود حوالي 60,000 تذكره للمشجعين في تونس، وهيتم طرح التذاكر من 8 صباحا الى 5 مساء، وتم تحديد المدرج الخاص بجمهور النادي الاهلي سيكون في المنطقه العليا في الدرجه الثالثه يمين، وهو يسمى في ملعب رادس بالمدرج اي، وبالتالي يعني الاهلي هيكون جمهور الاهلي هيكون في منطقه مختلفه عما كان جمهور الترجي هنا في استاد برج العرب في الدرجه الاولى ممتاز، لكن هيكون الاهلي موجود في جمهوره في الثالثه يمين في تحديد المدرج ايه اعلى الدرجه الثالثه. نقطة مهمة كمان الكابتن محمد يوسف واحنا بنشوف تدريب فريق النادي الاهلي اتكلم على ان الجهاز الفني بيثق بشدة في قدرات لاعبي النادي الاهلي، وقال ان الجهاز الفني يعني شايف ان اللعيبه عندها تحدي كبير جدا لتخطي هذه الصعاب من اجل تحقيق البطولات واسعاد الجماهير وعدم التوقف، يعني الجهاز الفني مش عايز يتوقف كثيرا عند معوقات الغيابات وغيرها في ظل اصرار الجميع نحو الفوز باللقب. في مباراه غاب فيها شريف اكرامي، في مباراه غاب فيها جمهور الاهلي، الاهلي سبق كثيرا ان هو كمان لعب مباراه نهائيات بدون ابرز لاعبيه، لكن استطاع من خلال المقوله الثابته الاهلي بمن حضر ان يعود بالكاس، وعندنا امثله كثيره جدا لو عن نتحدث فيها 2005 و2006 حتى بطوله 2013. الكابتن سامي قمصان كان ليه تصريح وقال طموحاتنا كبيره للفوز بالبطوله الافريقيه، وقال كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق ان الفريق عنده طموحات كبيره جدا للفوز بلقب دوري ابطال افريقيا عندما يواجه فريق الترجي التونسي، والجهاز الفني عنده ثقة في قدرات لاعبيه وقدرتهم على تحمل الصعوبات العديدة من حيث الغيابات وضغوط المباراة. قال كمان ان الفريق هيدخل المباراة دون اي حسابات متعلقة بنتيجة مباراة الذهاب التي حسمها بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، مؤكدا ان هناك 90 دقيقة تحتاج الى تركيز كامل واستغلال الفرص بشكل مثالي. الجهاز الفني درس فريق الترجي بشكل جيد من واقع المباريات الماضية وسيتم التعامل مع المباراة بشكل يتناسب مع ظروفها وطبيعتها، هذا إصرارا كبيرا كمان من جانب الجميع للفوز بهذا اللقب. كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى قال أيضا أن حراس الأهلي على قدر المسؤولية، وشدد الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس على جاهزية الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي لهذه المباراة، وأن الحراس عندهم مسؤولية كبيرة ورغبة قوية في تقديم أفضل ما لديهم لمساعدة الأهلي في المنافسة على لقب البطولة، وهناك حالة من الهدوء والتركيز بيعيشها اللاعبين، وهناك منافسة شديدة بين الحراس، وده اللي بيصب بشكل أكيد في مصلحة الفريق بما يملكه كمان من خبرات دولية ومشاركات عديدة. شدد كمان الكابتن مصطفى كمال أن تركيز اللاعبين ينصب على المباراة فقط ولا يوجد أي أمور أخرى ينشغل بها اللاعبين في التوقيت الحالي، لكن بيتمنى التوفيق سيكون حليف الفريق إن شاء الله. خبر أخير، مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الأستاذ محمد ثابت أعلن النهاردة في تصريحات رسمية أن أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي سيصل تونس خلال ساعات لحضور مباراة الأهلي والترجي بإذن الله يوم الجمعة، هذا إلى جانب حضور كمان النجم الجنوب أفريقي مارك فيش ومواطنه راسل بول سيكون هو المنسق العام لمباراة النهائي، ومساعده المغربي مصطفى السلاوي وخالد نصار وهما أعضاء في إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي، علاوة على وجود السنغالي عليو بلوكو المنسق الإعلامي لهذه المباراة والنيجيري سامسون أدامو،
مدير إدارة المسابقات، وأنتوني بافو نائب السكرتير العام. بالطبع كل معظم أعضاء المكتب التنفيذي هيكونوا حاضرين في هذه المباراة الهامة. هناك ترتيبات، الأستاذ محمد ثابت أكد على أن هناك ترتيبات على أعلى مستوى لتنظيم هذه المباراة، سواء من الناحية التنظيمية أو حتى من الناحية الإعلامية، في إطار التعاون المثمر بين الكاف والأهلي وأيضا الترجي من أجل خروج المباراة بصورة مشرفة. التصريحات الخاصة بالصحفيين والمصورين المكلفين بالتغطية هيتم تسليمها خلال الساعات القادمة بعد التنسيق مع الاتحاد التونسي اللي شهد النهاردة صباحا اجتماع مهم جدا. هذا الاجتماع لم يكن لديه أي فرصة لمناقشة موضوع الإنذارات، الكل كان بيتحدث عن الاجتماع الأربعاء في الاتحاد التونسي أو الاجتماع المتعلق بالاتحاد الأفريقي هيكون له علاقة بإلغاء الإنذارات على فرانكوب أو شمس الدين الزوادي. حتى هذه اللحظة العقوبات مستمرة واللاعبان سيغيبان حتى هذه اللحظة عن مباراة النهائي، لكن الاجتماع الذي عقد اليوم في الاتحاد التونسي كان متعلق بالتنظيم وبحضور الجماهير بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي. كابتن ميدو، دي معظم الاخبار او الاخبار النهارده الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي، وقدامنا صوره حيه من الملعب الفرعي في رادس لتدريب فريق النادي الاهلي، والتدريب الاساسي والرئيسي قبل التدريب غدا ان شاء الله اللي هيكون على ملعب المباراه، مسرح الاحلام ان شاء الله، ملعب النهائي الافريقي الاهلي والترجي على ملعب رادس. شكرا ليك يا محمد، واكيد يعني محمد لم كل اخبار النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم يعني التمرين شغال، وان شاء الله يكون كله مركز زي ما قال كريم احمد كمال، كل الناس مركزه في هذه المباراه، وقال استعداد غير عادي للنادي الاهلي، وكل اللعيبه فعلا ما سمعش صوت خالص غير صوت التمرين. ان شاء الله نسمع صوتكم عالي بعد هذه المباراه، وان شاء الله تفرحونا زي ما انتم معودينا، ودايما عند حسن ظن الجماهير الأهلوية في كل مكان. مباراة صعبة طبعا، مباراة صعبة ومباراة يعني زادت سخونتها من غير لازمة، دايما بقول كده. إن شاء الله مباراة تليق باسمين كبيرين الأهلي والترجي، إن شاء الله تكون عرس رياضي، وإن شاء الله تكون الكأس من نصيب النادي الأهلي. زي النهاردة 7/11/1978 ولد نجم كبير جدا جدا جدا، أصبح محشوق كل الجماهير الاهلاويه. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت دايما طيب، كل سنه وانت دايما اخلاقك عاليه، كل سنه وانت محبوب ومعشوق كل الجماهير الاهلاويه، كل سنه وانت حبك بيزيد كل سنه عن اللي قبلها في قلوب كل الاهلاويه، كل سنه وانت دايما امير القلوب الاهلاويه، كل سنه وانت طيب يا تريكه، ودايما كده منور الدنيا. شوف تقرير عن النجم الكبير محمد ابو تريكه، وبعدين نستقبل النجم الكبير ايضا علاء ميهوب، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا. نعم اصبحت معلقا الان بعدك يا ابو تريكه. نجم عاشقته الجماهير الاهلاويه بصفه خاصه، والجماهير المصريه بصفه عامه. نجم سطع مع الجيل الذهبي فحصدوا بطولات غالية، سواء على مستوى الأندية مع النادي الأهلي أو على صعيد المنتخب. نجم لا زالت أصداء نجوميته تطارده حتى الآن، لكونه حالة خاصة ونادرا ما يجود بها الزمان. إنه محمد أبو تريكة. لم يكن أبو تريكة لاعبا عاديا، بل كانت له بصمة كبيرة في كل مكان لعب فيه، وذلك عن طريق أهدافه المؤثرة التي أحرزها والبطولات التي فاز بها، أو حتى مواقفه الإنسانية التي جعلته قدوة لجمهور الأهلي. بدأ محمد أبو تريكة مشواره مع نادي الترسانة موسم 97، استمر لمدة 7 سنوات، سجل فيهم 28 هدف، إلى أن انتقل للأهلي موسم 2003-2004 بعدما لفت الأنظار إليه بموهبته وتأثيره مع فريقه. تريكة
عند انضمامه نجح في تجاوز رهبة اللاعب للنادي الأهلي، سار بخطى ثابتة، بدأ في التألق تدريجيا إلى أن أصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية. ظل مع الأهلي حتى عام 2013، سجل خلالها 118 هدف. الماجيك أمير القلوب سيدان العرب، كلها ألقاب أطلقتها الجماهير على أبو تريكة الذي تألق مع المنتخب في الفترة الذهبية من 2006 حتى 2010، سجل خلالها 20 هدف. توج بكأس الأمم الإفريقية مرتين عام 2006 و2008، إلى جانب الفوز بكأس الأمم الإفريقية العسكرية عام 2005، هذا بالإضافة إلى الفوز بدورة حوض النيل عام 2011، بينما فاز مع النادي الأهلي بسبع بطولات للدوري العام، لقبين لكأس مصر، 6 ألقاب لكأس السوبر المصري. على المستوى القاري فاز نجم الأهلي السابق بخمسة ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأربعة ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي، فيما حقق مع الأهلي الإنجاز العالمي والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية موسم 2006. ولأن أبو تريكة لم يكن عاديا فقد نال الكثير من الجوائز والألقاب الشخصية، حيث نال لقب أفضل لاعب إفريقي محلي بجانب جائزة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا عام 2008. كما فاز أبو تريكة بلقب هداف كأس العالم للأندية عام 2006 بثلاثة أهداف، وهداف بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 برصيد 8 أهداف، إلى جانب لقب أفضل لاعب في مصر لمدة 5 أعوام، هداف بطولة الدوري العام موسم 2005-2006 برصيد 18 هدف، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف بطولة كأس مصر عام 2007 برصيد 4 أهداف. كل سنة وانت طيب يا ماجيكو. كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت أن أعلق على مباراة يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ إني الآن أصبحت معلقا. نعم أصبحت معلقا لآمالك. يعني مهما نقول على أبو تريكة مش هنديله حقه يعني، ومعايا طبعا نجم كبير جدا الكابتن علاء ميهوب نجم مصر ونجم النادي الاهلي، منور الدنيا يا كابتن. اهلا بك يا ميدو. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام. ابو تريكة عيد ميلاده النهارده. لا لا كل سنه وانت طيب. تمرنت وعشت معايا طبعا كتير. لا لا ابو تريكة كنت اول واحد بقابله في النادي الاهلي. دايما كده كان بيجي الصبح بدري جدا، كنا لازم نتقابل انا وهو، وكان وائل جمعه، كان ناس كتير قوي بدري جدا يا ميدو، وكان دايما نقضي اليوم كله تمرين ونقعد مع بعض. لا شخصيه جميله جدا، محترمه جدا، طيب جدا. طبعا على الناحيه الفنيه ما اقدرش اقيمه، طبعا ما شاء الله عليه، من اساطير الكره جت في مصر. كل سنه وانت يا ابو تريكه ودايما في خير ان شاء الله وسعاده، وربنا يبارك في عمرك. حتى علاء ميهوب بقى يا جماعه يعني يقول كده، يعني قال لك اساطير الكوره فعلا ابو تريكه يعني يستاهل. طبعا اسطوره برده الكابتن علاء ميهوب، اسطوره. لا لا خلاص. والله حبيبي يا ميدو. عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. الدنيا كلها جميله الحمد لله. فل. واخبار النادي ايه؟ كله تمام. انا شايفك موجود شويه عشان ماتش. انا صح؟ الناس عارفاني قبل الماتش بتاع النادي الاهلي، لما يكون ماتش تحس ان انا داخل العب ماتش، اصلا داخل في معسكر ماتش، والله العظيم فعلا. انت شفتني انا فعلا مجنون. ماتش يشد يعني، بس مش عايزين الاحساس للجماهير يعني. لا خالص، مش 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 عايزين الاحساس لحاجه، لكن هي المباراه اخذت طابع الشد من بعد مباراه القاهره هنا. لكن اللي انا عايز بس الناس تطمن، عشان انا عشت يمكن لحظات يمكن اكتر من دي كمان. اكيد. ان لعيب الكوره اول ما بينزل الملعب ميدو، وانت اكيد عارف كده، بيفصل تماما ايه اللي بيحصل بره. خلاص ما فيش اي مشكله. واللي يطمن كمان يا جماعه، احنا بنلعب في تونس، ما بتلعبش، احنا بنلعب في بلد عربي. العلاقات الحمد لله طيبه جدا جدا بين مصر وتونس وجمهور الترجي. وفي حاجه كمان، ان الاهلي مش طرف في اي مشكله، يعني جماهير الاهلي او الاهلي نفسه مش طرف في مشكله خالص. هو لكن كل التعقيب كان على الحكم، موضوع وليد ازارو اللي استغربت جدا من سرعه القرار اللي اتخذ في وليد. لكن
من بعد مباراة هنا يا ميدو واللي حصل والكلام الكتير واللي سمعتك دلوقتي في المقدمة ان في ناس يعني بتنفخ في النار. شغلانتها كده كده الموضوع شغلانتها كده اهمية كبيرة جدا. كان لازم الاتحاد الافريقي هياخد قرارات قبل المباراة الى حد كبير تعمل تهدئة شوية لجمهور الترجي. انا بحييك ده لازم انا بحييك لازم. وانا طبعا وليد ازارو نجم كبير بس انا قلت ماشي. يعني لازم كانت تاخد قرارات يا ميدو تهدي الاجواء شوية على اساس نادي الاهلي يروح ما تبقاش الاجواء مشحونة قوي. فحصل كده قرار سريع بالنسبة لازارو. موضوع المدرج اللي بالنسبة لجماهير الترجي هيتفتح هو بيحاول يرضي الترجي ان هم حاسين في ظلم عليهم وده برضه بعيد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى مش طرف في الموضوع خالص وفي نفس الوقت الامور بتهدى شويه. موضوع وليد فالناس هديت شويه. لكن اللي انا عايز اقوله وعايز اطمن الناس كلها مهما كانت الاجواء مشدوده ومن حقهم ان هم يفكروا في الكاس زيك زيهم بالظبط. لكن انت كسبان 3-1 هنا ما توصل هناك كل الجماهير دي ماشي اهلا وسهلا بيكم ويحيوا ويشجعوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه. اول ما الحكم يصفر في نقطه دايما بقولها ميدو في 11 ضد 11 مفيش جماهير بتلعب في الكوره بالظبط وممكن الجمهور ده يبقى باثر سلبي على الترجي. ولاعيبه الاهلي ما شاء الله من يجي يتكلم عن المباراه دلوقتي لا عندهم المواضيع دي ما فيهاش اي مشكله خالص. بس المباراه زي ما حضرتك قلت يا كابتن خالد اكتر مش المباراه الاحداث هي اللي ادت المباراه اهميه كبيره جدا وتشدت حضرتك ما اتكلمتش في المباراه من بعد المباراه على طول خالص لا طب ما تيجي نتكلم بس عن ضربتين الجزاء. هقول لك حاجه انا عايز ابعد عن حاجتين. عايزين نبعد عن القرارات التحكيميه خالص مالناش دعوه بيها خالص. لا مش هنتكلم فيها كده مش هنتكلم على القرارات التحكيميه. انا هنتكلم ان احنا يعني حضرتك طبعا عندك خبرات كبيره جدا وهنتكلم ان احنا ملمين بالقواعد التحكيميه يعني نوعا ما. مش هنقول اصل خلاص الموضوع اتحسم وخلص بالظبط. لا انا بتكلم ان مش المفروض ان اي تلامس في ال 18 ضربه جزاء طبعا. مش المفروض ان انا كلاعيبه كابتن علاء بحاول ان انا لو حد لمسني عشان اجيب ضربه ذكاء لعيب. يعني برشلونه والريال اللي كنت بتكلم قبل حضرتك تدخل برشلونه والريال بيجيبوا لهم حد يعرف يوقعهم ازاي بحيث ان هو ياخد عين الحكم عشان ياخد ضربه جزاء. هو دايما ضربه الجزاء فيها نسبه ذكاء كبيره جدا من اللاعب نفسه بالظبط. ازاي فن تعرف تاخد ضربه جزاء وانت وذكائك وانت وشطارتك بتحصل بالظبط. وهي بس المشكله يا ميدو ان الحكم يخرج مرتين على الفار بعد ما يدي القرار فدي خروجه بعد ما يدي القرار دي هو خطا اساسا. هو اللي مد القرار يا كابتن. بس احنا شفناها قبل كده في بطولات كبيره جدا الحكم بيخرج كتير جدا وبيدي قرار هم بيشوف الفار مش بعد ما ياخد القرار يا ميدو بيقولوا في لعبه فلانيه ارجع تاني. لكن هو خد القرار. عارف لو خد القرار ما طلعش بره الموضوع انتهى تماما خلاص. لكن هي حته التوقف المباراه ويطلع ويرجع تاني لكن اتحسب ضربتين جزاء والاهلي فاز 3-1 وفي ضربه جزاء للترجي خلاص. كل الاحداث دي خلاص بقت ماضي. احنا دايما بنتكلم على ان شاء الله يوم الجمعه. لكن الاحداث اللي بتتكلم عليها دي ميدو بعض الناس عملوا منها بالظبط. عشان كده بتكلم مع حضرتك ليه علشان نبين للناس الموضوع فعلا يعني ما كانش فيه ظلم باين قوي. يعني ما جبناش ما يعني ما فيش هدف مثلا الترجي جابه الحكم لغاه. احنا ما جبناش جون مثلا في مثلا الايد في اوفسايد في هو ضربتين جزاء. كل الكلام على ضربتين جزاء. الضربه الاولى فيها تلامس حتى لو وليد زود الوقعه مفيش مشكله خالص. انا بقول لك لكن فيها تلامس هي ذكاء اللعيب بالظبط. وضربه الجزاء الثانيه هو بيتكلموا يعني الكابتن جمال الشريف لما طلع حل ضربه الجزاء الثانيه قال ان ضربه الجزاء الثانيه كانت فاول على وليد ازارو قبل ما تبقى ضربه جزاء. طب هل هو التحكيم بياخد بالموقف الواحد ولا هي لعبه وانتهت وبقت لعبه ثانيه؟ الحكم شايف اللعبه الثانيه بالظبط. ده اللي انا بتكلم فيه اللي هي بتاع اللي هي لوليد. فاهم انت الهجمه ليك انت النادي الاهلي دايما المهاجم هو اللي متشاف بالظبط انت فاهم. فهو خد اللعبه الثانيه في حصل تلامس بين المدافع ووليد ضربه جزاء دي لعبه منفصله بالظبط. ما ينفعش ان انا ابنيها على ضرب وليد للمدافع. هي ميدو زي ما بقول لك انا الموضوع الناس كبرته جدا جدا وتحس ان النادي الاهلي سرق المباراه مع ان انا شايف ان الموضوع لا خالص. عشان كده بكلم حضرتك في الجزئيه دي عشان نهدي الدنيا ونقول فعلا الموضوع ما بنتكلمه بالعقل بنتكلم بالعقل. ان ضربه الجزاء ما ينفعش تبقى موقف واحد هي موقفين. موقف وليد فعلا ضرب الراجل يعني كان ممكن الحكم بعد ما يدي ضربه الجزاء يطرد وليد لو عايز كان ممكن لو شاف يطرد. بص يا عبد الحميد لو شاف خطا وليد الاول لو شافه ممكن ما يكونش شاف الخطا ده خالص. احنا بنحسب ان هو شاف الخطا بتاع وليد اللي في الاول. طب امال ليه ما شافش؟ يمكن شاف الخطا الثاني ما شافش خطا وليد الاول عشان كده هو خد اللقطه الاخيره اللقطه الاخيره المدافع مع وليد بالزبط. لكن ما شافش وليد حته التلامس اللي حصلت مع المساك. طبعا وليد غلطان ما كانش لازم يعمل كده عشان بس نبقى محقين يعني ما انا قلت. لكن هو شاف
اللقطه الثانيه اللي هي فيها ضربه جزاء واضحه بس فضربتين جزاء هو الناس كتير جدا شككوا فيها، حسيتوا مثلا الاهلي سرق المباراه، النادي الاهلي بعيد كل البعد مش محتاج حاجه مجامله ان هو يكسب مباراه خالص. معروف مين هو النادي الاهلي، بتتكلم على سيد اسياد افريقيا، مش محتاج انا حكم يجاملني عشان اكسب مباراه خالص بالزبط. لكن هو الحكم تقديره كده، هو اللي بيحكم، هو اللي شايف، فخلاص كل احترام الحكم ده. وبعدين ما احنا ياما قاسينا من الحكام، ياما احنا خاصين بطوله افريقيا بتاع الرامو، انا كنت في الجهاز بايد ضربه ايد دخلت ودخلت مكسب والترجي، انت فاهم يا ميدو؟ ف يعني ما احنا بنتقبل الاخطاء بتاع الحكام بالزبط. هي لكن هو الموضوع زاد جامد جدا، الناس اللي نفخت فيه طبعا، وصل للمرحله اللي تقريبا يعني حد امبارح لا اعتقد ان الامور خلاص هدت، لان كل ما بتعدي كل ما تقرب المباراه ميدو الموضوع ما بيزيدش، بالعكس انت خلاص بقى بتركز في ال 90 دقيقه. وزي ما كنا بنتكلم، كنت بتكلم مع صديقنا العزيز ايهاب الاسبوع اللي فات، قلت له ايهاب 90 دقيقه في القاهره 90 دقيقه في رادس، مش 90 دقيقه هنا بس خالص. بتمنى ان شاء الله نكسب اثنين، الحمد لله كسبنا 3-1، يمكن حتى تمنيت بقول مش عايز نقبل اي اهداف خالص هنا. حصل هدف، هو عايشين على الهدف ده 3-1، هو عايش على الهدف ده. لكن لما تيجي تحسبها ونتكلم في المباراه 2-0 لا فاهمني، لما تيجي تحسبها في المباراه ونتكلم لا الموضوع صعب جدا، انت بتتكلم في حاجه بعيده قوي انك تشوف تكسب النتيجه دي مع النادي الاهلي بعظمته بلعبته بجماهيره بكل حاجه. تعال نشوف اجواء التمرين كده دلوقتي في تونس، اتفضل. صحيح بس قليل لكن صوته مسموع يعني، جمهور الاهلي حتى اعداد قليله جدا، لكن تحس ان الجمهور يعني صوتهم دايما مسموع وصوتهم دايما مؤثر في اللعيبه. ان شاء الله يا رب يرجعوا مبسوطين يوم الجمعه ومعاهم الكاس ان شاء الله. اللي حصل شويه يا كابتن علاء ويعني حته ان مفيش جماهير كتير راحت الاهلي ممكن تبقى حاله ايجابيه يا ميدو، عشان حته التعصب وحته الشحن اللي حصل قبل المباراه، ما انت ما تضمنش كل الجماهير يا ميدو متقبله الموضوع او عندها حته الروح الرياضيه، او ممكن لو حصل حاجه في المباراه يتقبل الموضوع. بتمنى ان شاء الله يا رب طبعا يتقبل ان احنا نرجع بالكاس، لكن حد ممكن يعمل شغب، فهم عايزين يبعدوا عن الموضوع ده خالص على قد ما قدروا. احنا يا كابتن مش مكتوب علينا، يعني انا قلت في الاول كلامي مش مكتوب علينا ان احنا دايما نعيش في حاله احتقان وحاله تعصب وحاله مشاكل وافتعال مشاكل. في ناس بتحب كده يا ميدو، في ناس شغلانتهم كده، في ناس كده عايشه عشان، استغفر الله العظيم، ناس عايشه عشان كده. بس احنا نستوعب بقى كابتن علاء الدروس دي، ما هو هي دي بقى. هي دي يا ميدو يعني بعد خطا ما ينفعش اكرر نفس الخطا بالزبط. على قد ما اقدر لازم اتلاشى الاخطاء بتاعتي بالظبط. لكن اللي انا عايز اقوله ان جمهورك حاضر معاك في كل وقت، هم اللعيبه دي عارفه ان جمهور الاهلي عظيم في كل مكان وراهم مستني ان شاء الله يرجعوا بالكاس، بيفرحوا مصر كلها، كل مصر بتفرح برجوع النادي الاهلي ببطوله مصر، وكل الجماهير الاهلاويه في كل مكان في الدنيا، وما شاء الله جماهير يعني اعدادها رهيبه. فاتمنى ان شاء الله رب يكون اللعيبه اللي احنا بنتفرج عليها دي عارفه معنى الكلمه دي، الناس كتير جدا ملايين مستنيه ان شاء الله يوم الجمعه
بخط مع صفاره الحكم يبقى ان شاء الله الكاس مع النادي الاهلي. والله انا يعني من بعد امبارح كمان اعتقد كمان كل الجماهير حتى الزملكاويه استنينا نكسب يا رب. اكيد طبعا في بص يا ميدو انا يعني انا بتكلم في الموضوع ده ان انا مش مطالب اخلي ان كل الجماهير الثانيه خالص اكيد ان تتمنى يفوز الاهلي لا، لكن في بعض الجماهير بعض الانديه الثانيه بتتمنى الاهلي يرجع ويفوز. ان الجماهير دي بتبص لحاجه مفيده جدا يا ميدو، البلد نفسها بتفرح، الناس كلها تبقى حاله فرح في البلد دي بالزبط. هو الواحد بيتمنى دايما مش عايز يشوف البلد دي فرحانه في كل حاجه، بطوله تفرح الناس، شغل جديد يفرح الناس، هي دي ده اللي الناس تبص عليه. ان شاء الله النادي الاهلي مرجع من الجمعه النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي، لكن هتحس ان في حاله فرحه في البلد كلها، كل مصر هتتكلم وكل الدنيا كلها هتركز على مصر وهتركز على زعيم الكره الافريقيه اللي هو النادي الاهلي. اكيد بتفق معاك تماما، يعني بدليل ان انت بتقول لك النادي الاهلي خد البطوله الافريقيه التاسعه ان شاء الله باذن الله، لكن بيقولوا العدد او عدد البطولات التي استحوذ عليها الانديه المصريه كذا بالظبط، يعني بيقولوا الانديه المصريه بالزبط. في الاخر بالظبط كل ما بص يا ميدو يعني تخيل انت ما بيركزوا على النادي الاهلي، ما هو النادي او نادي اي نادي او نادي الزمالك، ما هو النادي الاهلي في مصر، تخيل بقى مصر دي هتقال في كم اذاعه ولا كم سوشيال ميديا هتتكلم ازاي على مصر، ما هو النادي الاهلي النادي الاهلي المصري. فانت عارف انت الواحد بيتمنى دايما الخير للبلد دي عن طريق كوره عن طريق اي حاجه، لكن دايما تتمنى الخير للبلد دي، نادي اهلي نادي زمالك اسماعيلي مصر اي نادي، هو في الاخر نادي مصر. فكل الامنيات طيبه ان شاء الله من الناس اللي بتحب البلد دي، تتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يرجع فايز ومقام يا رب ان شاء الله. كنت شفت كان ليا اصحاب رايحين مباراه الذهاب كانت في برج العرب، مصورين فيديوهات بقى هم رايحين في الطريق وقابلوا جماهير الترجي وقعدوا يتصوروا وقعدوا غنوا مع بعض وهنكسبكم مربوحه واحنا هنكسبكم، قعدوا تهريب وكانت فرحه وكان جو تحس فعلا بحاجه جميله جدا. الجماهير من كتر ما قابلت بعض الاهلي والترجي الجماهير بقى اصحاب بالظبط، ما هي دي الروح الحلوه بالظبط، لكن هي الروح الحلوه دي لكن في ناس عكرت الصف وشويه من جماهير الاهلي والترجي، لكن ما تحسش ان الجماهير مشحونه قوي بينهم وبين بعض، هو كل المشكله بس ان بعض الناس شككت في موضوع التحكيم وحصل وحصلت بس. مفيش داعي للاحتقان ميدو، مش كل الناس هتحبك مش كل الناس مش هتحبك زي ما انت بس الناس اللي هي بتنفخ في النار معروفه يا كابتن، معروفين طبعا، لكن معروفين انت وصدروا المشكله وكبروها. هقول لك حاجه، انت مطمن من حاجه وفي حاجه كويسه في صالحك ايه؟ ان الحمد لله الغالبيه العظمى كلها بتحب النادي الاهلي، مع النادي الاهلي عارفه يعني ايه قمه النادي الاهلي، فدي دايما هتلاقي دايما تلاقي الشر نسبته قليله قوي قوي، لكن دايما الخير هو الحاجه الكبيره، عشان كده بقول لك ان شاء الله رب العالمين الفرحه الكبيره قوي هتبقى من نصيب النادي الاهلي يا رب. طلب الجاكيت في نفس اللون بتاعي ليه؟ ما انا بحب اقلدك. مش معقول كده بصراحه، مش معقول كده كل مره الاقيك لابس نفس اللبس بتاعي، والمره اللي فاتت بتلبس يوم اقلدك. اتكلم بقى شكلها عشان احلى علاوه. كابتن وانت بتتفرج على المباراه حطيت ايدك على ايه؟ اللي فاتت؟ انا عامة المباراة دي بتفرج على لوحدي خالص تماما، بس الترجي في مش هو الترجي بتاع السنوات اللي فاتت، مش بقوه الترجي، في تغييرات وفي لعيبه كده، لكن المباراه اللي فاتت كان في شده عصبيه من اول مباراه، بدليل يا ميدو انت اول هجمه ليك ضربه الجزاء، كويس اللي احنا كنا بنحذر منه ان المباراه ما بلاش نشد المباراه، انت بتدور على مكسب ومكسب بدري، بس المكسب هيجي بشغلك بانتظامك بلعبك بالظبط كويس، لكن بالزبط. فات 30 دقيقه انت ما عملتش الضغط الهجوميه اللي احنا كنا مستنيينها، وده طبيعي على فكره، لان الترجي لعبك من قدام قوي وحاول يبقى هو دايما مستحوذ في نص الملعب وضاغط عليك في نص الملعب. الى جانب عندهم استاذ استحواذ في نص الملعب ما شاء الله طبعا يعني. كويس ان هو مش كويس ان هو خد انذارين كويس. الى جانب حاجه مهمه قوي يا ميدو، بعض لعيبتك مش واخدين لسه على الاجواء دي بالظبط، لازم تديهم عذرهم بالظبط. واحنا بنتكلم بقول لك الاسبوع اللي فات جبنا مقارنه كده بين اللعيبه اللي لعبت النهائيات السنه اللي فاتت واللعيبه بتاعت السنه دي، في حوالي 3 4 ما بيلعبوش معاك، تقال جدا دي حاجه، تقال فهيفرقوا معاك، لكن انت في اول هجمه واول لعبه اتحركت بس تحرك كده من حمود لوليد لوليد، الامور بقت اتفتحت تماما بعد ضربه الجزاء دي، خلاص انت اكتشفت زي عارف يا ميدو انت بتدور ازاي تبدا هجماتك فين الثغرات، بعد ضربه الجزاء دي اكتشفت ان هي عايزه بس شويه هدوء باص كده بنشتغل، وبعدين يبدا يشتغل على الكره اللي بيتحرك فيها وليد، يتحرك فيها وليد، يتحرك اسلام، يتحرك على الجانب الاخر حمودي، هي دي. لكن هو خدت وقت، وزي ما بقول لك انا حته الخبرات في النهايات دي ما كانتش موجوده كتير، لكن المباراه دي
تدي خبرات كبيره. مباراه بس يا ميدو تدي خبرات سنين. عشان كده بقول لك مباراه الجمعه انا بالنسبه لي مطمن عن مباراه الذهاب اللي كانت مباراه كانت موجوده هنا. انا مطمن على اللعيبه ان شاء الله تلعب الجمعه. خلاص خطوه هيوصلوا ان شاء الله للكاس. خلاص عرفوا يعني ايه نهائي. الشده العصبيه اللي كانت موجوده هنا هتبقى قليله جدا هناك. انك لما تلعب بره انت مش تحت ضغط جماهيرك انت. اللعيب اللي هو الترجي هو تحت الضغط جماهيره هو. انت مش هتضغط حاجه. هيقصوا هيضغطوك في اول مباراه، لكن بعد كده انا بقول لك مباراه في الملعب خلاص. هو اللي عايز يكسب، هو اللي مستعجل، وهو هو اللي ممكن يسيب لك مساحات. عشان كده بقول لك سهل جدا احراز هدف بره. وده الشغل الشاغل اكيد لمستر كارتيرون ولعيبه النادي الاهلي. هدف بره الموضوع هيبقى في منتهى الصعوبه، زي مباراه وفاق الصيف كنا بندور على الهدف. بعد الهدف خلاص الامور حسمت تماما. بس خلي بالك الترجي فريق كبير جدا ومتعود على النهايات، ومتعوده على النهايات، وعنده لعيبه كويسه جدا، والسنه دي بيحتفل بالمئويه، وعارف يعني ايه نهائي افريقيا، وفاز بالبطوله قبل كده. فهو الترجي دايما اهلي ترجي، ترجي اهلي. انا بتكلم على الانديه الكبيره مثلا في مصر، اهلي زمالك تونس، اكيد ترجي على يعني على راس الانديه اللي هناك. يعني نادي كبير جدا، نادي بطولات، لعيبه كبيره جدا طلعت من الترجي. فدايما ما ينفعش تعدي بطوله افريقيه غير اهلي ترجي، ترجي بالزبط. اهلي هو ده. عشان كده احنا بنتكلم على الجماهير يا ميدو، من كتر ما هم عرفوا بعض منين، من كتر ما قابلوا بعض كتير قوي. المفروض يبقوا على طول، المفروض يبقوا اصحاب، المفروض عملوا تليفونات بعض، قابلوا بعض كتير جدا. ترجي نادي كبير جدا 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 في تونس، في افريقيا، بيقابل سيد افريقيا. فدايما بتحس الكبار مع بعض. دايما لما تيجي تتكلم على كبار افريقيا معروفين، معدودين على الصوابع، هم دول كبار افريقيا فعلا. الترجي يخوفك غير الضغط الجماهيري هناك، غير جماهيرهم اللي هتبقى طبعا ماليه الاستاد، جماهيرهم متحمسين زي جميل طبعا. طبيعي جدا، طبيعي جدا. يخوفوك في ايه الترجي كفرقه فنيه لو ضغط عليك؟ اهم لعيب عندهم اعتقد ان هو فرانك كوم. فرانك كوم طبعا، وعندهم كمان كوليبالي لعيب عالي جدا. انا بيعجبني هدوء كوليبالي قوي قوي، ستايله كده في اللعب حاجه راقيه جدا. بالظبط. يقلقني الترجي لو ضغط عليك في الاول، وده اللي هيحصل، وعايز يحرز فيك هدف. كل الترجي او كل الشغل الشاغل لفريق الترجي التونسي احراز هدف مبكر هيدخلك في مشكله انت. هي دايما مباراه الكره ميدو كل واحد بيحسب حسبه كده. انا عايز ايه وانت عايز ايه؟ انا عايز هدف مبكر عشان ادور على الهدف الثاني، وتحت ضغط الجماهير دي هخرج انت من تركيزك. على الجانب الاخر مستر كارتيرون ولاعيبه النادي الاهلي عارفين ان لا، اول ربع ساعه دي تعدي بهدوء، تعدي بسلام على الشناوي، مش عايز اخش مشاكل من بدري، مش عايز اضغط نفسي بمعنى اصح من بدري. فهي كل واحد بيحسبها زي ما هو عايز، انا عايز كذا وانت عايز كذا. اما تيجي تنزل الملعب تعال نطبق، شوف انت هتطبق الطريقه بتاعتك ازاي وانا هطبق طريقتي ازاي، وفي الاخر 90 دقيقه هنشوف مين اللي نجح في التطبيق اللي قاله طلبوا منه المدير الفني نفسه. تمام. في نقاط كتير قوي فنيه عايز اتكلم معاك فيها، بس طبعا احنا دلوقتي يعني الدنيا كلها يعني عامله سبوت علينا، احنا مش عايزين نقول كل حاجه بصراحه. لكن انت عارف انا نفسي اتكلم معاك في حاجات كتير قوي، عايز ادخلك في دماغ كالتيرون، مش عايز برضو طبعا انت رئيس لجنه فنيه فاكيد هتبقى عارف الدنيا. مش اسئله ما ينفعش اسالها النهارده بصراحه. اسئله ما ينفعش اسالها النهارده، يا اما كده هنكشف كل ورقنا. ايه المطلوب من الجماهير الاهلاويه يا كابتن هناك؟ ما فيش مطلوب حاجه، هو تشجيعهم الحلو حتى لو قليلين جدا، لكن صوتهم مسموع. انا بص الجماهير الاهلي دي حاله في الكوره عامه. جماهير الاهلي حاله في الكوره عامه، حتى لو جزء قليل تحس ان هم ملايين في الاستاد، صوتهم مسموع في اي مكان. دي حقيقه. ثقتهم في لعيبتهم كبيره جدا 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 لاقصى درجه. دي حقيقه. نفس الكلام بقول لك دايما هعيده تاني، ان جماهير ان لعيبه النادي الاهلي عارفه وراها جمهور كبير جدا جدا جدا، اللي وصل تونس واللي مستني في القاهره واللي في كل حته من في الارض كلها، ما عارفين النادي الاهلي بيلعب نهائي في كل حته، عارف. عشان كده اللعيبه عارفه ان جماهيرها كبيره قوي، وعايزين ان شاء الله يرجع يعني اولا يفرحوا جماهير دي بالكاس التاسع ان شاء الله. طب هنتكلم في فنيات ولا ايه؟ مش هنتكلم في فنيات بصراحه يا جماعه، مش هنتكلم في فنيات يعني بصراحه. اول حلقه صعب، نشوف ايه يا برجاوي. يلا نشوف كلام كالتيرون انقذنا. Ça, c'est un chiffre très intéressant. On a eu plus d'occasions. Au niveau des duels, on a été supérieur. Et techniquement, il m'a semblé qu'on a été aussi supérieur sur ce match aller. Donc,
Je sais qu'on aura un match très difficile vendredi, mais j'ai toujours tendance à penser que la seule chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est ce qui se passera sur le terrain et qu'on montre que, quelles que soient les circonstances, on est capable de faire un grand match et d'avoir un grand résultat pour ramener la coupe avec nous au Caire. بالنسبة لإحصائيات المباراة، إحنا استحواذ لنا 61%، وكان لنا فرص أكتر، حتى لنا فرص أكتر منهم، كان فنيا كنا أعلى منهم، يعني كنا متسيدين مباراة الذهاب. بالنسبة للماتش العودة طبعا أكيد هتكون مباراة مش سهلة. إحنا أنا بقول دايما لعيبة المفروض نركز في الملعب ونركز في اللي هيحصل في الملعب، ملناش دعوة بالأجواء اللي حوالينا، عشان نرجع بالكاس للقاهرة إن شاء الله. On est au calme à l'hôtel pour préparer ce match du mieux possible. Après il y aura bien sûr un stade plein qui va encourager son équipe vendredi, mais encore une fois, ce qui m'importe, c'est d'être qu'on soit concentré sur notre football et rien d'autre. بالوقت ما وصلنا هنا والظروف الامنيه كويسه جدا، متامنين كويس، اتمرنا في الملعب بشكل جيد، وفي الفندق هنا الاقامه كويسه ومتامنين كويس. بس طبعا الماتش هيبقى مليان، المدرجات هتبقى ممتلئه على اخرها، يعني المباراه انا دايما بقول لعيبتي نركز في المباراه، مالناش دعوه باي ظروف خارجيه عشان نعرف نحقق النتيجه. Non, je suis pas dans le fait de penser uniquement au fait de défendre, parce que je pense que c'est pas notre identité, c'est pas là qu'on est le meilleur. Je suis simplement dans le fait de nous dire que c'est une nouvelle épreuve, une nouvelle étape pour nous. Et qu'il faut qu'on soit digne de nos 70 millions de supporters, qu'on soit digne du nom et des légendes d'Al Ahly, en montrant que, quelles que soient les circonstances, et en l'occurrence là elles sont très difficiles, mais on est capable d'être plus fort que ça, on est capable de se surpasser, de rester calme pour faire un grand match et ramener un grand résultat. وانا مش من النوع اللي بحب ادافع، ما بخش فيها اجوان فبدافع، لا انا بحاول العب المباراه قويه عشان استحق اكون البطل. ومع لعيبتي بنتكلم ان احنا نكون ادائنا كويس في الملعب، ونحاول قدر الامكان نطلع كل اللي عندنا عشان نبقى جادرين باسم النادي الاهلي، نادي كبير، وبتاريخ النادي الاهلي ومجد النادي الاهلي، عشان نحقق كاس ونهدي للجماهير. Je leur dis juste une chose, depuis le début de la compétition, j'ai le sentiment que cette compétition dépend de nous, et c'est toujours le cas. On a un avantage par rapport au match aller. Quelle que soit la façon des adversaires de vouloir nous déstabiliser, encore une fois, je leur dis qu'il faut qu'on ait cette force intérieure d'avoir suffisamment confiance dans ce qu'on fait pour ne pas se laisser perturber. انا لما بقول لعيبتي من وقت من اول يوم ما اشتغلنا ان كل النتائج بتتوقف على ادائنا احنا مش على اداء الخصوم، يعني بصرف النظر على اللي بيحصل من حوالينا عشان يفقدوا توازننا، لكن احنا المفروض يبقى عندنا من القوه الداخليه ان نقدر نثبت نفسنا ونحقق نتيجه ايجابيه في الماتش. J'ai pas vraiment de message, je sais que eux savent se tenir, eux m'ont montré que même avec 55 000 personnes ils ont eu une attitude absolument exceptionnelle. Je suis plus inquiet de l'attitude quand je vois des quelques milliers de supporters tunisiens présents dans notre stade la semaine dernière et leur attitude, j'hallucine que d'un côté nous on est une sanction pour un de nos joueurs de match ferme et qu'eux aient des sanctions avec sursis compte tenu de la gravité de leurs actes. ما عنديش رساله اوجهها للجماهير اللي هتحضر في الاستاد، لان كان سلوكهم مثالي في مباراه الذهاب، حضروا بعدد غفيره وكان سلوكهم مثالي. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان كلام باتريس كالترون يا كابتن علاء، يعني كله تحس ان هو في قمه التركيز بصرف النظر عن ان هو طريقه كلامه هاديه جدا وعال جدا، وهي قال جمله تلخص لك كل حاجه في المباراه اللي هنا واللي بعدها واللي واللي واللي. هي كلمه في كره قدم معروفه، خصوصا فرق كبير، اهم حاجه لعيبتي بالظبط، ما بيفكرش في الفرق الثانيه. بقول لك دايما بفكر في لعيبتي انا هنعمل ايه، هو دايما البطل كده، البطل يفكر هو هيبقى عامل ازاي. ماشي، طبعا كل احترام للفريق المنافس، لكن ده انا البطل. طول ما انا البطل وانا الكويس خلاص، الناس بتعمل لك مليون حساب. لكن مش انا البطل وانا الكبير وانا كل حاجه وابقى نازل خايف، لا، احترام حاجه والخوف حاجه ثانيه. صعب قوي الموضوع، بعيد كل البعد. احترام الخصم دي حاجه جميله جدا، او منافس دي حاجه حلوه موجود، يعني مطلوبه في كره القدم. لكن في نفس الوقت يا ميدو، ده انا النادي الاهلي، يعني الناس كلها بتحترمني وعارفه قيمتي وعارفه قدري، لكن مش كلام طبعا، شغل مجهود في الملعب بالظبط. كلام هيتقال من المدير الفني لازم يتنفذ. لعيبه ما شاء الله كلهم نجوم كبار جدا، موجود او مش موجود، في ناس بتفرق، لكن دايما بقول لك انا في نجم بيغيب، في نجم تاني موجود ومستني واكيد هيأدي احسن اداء. 90 دقيقه بتاعت يوم الجمعه دي يا ميدو، لو دخلت دماغ اي لعيب نفسه يلعب وبيقول لك انا عايز العب 90 دقيقه دي، لو اخر 90 دقيقه في حياتي هيأديها، يعني زي ما قال مستر كاترون يمكن اكتر، هيبقى ال 10 هيبقوا 20 لعيب. هي دي الميزه ودي الروح اللي في النادي الاهلي دايما من زمان، مش الايام دي، مش بطولات، بتتزرع فيك. تخش النادي الاهلي بتتزرع فيك ان انت
لعيب لا لعيب، لكن ساعه الجد تلاقيني انا لوحدي كده ال 10 لعيبه 20 لعيب، وياما حصل كتير جدا على فكره. بالظبط بتبقى خسران بطولات واخر ثانيه يقول لك ده النادي الاهلي دايما هو دايما بيكسب في اخر ثانيه واخر دقيقه، دي مش من فراغ. ابو تريكه لسه كنا بنقول كل سنه وهو طيب وهو بالظبط يعني في ماتش الصفاقسي كنا موجودين في الجهاز، حاجه سبحان الله يعني حاجه، لكن بتأدي بتتعب بتشتغل مش باسمك وانت قاعد اصل انا بلعب في النادي الاهلي وقاعد ما بعملش، لا طبعا كلام غير خالص. النادي الاهلي عشان تلعب في النادي الاهلي لازم تعرف ايه هو النادي الاهلي، لازم تعرف ايه فانيله النادي الاهلي عشان تبقى انت جدير انك في يوم من الايام ربنا يكرمك وتلبس الفانيله دي. كلام يعني كلام فعلا. لا بعديك انا عارف انت مجروح. انا كده في الماتشات بقينا درجه ثالثه احنا بقينا، لا صح دخلنا بقى خلاص بقينا بقينا درجه ثالثه، لان احنا متواصلين دايما على الفيسبوك مع الجماهير وكده. مش عايز اقول لك انا الجماهير بتعمل ايه عندي والله العظيم يا كابتن، بيبعتوا لي المفروض كالتروني يعني لا لا جميل لا لا جميل لا 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 جميل الكره لا لا يعني زي ما بقول لك 60 مليون مدير فني كل واحد بطريقه، لا وفي ناس بيتكلموا في كره تحفه. ايوه ايوه طبعا يعني حب موت حب. هو بص يا ميدو ما هو بيماس جماهير النادي الاهلي ايه؟ هو بيكلمك من منطلق واحد بس، حته ان هو حب بس، عشان كده عيلته تحس بيتكلم من قلبه مش بيتكلم ان هو يعني بيقول لك انا بفهم، لا لا خالص هو بيتكلم عشان بيحب النادي ده. مدرب الترجي وهو اكيد بيفكر في هذه المباراه، مش بخوفك على فكره وانت بتفكر تهاجم النادي الاهلي خلي بالك النادي الاهلي ممكن يجيب جون في اي وقت والموضوع هيبقى صعب جدا. هي دي الميزه اللي في مباراه الجمعه، عشان كده بقول لك سهله جدا تكسب لانك انت مش بتدور على الهدف، انت بتدور ازاي تعوض في النادي الاهلي فرق هدفين الى جانب ما يجيش فيك هدف. حسبه صعبه جدا 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 بالنسبه لاي مدير فني طبعا. اي مدير فني بيحسب مليون حساب يا ميدو، هو يعني مش عنده حسبه واحده، يعني حسبه انا عايز اكسب والحسبه الثانيه ما يجيش فيها هدف، الى جانب المشكله الاكبر بتلعب النادي الاهلي بس، يعني هي دي بقى كمان مشكله بالزبط. كبيره جدا مؤرخ يعني بتقرخ اي حد بالظبط بتقرخ اي يعني يعني الجماهير الترجي مع احترامي الكامل ليهم والمدير الفني وكل الناس ماشي عايز اكسب وعايز وعايز ماشي الكلام زي ما انت عايز، بس في الاخر في بتيجي نقطه كده روح واقف عندها الاهلي انا بلعب النادي الاهلي بس دي بالنسبه له مشكله بيفكر فيها مليون تفكير ازاي انا هعدي النادي الاهلي بنجومه بمديره الفني بجماهيره الكبيره قوي دي، النادي اللي ممكن في ثانيه يجيب جول، النادي اللي متمرس في بطوله افريقيا، النادي اللي عشان خسرها السنه اللي فاتت تحس ان جماهيره لا ازاي انت متخيل جماهير النادي الاهلي عشان ما خدتش البطوله السنه اللي فاتت كارثه بالظبط كارثه يا ميدو بالزبط. وانت واخدها 8 مرات ما شاء الله هم لا مش متعودين، هم متعودين دخلت البطوله حضرتك ترجع بالكاس بالظبط عودتونا على كده فلازم ان شاء الله ترجعوا بالكاس. ما انا قلت قبل كده هو مش حق مكتسب بس هو اللعيبه او النادي هو اللي عود الجماهير الاهلاويه ان البطوله يعني كاس. ما انا بقول لك يا ميدو هم خدوها حق مكتسب. ايوه هم حق مكتسب عشان اتعودوا على كده، النادي الاهلي البطوله يدور لك النهائي امتى وان شاء الله النادي الاهلي يرجع بالبطوله. هم ما عندوش ما بيفكرش في كارينا ميدو، هو مثلا مش يفرح انه وصل قبل النهائي والحمد لله، لا 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 ما يفكرش في كده، النهائي امتى؟ اليوم الفلاني، ان شاء الله النادي الاهلي يرجع بالبطوله، هو ده تفكير جماهير النادي الاهلي، وتفكير جه على اساس البطولات الكتيره ما شاء الله اللي واخدها النادي الاهلي بلعبته على مر السنين الكبيره جدا دي، فهو خلاص انت عودتهم على بطولات وهم معاك لاخر نفس عشان البطولات انت بتجيبها، انت بتسعدهم وهم طبعا اكبر سعاده للاعيب النادي الاهلي لما اشوف جماهيره بتبقى فرحانه وبتشجعه. دي ما دي لحظه اللي بعيشها وانت اكيد عشتها ميدو، لحظه لا تقدر بثمن. طبعا جماهيرك تحبك وتشجعك وتبقى فاكراك دي تبقى فاكراك دي طبعا. لا 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 طبعا دي حاجه احلى حاجه في الدنيا. حاجه ما اقدرش اقدرها. احلى حاجه في الدنيا. الحديث بيني وبين الجماهير على السوشيال ميديا من يوم ما وليد ازارو اتوقف، هنلاعب مروان محسن لو انا هنلاعب صلاح محسن، ايه رايك يا كابتن؟ طبعا انا يعني انا اسال الكابتن علاء بس يقول لنا اسم، لكن انا عايز اقول لكم حاجه عايز اطمنكم، مروان محسن وصلاح محسن بيستنوا اللحظه دي يعني بفارغ الصبر، زمانهم يعني دلوقتي الاثنين بيتمنوا ان هم يلعبوا هذه المباراه، طبعا وليد ازارو نجم كبير جدا، لكن دول بقى هيلعبوا نهائي افريقيا، تخيل كميه الدوافع اللي جواهم وكميه الشكر اللي شكروا ربنا ان هم ممكن يتواجدوا في هذه المباراه. اديك انت جاوبت. هو مستني اللحظه دي. مروان او صلاح او هو مثلا كابتن بيفكر في ايه؟ لكن هم الاثنين الاقرب بيفكروا في اللحظه دي. لو هم مثلا مواليد ازارو موجود مروان لو قاعد بره او صلاح ودول نجوم كبار جدا منتخب مصر ما شاء الله على الاثنين بينزلوا عايزين يثبتوا نفسهم. عشان كده ميدو بقول لك دايما حتى النجم الكبير لما بيلعبش
الخمس او 10 دقائق بتلعبهم انت بتثبت نفسك. تخيل انت لسه انت نجم في النادي الاهلي وتحاول تثبت نفسك. الكلمه دي انا بقولها على واحد في النادي الاهلي وما شاء الله عليها طبعا، يمكن عشان مش هلعب مباراه، لكن هو حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. احمد فتحي كل مباراه، بص احمد فتحي في النادي الاهلي من امتى ومنتخب مصر بياخد كل البطولات ممكن تتخيلها. احمد فتحي كل مباراه بيلعبها اخر مباراه بالنسبه له، وتحس ان هو بيقول للمدير الفني انا كويس بثبت نفسي. انت متخيل التفكير يا ميدو؟ يعني واحد بيفكر في كده. عشان كده النادي الاهلي يعني دايما هو عايز النوعيه احمد فتحي كده. نوع النادي الاهلي ما شاء الله انا مسميه سيد الرجال. لا لا كم اللعيبه اللي فيه كل واحد فيه ميزه. كل واحد فيه ميزه وكلها ميزات حلوه جدا بالزبط. لكن هو احمد بيديك دايما مثال يحتذى لعيب كره القدم في كل حاجه على فكره، ما شاء الله بره الملعب وجوه الملعب وحماسه وطيبته واحترامه وكل حاجه في احمد فتحي ما شاء الله عليه. طبعا هنفتقده طبعا، اكيد طبعا يعني هنفتقد نجوم كبيره جدا. بقى لنا كام نهائي كده بنلعبه بره ارضنا. ايه ده حظك؟ كنت تتمنى ان انت النهائي ده في مصر؟ اتمنى. عارف اللي اتمنيت؟ عشان شكل الجماهير المباراه اللي فاتت حاجه تفرح، حاجه جميله يا اخي. ملعب شكله حلو قوي، التنظيم حلو قوي، شكل جماهيرك يا ميدو مدرجات كلها حمراء كده وتشجيعهم لحد بعد المباراه كمان وفرحتهم دي. لا تخليك انك ياه لو المباراه نهائيه هنا ولو اتساعه الاستاد سابها، انا متاكد ان الملعب ده هيتقفل كله باللون الاحمر طبعا. هتلاقي فيه يعني اليوم ده يبقى كرنفال كده لجماهير النادي الاهلي والمباراه النهائيه. لكن نقول الحمد لله جايز فرحتك ان شاء الله وانت راجع من تونس بالكاس، تلاقي مصر كلها بتقابلك ان شاء الله. ده كلنا نبقى في المطار ان شاء الله. ناخد انا هاخد علم واروح. روح يا ميس. تعالوا بس انتوا بالكاس بس وملكوش دعوه يعني، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، قابلت طبعا كلاعب كوره مواقف كتير جدا زي دي، يعني اللي يجي في دماغك الموقف اللي لازق في دماغك على طول بطوله انت رايح كنت في وضع اوحش من كده كمان وخدتها؟ الصفاقسي 1-0. واحد واحد والناس بتعيد ميلاده بقى كمان. انت رايح 95% انت خسران البطوله، والصفاقسي كان فريق قوي جدا 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 جدا، كان مرعب طبعا. لكن انت كمان كان معاك ما شاء الله فريق ومستر جوزيه وكابتن حسام البدري، وكنت انا كنت الثالث كتيبه. دي كانت كتيبه مش طبيعيه زي الكتيبه ان شاء الله بتاعت ان شاء الله رب بعد قمه الثقه اللي حطيتها مستر جوزيه في اللعيبه، حاجه فوق الخيال. ما عندوش شك ان احنا ممكن نرجع من غير الكاس. الراجل عنده، مع ان مباراه صعبه جدا ونتيجتك هنا في القاهره طبعا 0-0 انت خلصان. سبحان الله بتلعب 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 لحد ما جت هدف ابو تريكه. لو ربنا بيقول لك انت تعبت، احلى هديه في الدنيا، هدف حلو قوي واداك بطوله وانت وايه، وفي الدقيقه خلاص الماتش بيخلص خلاص، وجول حلو قوي كمان. موقف عمر ما هنساه، لما شاء الله عمري ما هنساه خالص الموقف ده. حاجه ممتعه هنتكلم عليه ان شاء الله. ارجعوا برضه من تونس ان شاء الله، ارجعوا بالكاس يا رب ان شاء الله يا رب. مع ان الامور اهدى ونتيجتك احسن بكتير 3-1 ورايح وان شاء الله ترجع بالكاس، دي اهدى بكتير او ماشي صفاقيس اكيد طبعا. انا عايز اسالك حاجات كتير بصراحه بس كلها في الكوره يعني. قول لي بقى يعني يعني عايز اقول لك عايز كلها في الكوره في الماتش. اسال اللي ممكن نجاوب عليه نجاوب عليه. صلاح محسن ولا مروان محسن من غير ليه؟ هقول لك حاجه بنظره سريعه عن المباريات اللي فاتت، يبقى مروان الاقرب. مروان الاقرب. مروان دايما لما موجود وليد، لو مثلا في تغيير او حتى ممكن يلعب وليد جنب مروان، دايما مستر كرتون بيفكر في مروان. اختار دايما التاني بتاعه مروان. مروان طبعا ما شاء الله لعيب منتخب خد فتره اصابه لكن رجع تاني، وحتى الاهداف اللي بيجيبها يعني الحمد لله ان هو دايما مهاجم. وانت كنت ما شاء الله عليك يا ميدو بيدور على الهدف. هو النفس بتاعه الروح بتاعته. مهاجم بيجيب هدف. هو عايز كده. فالاقرب من وجهه نظري بعيد عن اي حاجه هو مروان. ومروان بالفرصه دي في النهائي ده بالدوافع اللي عنده دي اعتقد هتلاقي حاجه مختلفه تماما. اكيد كالتيرون ممكن يغير الطريقه ولا يلعب بنفس الطريقه؟ لا ما اعتقدش، صعب جدا في نهائي تغير طريقه، بتبقى لا مش ممكن يزود حد في نص الملعب. بتضغط نفسك بدون اي داعي. تلعب بطريقتك. انت مش مضطر تغير طريقتك، هو ممكن يغير، انت ما تغيرش. ممكن يزود حد في الفراوده، يلعب باثنين فرود مثلا. اثنين فرود هيستغنى عن حد ثلاثه في نص الملعب تحت. احنا عايزين دوخه ما جاب. لا انا عايزين دوخه. بص يا ميدو هقول لك خلاص، الفرقه دلوقتي كتاب مفتوح كلها في كل الدنيا، مش هنا كل الدنيا عارفه مين بيلعب ومين ده ومين ده وممكن اغير كده. لكن هو دايما انت الملعب التنفيذ. جوزي كان دايما يعمل مفاجاه للخصم في المباراه. دايما تلاقيه عامل حاجه كل الناس انت عملتها امتى دي ولا فكرت فيها ازاي. هو دايما بيفكر فيها ومحضرها على طول كده، ومفيش حد بيعرفها على فكره خالص خالص، هو الجهاز الفني بس
كابتن حسام وانا وكان معانا كابتن احمد ناجي والراجل احنا هنعمل كذا اعملها على طول. فهو ده مستر جوزيه دايما بيدي يعني حاجه كده مفاجاه للمنافس. ده جون مروان اهو في تونس يا كابتن جابوا لنا برجاوه اهو. شكرا يا برجاوه والله. تعبان جدا معانا. كل ما نيجي نتكلم في حاجه يقول لي يلا نطلع هوا يلا نطلع هوا. بص هي دي اللحظه بقى اللي بص مروان هي اللحظه بص لا الفرحه اللي هو فيها دي هدف هو المهاجم هدف تحس ان كل حاجه قدامه بقت حلوه عشان كده بقول لك الاقرب مروان ان شاء الله ونشوف الفرحه دي يا رب من الجمعه ان شاء الله رب العالمين. طب لو دخلتك في دماغ مدرب الترجي يا كابتن اتفضل ادخل كده في دماغه كده بيحسب يعني احنا بص احنا بنحسب حسبه او اثنين هو عنده مليون حسبه هو بيدور على هدف مبكر بيدور على ضغط في الملعب ضغط عالي جدا على لعيبه الاهلي بيدور على استحواذ مش عايز ان لعيبه الاهلي يبقى معاهم كوره بيدور على حاجه مهمه جدا بدايته مع ضغطه الجماهيري كل ده بيدور في دماغه يا ميدو واهم حاجه بيدور عليها في كل ده هدف مبكر هو دي النفس بتاعه نفس اللي هيديله حياه تاني هدف مبكر في مباراه زي كده هي الملعب مع جماهيره هيبقى يبقى الايه الامل بيقرب لكن هو دايما في نقطه بتوقفه كده دايما كده حساب ان هو بيلعب النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي النجوم النادي الاهلي اللي ممكن في ثانيه في ثانيه يلاقي هدف فيه على طول عشان كده حساباته هو كتير جدا بس الكابتن ما بيحسبش كده حساباته قليله عامل كل احترام لفريق الترجي طبعا الكبير وعارف مفاتيحه ازاي وهيعرف يلعب عليها ازاي لكن الاحتمالات عنده مش كتيره ما بيفكرش كتير في انا هعمل ايه في ده وده وده ده لا لان هو كسبان 3-1 فدي كارت على جنب كده مريحه نوعا ما على الجانب الاخر في كام حاجه عايز يبدا بيها عايز ابدا ضاغط عايز هدف مش عايز الاهلي يهاجمني مش عايز الاهلي يستحوذ مش عايز الكره بس تيجي عند يبقى وليد سليمان ممكن يبقى يعمل لها خطوره مثلا مروان مش عارف كده هو في حسابات كبيره قوي في دماغه خايف يقبل هدف ودي في كره القدم ما تضمنش ايه اللي هيحصل ولو ان شاء الله انت قدرت تجيب هدف تاخد كل الاوراق تتلخبط بالنسبه للمدير الفني للترجي كده هو حساباته كتير جدا جدا كمان لكن هو هيبدا المباراه بضغط انت متوقع كده مفيش طبيعي يا ميدو مش هيسيب مش هيعدي ثانيه غير ما يكون ضاغط عليه ويستغل الحماس الجماهيري طبعا النادي عارف كده لعيبته عارفه كده مستر كاترون عارف كده عارف ان هو الحكم هيصفر كوره معاه او كوره مش معاه هيحاول يجيب الكره بسرعه معاه تلاقي الكره طويله وضاغط عليك من الاول مش عايز يديك ربع ساعه مش عايزك حتى تاخد نفسك لكن على الجانب الاخر هم عارفين يتعاملوا ازاي مع المباراه من ناحيه الجانب الاهلي النادي الاهلي هدوء مش الهدوء اللي هو هدوء في الملعب ونوم لا هدوء كلاعب كوره هدوء في استلامك في باصك في تحركك هو ده الهدوء في كره القدم الهدوء اللي يمتص الحماس ده كله هو هتلاقي واحد متحمس متسرع عشان نتيجه بيدور على نتيجه هو دايما القلق بتاعه انا بدور على نتيجه عايز اكسب مش عايز فيه يجي فيه هدف وحاجات كتير جدا شغلاه لكن بقول لك انا الخبرات الموجوده في فريق النادي الاهلي والدوافع الكبيره قوي لا 90 دقيقة هنقضيها او هنعملها زي ما مستر كاترون قال واحسن كمان على اساس نرجع ان شاء الله بالكاس والجمعة يا رب الحكم هيتأثر يا كابتن لا خالص مش متخوف انت من الجزئية لا خالص لا طب تفتكر المدافعين بتوعنا اللي هيلعبوا ايا كان مين هم هيكونوا خايفين شويه ان هم يبقى في احتكاكات هيكونوا خايفين شويه اذا كان مدافع يبقى الاحتكاكات واكيد هتكلم فيها مستر كاترون في اجتماع المباراه في يوم المباراه نفسه اللي هو على قد ما اقدر يا ميدو ما دافعش متاخر ما دافعش لا دايما خد لعيبتك بره دافع من قدام مش لازم يكون دافع وانا عن 18 ولا حاجه بتضغط نفسك بنفسك لكن لا عشان حتى لو حد حاول يمثل بره خط 18 اللي هي فيها ضربات الجزاء وكده ممكن الحكم يعني الجماهير هتعاطف سنه لكن انت بذكائك كلاعب ابعد حته الشك دي ما تديش الفرصه يا ميدو ان ادي الحكم ان هو ممكن يعني يحسب عليا حاجه هو ده ذكاء المدافعين مدافعينا معروفين اتنين كبار قوي ما شاء الله اللي بيلعبوا في القلب كل بالي وسعد ما شاء الله وسعد كمان خلاص من ساعه ما رجع ما شاء الله الفورمه محافظ عليها كويس جدا وكل بالي مستواه ثابت دايما فهي دي دايما يميدو وعلى فكره بس عشان تعرف تدافع كويس مش سعد وكل بالي خالص لازم تهاجم كويس ولازم يبقى عندك خطوط دفاعيه من خط الدفاع ده اخر خط ممكن تفكر فيه بالظبط انك عندك ثلاثه احتراز الحربة خط دفاع اول سولية وعاشور ما شاء الله اثنين هم بيدافعوا كويس جدا غير اللي بقول لك غير كمان الاثنين الاطراف هيرجعوا فهو انت انا بتكلم على اخر خط دفاع ممكن توصل له
يعني لو توصل الكره انت خلاص انت عديت، عايز تعدي من خطين تعب بالنسبه لك. لكن مش انا ما بتكلمش على خط المدافعين ان انا بدافع ورا استنى عند سعد وكوليبالي خالص، ده ذكاء المدافعين دلوقتي ان الكوره ما توصلش لسعد وكوليبالي خالص، توصل حاجه عاليه كده لذيذه يطلع يلعبها بدماغه ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني بطوله مختلفه كابتن قوي عشان خسرت السنه اللي فاتت، ليها جوانب كتير جدا. الاتحاد الافريقي لما خد قرار بوقف ازارو كان عارف ان القرار ده لا رجعه فيه، حتى لو النادي الاهلي بعت التماس اشتكى قرار نهائي، قرار نهائي. هو بيحاول ياخد قرار يرضي الترجي والجماهير ويهدي بس ممكن في ظلم وتسرع على وليد، هو مفيش اصلا في الكوره يعني ظلم وكل حاجه على وليد وتسرع غريب جدا، قرار بيطلع في كام يوم. لكن هم لازم كانوا يعملوا كده على اساس الاجواء تهدى شويه بين الترجي وبين النادي الاهلي اللي جماهيرهم انا عارف هم اصحاب واصدقاء، لكن زي ما انت قلت يا ميدو في ناس دايما مش عايزه الموضوع ده، دايما عايزه فيه مشاكل لا ده ناس عايزين يولعوا اصلا. ما انا بقول لك، لكن هو متخصصه يعني زي ما بقول لك انا، هو كان لازم القرار ده يتاخد، لازم يحصل تهدئه قبل ما النادي الاهلي يروح الترجي. يعني مش عايز ادخل في تفاصيل، لكن زي ما حضرتك بتقول كده ناس متخصصين وناس اساتذه. بس انت واضح ان الفيسبوك واخد منك. مش فيسبوك، انا شفت المباراه وشفت لا سيبك من المباراه، انا ما بتكلمش عن المباراه، انا بتكلم الناس في ناس كابتن جماهير يا كابتن جماهيرك وفي تفاعل بينك وبينهم جامد جماهير يا كابتن. انا بقول لك احنا قاعدين طول الليل على الفيسبوك بنشرح في خطط، ما عنديش فيسبوك الحمد لله، بنشرح في خطط وبنشوف مين الاخطر ومين الاحسن يلعب لا عايشين لا اليوم ما شاء الله يفهموا في الكوره ايه. مش عايز اقول لك والله والله العظيم بتكلم بجد، والله بتكلم معاهم وتبقى مستمتع جدا في رسائل مبعوثه اللي انا اقولها ما اقدرش اقول لهم ما اقدرش اقول لكم ما ينفعش اقول رسائلكم، لكن انا حاسس قد ايه يعني كلامي اساسا يعني ما كابتن علاء قال الجمهور ده حاجه نعمه من عند ربنا نعمه من عند ربنا جميلة جميلة. لكن تقول لي عايش بقول لك مشدود ببقى جاي وانا كمان باجي الخميس كمان قبل الماتش بيوم، فمش عايز اقول لك بقى ما يا جماعه بلاش يا كابتن. لا ان شاء الله ان شاء الله خير. لا ان شاء الله خير طبعا، انا كلنا ثقه في النادي الاهلي ان شاء الله طبعا، والنادي الاهلي مش اول موقف يعدي عليه، بس انت عارف الاحداث اللي حواليك تزعل الاحداث هي اللي وصلت الامور لكده. عارف لو المباراه طلعت طبيعيه جدا مفيش مشكله، هتروح وتلعب هناك وجماهيرك هتروح مفيش حاجه خالص، تزعل. لان العلاقه في حاجه حلوه يا ميدو، العلاقه بين النادي الاهلي وجماهيره والترجي وجماهيره علاقه تحفه، واستقباله ومقابله مفيش حاجه خالص، مش مشكله خالص. دايما بقول لك انا دايما الانديه الكبيره بتخاف حتى على الاسم نفسه، يعني الترجي اكيد عارف قيمته الكبيره جدا، فليه الترجي اتقال في جمله مش مفيده، لكن الترجي بقيمته بتاريخه بجماهيره بلعبته الكبيره جدا كانت موجوده على مدار السنين، لا عارف بالظبط، عارف دايما بيحافظ على الاسم ده، زي ما هو عارف النادي الاهلي بشعبيته بجماهيره ببطولاته اللي ما شاء الله دايما بيحب، دايما الواحد بيخاف على الاسم، بيخاف على كيان النادي الاهلي، دايما تتكلم في اي حاجه يا ميدو مسموح، حاجه واحده ما تجيش جنبها اسم النادي الاهلي وكيانه بس بالزبط. هنا تروح واقف كده ما تتكلمش، الموضوع هنا بيتقفل تماما. انا بقول لك كابتن الموضوع كان سهل وموضوع عادي وموضوع ياما 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 ناس يا سيدي، حتى لو الحكم ظلم الترجي ياما الاهلي اتظلم، وياما الترجي استفاد من اخطاء تحكيميه، وياما الاهلي استفاد من الاخطاء التحكيميه، وياما برضه اتضرر من اخطاء تحكيميه. جزء جزء من كره القدم اللي هي الجمله المعتاده اللي هو الحكم والاخطاء اللي بتحصل، لكن زي ما بقول لك خلاص الموضوع انتهى، انت خلاص بكره المباراه يوم الجمعه، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده وفي ناس تتكلم بكره كمان ويوم الجمعه الصبح في ناس تتكلم، وقت المباراه يا ميدو خلاص انت بتفكر في ال 90 دقيقه اللي أكيد. بيفكر فيها لعيبه النادي اللي من اللحظه دي انا بتكلم فيها معاك، هم خلاص فاصلين ساعه ما راحوا تونس، فصلوا عن العالم الخارجي بره خالص، كل اهتمامهم هيعاوز بطاريات ايه، تفكيرهم ازاي، كل احلامهم وكل واحد بيتخيل كده زي ما كنا بنحصل احنا معانا زمان، وانا راجع بالكاس هو ده اللي حلو يا رب. دي احلى حاجه زي ما رجعنا باول كاس افريقيا كنا في كوتوكو، ودي حاجه اللي بتبقى عايز اقول لك فرحه جميله كوتوكو، وما ادراك كوتوكو يا جماعه فاهم، يعني في جماهير لسه لا حاجه جوه كوتوكو ولا نجوم كوتوكو، حاجه مش طبيعيه يعني فرحه، واحنا راجعين في الطياره يا ميدو حاجه ممتعه، وجماهيرك مستناك في المطار كده، فان شاء الله نفس الفرحه كده اللي انا شايفها ان شاء الله تحقق يوم الجمعه ان شاء الله يا رب. عشان حضرتك بتسالني بتقول لي يعني الاجواء ومش الاجواء، لا لا انا زعلت جدا جدا يا كابتن علاء، وانا بصراحه لما بلاقي حاجه بتعكر الصفو العام او الصفو العربي عموما بالظبط، بتحس ان انت يا جماعه ليه كده يا جماعه بالزبط. يعني ليه بتحاولوا تتصيدوا اللي هو بتبقى عارف لما تكون انت عندك فحم كتير وحته فحمه بس مولعه كده اطفيها يا سيدي، لا مش لازم تولع في كل الفحم اللي جنبها، لا لا تحس لا بس في بص يا ميدو في ناس العقلاء كتير جدا دايما حته زي ما قلت كده يا ميدو دايما بين الشعوب العربيه
ان في علاقات كبيره جدا 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 بعيده عن مباراه كره القدم. مش كره القدم ما هي اللي هتعمل مشكله، تمام. الناس كلها لحقت بسرعه والامور اتلمت والحياه بقت تمام، خصوصا دايما يكون بلد العلاقات ممتازه بينكم وبين بعض. فلا الموضوع خلاص دلوقتي بيقول لك خلاص الوقت بقت عباره عن مباراه كره القدم في نهائي وخلاص على كده ونسكت. لكن العلاقات الحمد لله تمام بين الجماهير بين البلدين نفسها، لكن كل حاجه الحمد لله بقت زي الفل. انا معاك ويا رب الدنيا كده تهدى، بس يعني الله. يعني حضرتك بتقول في عقلاء، لكن انا برمي القنبله واسيبها بقى اشوف بقى في عقلاء بقى يتعاملوا معايا ازاي. يعني انا مش عايز اقول لك، واحنا بنتفرج على المباراه وبعد المباراه وبين الشوطين انا حسيت ان في وكيل نيابه بيحقق معاه بجد والله العظيم. وائل جمعه انت ضربه جزاء يا جماعه، الدنيا سهله يا جماعه، مش كده. وائل جمعه يقول له طب في حكم هيعلق على البتاع، لا انت رايك ايه؟ مع ان السنه اللي قبليها كان الاستاذ هشام الخالصي بيتكلم وائل جمعه، وائل قال له ضربه جزاء، قال له لا طب في ما تتكلمش عشان في حكم. ليه يعني ليه يا جماعه ليه؟ احنا عايزين نلم بعض وعايزين الدنيا تهدى وعايزين نبقى اخوات وعايزين نبقى مباراه زي ما تشوف الدوريات الاوروبيه والبطولات الاوروبيه، حاجه تفرح والجماهير طالعه تسلم على بعض واللعيبه طالعه تسلم على بعض. حولتوا الموضوع يعني المهم سيبك من الكلام ده كله، المهم اللي هيحصل، لا المهم العلاقه بين اللعيبه وبعض هو ده في الملعب، هو ده المهم. ما انا يا كابتن ما ينفعش اشحنها وارجع اقول خلاص، ما هو حته الشحن الحمد لله ما نفعتش، تمام خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. حتى اللي قال كلمه هو رجع بمنتهى الهدوء اعتذر عنها، ممكن يبقى زاد سله لسان، كان متسرع، كان مشدود، لكن دايما كويس انك حتى لو غلطت في حاجه بترجع تاني بمنتهى هدوء وشياكة. على فكره مش عيب جدا تقول حاجه وترجع تقول يعني الموضوع ما كانش يستاهل او بيعتذر، فدي حاجه شيمه حلوه على فكره، من الواحد لما يعتذر دي مش عيب على فكره خالص. نورتني وشرفتنا يا كابتن، الله يخليك يا كابتن، وطبعا بستمتع بلقائك مع ان قبل خطيب خدك مني بس مش مشكله. لا مره بس كده قبل الماتش، يعني الماتش فاينل يا كابتن، انا قلت انا جمهور يعني بكره هتلاقيني طالع بالتيشيرت الاهلي. خليك متفائل ان شاء الله خير يا رب يا رب يا رب، اكيد بتفائل لما بشوفك وبتفائل لما ربنا كبير كده. الله يخليك زيك، خد بطولات كتير جدا مع اني ممكن اكون خدت بطولات اكتر منك شويه. شكرا شكرا جدا، الله يخليك يا كابتن يا حبيبي. يعني خلاصه كلامنا يا جماعه، كلنا واحد، كلنا اخوات، ان شاء الله تطلع مباراه تليق باسم الاهلي والترجي، ان شاء الله جماهير الاهلي. احنا قلنا انا وكابتن علاء خلاص احنا بقينا اصحاب، يعني المفروض معانا تليفونات بعد من كتر اللقاءات ومن كتر النهائيات اللي خدناها مع بعض، ان شاء الله نفضل كبار وكل الجماهير العربيه تفضل اخوات. قبل بس ما اختم واسيبكم لمحمد سعيد، انا عايز قبل يوم الجمعه، قبل ما نتوج او يعني اللي ربنا عايزه ان شاء الله نتوج، لكن لازم نشكر كل الناس تحديدا اللي وصلوا النادي الاهلي لقمه افريقيا السنه دي تحديدا. هقول لكم ليه، يعني انا اشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي اتحمل كتير جدا 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 عشان النادي الاهلي وعشان اسم النادي الاهلي حتى لو كان على اسمائهم الشخصيه عشان يوصل بالفريق للتتويج الافريقي ان شاء الله. بشكر مستر باتريس كالترون اللي عانى كتير جدا بسبب النقص العددي والنجوم الكبيره جدا اللي ثابت الفريق، زي عبد الله السعيد اللي احنا كلنا كنا بنقول ملوش بديل، وعبد الله السعيد لعيب كبير جدا، لكن مستر باتريس كالترون عمل فرقه واداهم الثقه واللعيبه كلها كانت على مستوى المسؤوليه عشان نوصل للنهائي الافريقي. كلام حق لازم يتقال، لازم اشكر اللعيبه كلها اللي كنا متزيلين المجموعه بتاعتنا، ودلوقتي بعد بكره ان شاء الله في الماتش الاخير او الشوط الاخير في النهائي الافريقي ان شاء الله نتوج بيه. لازم اشكر جماهيرنا العظيمه جدا 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 اللي دايما حمى وسند، زي ما قال الكابتن محمود الخطيب انتوا حمى وسند النادي، اوعوا اي حد يحط في دماغكم ذره شك ان عندنا اداره قويه جدا 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 وعندنا لعيبه على مستوى المسؤوليه وعندنا جهاز فني على مستوى المسؤوليه. ان شاء الله باذن الله نتوج بهذه الكاس الغاليه جدا ونفرح كلنا للصبح ان شاء الله. اسيبكم مع محمد سعيد بعد هذا الفاصل اللي هنشوف فيه تقرير عن بطوله 2008 والنجمه رقم 6، وان شاء الله نشوف النجمه رقم 9. شرفتوني ونورتوني ومع الف سلامه. خسر الأهلي لقبا في 2007 بعد خسارته في النهائي أمام النجم الساحلي، لكن لاعبيه دخلوا بطولة عام 2008 مصممين على استعادة اللقب وتحقيق رقم قياسي إفريقي بالفوز بالبطولة للمرة السادسة. بدأ الأهلي مشواره أمام بلاتينيوم ستار الجنوب إفريقي من دور 16 بعد انسحاب التحرير الإريتري من دور 32، خ
خسر الأهلي في بريتوريا بهدف مقابل هدفين، وفي القاهرة عوض الخسارة بالفوز بهدفين نظيفين. في دور المجموعات بدأ الأهلي مبارياته بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل في أبيجان مع أسيك الإيفواري من دون أهداف. بعدها لعب مع دينامو هراري وفاز بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب في هراري عليه بهدف نظيف. ثم عاد الأهلي ليلعب مع الزمالك ليتعادل بهدفين لكل فريق، واختتم مبارياته في المجموعة بالتعادل في القاهرة مع أسيك بهدفين لكل فريق. في النصف النهائي تعادل الأهلي مع إنيمبا في نيجيريا من دون أهداف، ثم فاز عليه في القاهرة بهدف نظيف ليصل للمباراة النهائية للعام الرابع على التوالي. كانت مباراة الذهاب في القاهرة مع القطن الكاميروني، فاز الأهلي بهدفين نظيفين، ثم تعادل في جارو بهدفين لكل فريق ليحقق الأهلي لقبه السادس، ليغرد وحيدا برقم قياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة. خلال مشوار البطولة فاز الأهلي في 6 مباريات، تعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة واحدة. أحرز لاعبوه 17 هدف وسكن الشباك 10 أهداف. كان أمادو فلافيو الهداف برصيد 5 أهداف، يليه محمد أبو تريكة ب3 أهداف. مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة النهاردة بالتأكيد حديثنا متواصل عن مباراة الترجي والأهلي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بالتأكيد خلاص العد التنازلي لهذه المباراة أقل من 48 ساعة. جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي في مصر والوطن العربي الكل بينتظر هذه المباراة الحاسمة للفوز بأغلى لقب إفريقي بعد غياب لأكثر من 4 سنوات عن التتويج الإفريقي وعن المشاركة في كأس العالم للأندية. وبالتالي للحديث أكثر عن هذه المباراة والخوض في التفاصيل الفنية يشرفني في هذه الفقرة أن يكون معي الكابتن أحمد أبو مسلم، نجم طبعا فريق النادي الأهلي الأسبق والمدير الفني لقطاع الناشئين وفريق وادي دجلة مواليد 2006. كابتن أبو مسلم برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا برحب بيك طبعا محمد، ومبسوط أن أنا أكون معك هنا، وبنسلم على كل جماهير النادي الأهلي. مباراة مهمة جدا، الأهلي والترجي التونسي، وسبق ليك المشاركة في هذه المباريات تحديدا مباراة عام 2001 اللي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، ثم حققتم يعني نتيجة جيدة في تونس بالتعادل الإيجابي، ومن ثم تأهلتوا لمواجهة سان داونز والفوز ببطولة أفريقيا عام 2001. شايف المباراة الأهلي والترجي التونسي وهذه المباراة بالمقارنة بمباراة 2018؟ لو جينا نتكلم طبعا جميع اللقاءات اللي بتبقى موجوده مع الفرقه التونسيه عامه او حتى شمال افريقيا المغرب او الجزائر بيكون فيها طبعا الحماس، بالذات انت كمان بتلعب فريق كبير زي نادي الترجي التونسي، عارف حافظ مفاتيح لعب النادي الاهلي واداء اللعيبه الموجوده، فاكيد ده بيعمل عليك ضغط اكتر من كده. انا شايف الحمد لله يعني بنطمن الناس، الفرقه اللي كانت موجوده هنا في استاد القاهره مش يعني اللي كانت لعبت هنا في القاهره مش نفس قوه الترجي اللي احنا عارفينه من سنين. يعني احنا لما جينا نتكلم بغض النظر عن الاسباب اللي هم بيتكلموا في التحكيم او حاجات اللي كان بيتكلموا فيها، لا نادي الترجي التونسي لو جينا نتكلم فنيا في الملعب فرقه ضعيفه جدا ما عملوش اي حاجه. قبل ما نخوض في التفاصيل الفنيه في تليفون مهم جدا من تونس دلوقتي، الاستاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي في الاهرام طبعا المرافق لبعثه فريق النادي الاهلي في تونس. استاذ حكيم اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وتحيات الكابتن احمد ابو مسلم ليك. طمني كده احوال البعثه والفريق والمباراه المرتقبه الكل بينتظرها، والفريق يمكن خلاص منذ لحظات قليله كان بيتمرن على ملعب الفرع في استاد رادس، الاخبار عندك ايه والتدريب والاجواء المحيطه ببعثه فريق النادي الاهلي؟ الحمد لله احنا خلصنا التمرين حاليا، احنا بنحط الطريق اللي عاوزها من الفندق. الاجواء اعتقد جيده لحد دلوقتي الحمد لله، ما عدا انقطاع في حضرتك الاول، لكن الحمد لله يعني الفريق تجاوز الامر وخلصنا التمرين، كان حاضر التمرين كابتن محمود الخطيب وباقي اعضاء مجلس الاداره حضروا نهائي الكره العربيه اللي جت في الدوله اللي فوق الاهلي في اللقب بتاعها منذ دقائق، كان حاضر استاذ الاداره ومجلس الاداره واستاذ منتجي
البطوله العربيه لتنس الطاوله. لتنس السيدات تنس الطاوله توج الاهلي باللقب بعد ما فاز على الزمالك منذ دقائق قليله. يا رب يكون فعل خير يا رب باذن الله. ان شاء الله بيه. في التمرين يعني كانت الامور كويسه، جه وفد من الكاف واطمن على الفريق وكان في اي حاجات معينه وحاضر جزء من التمارين يعني سمح الكابتن محمد يوسف والكابتن برونو والعميد محمد مكان المنافسه العام بتاعتها حضر يعني سمح بحضور عدد من التمارين النادي الاهلي اللي وصلت النهارده في النادي سمح لهم بحضور جزء من المباراه جم هدف اللاعبين شجعوهم وانصرف بعد 20 دقيقه بالظبط في المباراه. طيب الحاله المعنويه والحاله الفنيه والبدنيه والاجواء المحيطه بالبعثه كل شيء بيدعو للتفاؤل، الظروف ان شاء الله مواتيه لتقديم مباراه جيده، العوده بالكاس ان شاء الله. مستر كاسترون النهارده كنا قعدنا معاه فالراجل يعني بيتكلم بتفاؤل جامد جدا. هو في قال ان في حتى الان لم يحصل التشكيل مروان حتى لما في التشكيل بتاع احمد ازارو بتاع وليد ازارو الحاله الفنيه المنتخب كانت قوي جدا وكل الامور جيده جدا. طيب التدريب الحمد لله انتهى على خير، اللعيبه كلها الحمد لله سليمه، شايف الوجوه يعني الوشوش لعيبه الاهلي في حاله تفاؤل في حاله ثقه، يعني حط الناس كده في الصوره يا استاذ حكيم، يعني المشهد العام داخل البعثه باذن الله ان شاء الله يكون خير. في حاله تركيز جامده جدا بين اللعيبه وفي تفاؤل. الدنيا يعني برغم الغيابات ونقص وغياب وليد انصار في اللحظات الاخيره وفشل احمد فتحي لكن في تفاؤل كبير جدا في حاله تركيز جامده جدا بين الفريق. ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر واللعيبه تدفع على قدر المسؤوليه زي عزيزها دايما وان شاء الله باذن الله يحققوا نتيجه كويسه جدا. مستر كاسترون كان بيتكلم على ان هو المباراه على ثلاث اجزاء او ثلاث مراحل، الجزء الاول هو فصل حماس التأثير الكبير المتوقع من جهه كريستيانو رافي ثم الانتقال لمرحله حاول التراوح كل خطوه المباراه. الراجل قال انا مش هدافع زي ما الناس متخيله ان انا هدخل في دافع النادي الاهلي ما بيلعبش في دافع طول عمره. هنحاول نخطف هدف صعب للمعموري على المنافس. اعتقد الاجواء ان شاء الله باذن الله مبشره بالخير ويعني وجود مجلس اداره بالكامل دعم جزء كبير موجود مع الناس في الفندق ده حافز كبير جدا للعيبه ان شاء الله في الخير باذن الله. انا بس عايز اقول لحضرتك ان بكره الاجتماع الثاني ان شاء الله باذن الله الساعه 12 هيحضروا عبد المحمد مدام والكابتن محمد مدام. حدث مكان لجماهير النادي الاهلي وكان اكثر مسؤولين كان يعني يكون في تاكيد كامل لوجود الجماهير في الدراجات وتم تحديد لهم مكان بالتنسيق مع السفير المصري. الامور جيده ان شاء الله باذن الله بكره يكون في مؤتمر صحفي متفتح في روح الساعه 5:30 التوقيت. ودعوات الجماهير لينا باذن الله بشكل دولي للفريق ربنا ييسر يوم الجمعه في الفريق. لا ان شاء الله خير باذن الله الكل متفائل وان شاء الله الفريق يؤدي مباراه جيده مباراه كره قدم ويعود بالبطوله الغاليه البطوله الافريقيه. استاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي بالاهرام بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهاتف من تونس للاطمئنان على احوال بعثه فريق النادي الاهلي بعد انتهاء التدريب الثاني للفريق على الملعب الفرعي في استاد رادس وخلاص العدد التنازلي وغدا التدريب ان شاء الله على الملعب الرئيس والمؤتمر الصحفي والحديث بقى عن هذه المباراه اللي هتنطلق ان شاء الله يوم الجمعه القادم. كابتن ابو مسلم يعني تعليقك على هذه التفاصيل اللي ذكرها الاستاذ الحكيم ابو علم من الاهرام ومرافق ما بعثه فريق النادي الاهلي، الحاله جيده، كارتيرون لسه هو اكيد ممكن يكون استقر على التشكيل لكن ممكن بالتاكيد مش هيتحدث مع وسائل الاعلام يقول التشكيل هيبقى شكله كذا، شايف الاجواء هناك كده بالاخبار اللي تناقلتها هناك من خلال هذا الاتصال التليفوني؟ لا هي الاجواء مطمنه طبعا مطمنه لغايه في الفتره ديت واكيد اي مدير فني محمد بيكون عامل تعتيم على الفرقه بتاعته او الشكل اللي هيلعب بيه حتى في التمرين هيعمل كده يعني هو بالذات انت تلعب نهائي خلاص فالفرقه عارفه يعني حتى لو هو قفل عارف صلاح محسن مشكلتي في صلاح محسن او مروان هو اللي يبدا فهم عارفين هم عارفين مين بالظبط فحافظين الفرقه بالظبط هم عندهم عناصر غايبه مؤثره جدا يعني لو جينا نتكلم على فرانك كوم دوت الراجل اللي في نص الملعب الاسمر دوت راجل لعيب تقيل جدا حتى المدير الفني تصريحاته ومعين الشعباني بعد ما طلع بعد الماتش في ظل الاحداث اللي كانت موجوده دي كلها بيتكلم اللي هو هيفقد عنصر كبير جدا اللي هو فرانك كوم وعندك زي شمس الدين الزوادي نفس الكلام لعيب مميز جدا
دول اللعيبه اللي مؤثره على مؤثره بالسلب كبير جدا عليه في فرقته دي كفنيات. لما جينا نتكلم الشكل العام للترجي لا مش شايفين الفرقه مش اللي تخوف ان شاء الله دي مش الفرقه اللي تخوف. احنا عندنا مثلا احمد فتحي اللي هو اللي عنده الاصابه او بيشبه ليه تواجد لا شارك بتحصل كتير جدا. النادي الاهلي بقاله فتره من زمان جدا عنده 5-6 عناصر ما بيشاركوش في افريقيا بيحصل اصابات كل ماتش بيحصل كده. فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله باللعيبه الموجوده اللي هو يعمل اداء مميز اللي متعودين عليه وان شاء الله نرجع بالبطوله. انا شايف ان شاء الله يعني في الاحداث الموجوده دي في سلبيات كتير جدا يا محمد ما كناش عايزين نتكلم فيها أكيد. اللي هي الضغط الاعلامي اللي موجود يا جماعه ده النادي الاهلي بيلعب باسم مصر فلازم المسانده كلها زي ما شفنا احنا مثلا في تونس المسانده الجماهيريه من الاتحاد التونسي اللي هو بيساند النادي الترجي التونسي عايزين برضك نفس الكلام. نادي الاتحاد امبارح الاتحاد المصري ابتدى يساند النادي الاهلي بيتكلم النادي الاهلي بنتكلم في فنيات حاجات دي كلها بره الملعب بغض النظر عن اللعيبه لازم يكون دلوقتي سبورت كلنا النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر لازم الناس كلها لو جينا نتكلم كفنيات مع احترام لاي حد الماتش اللي فات بتاع الترجي ما عملش حاجه. لو جينا نتكلم ككوره احنا بنتكلم كوره سيبك من احداث بقى مثلا الحكم الفار والاحداث اللي حصلت دي لكن كناحيه فنيه داخل الملعب الناحيه الفنيه كجوه الملعب النادي الاهلي اخطر. النادي الاهلي هو الاحسن الناس كلها شايفه الناس كلها ثابت الكلام دوت في النادي الاهلي اخطر واحسن واقوى وبيتكلموا في عنصر بره التشتيت خالص بره المجال خالص. يعني ايه حاجه ما النادي الاهلي خسر من الترجي برضك بالرامو بالهدف اللي جابه بايده ما حدش يتكلم ليه دكتوره 2011 ما حدش يتكلم ليه. احنا دلوقتي لازم نتكلم دلوقتي اللي احنا نساند دلوقتي الراجل بيلعب باسم مصر كلها فلازم الناس كلها تبقى متكاتفه اللي احنا نعمل حاجه. والنادي الاهلي قادر باللعيبه الموجوده بالجهاز الفني بجماهير وان شاء الله اللي يجي ان شاء الله يوم الجمعه يبقى مبسوطين الناس كلها تبقى مبسوطه ان شاء الله ورجعوا بالسلامه ان شاء الله. سبق ليك فزت مع الاهلي بطوله افريقيا عام 2001 وعام 2005 والسوبر الافريقي من كايزري تشيفز في بدايه عام 2006. ايه الاختلاف او ايه الحاله اللي بتبقى فيها لعيبه الاهلي في الاجواء المباريات النهائيات بالذات كمان انك لعبت قدام الترجي في 2001؟ هو انا زي ما انت بتقول كده لعبت التجربه دي لعبتها 3-4 مرات نفس الكلام مع النادي الاهلي قدام الترجي بالذات كمان هنا في استاد القاهره وتعادلنا كان 0-0 ورحنا هناك كان جون صعب جدا كنا لازم وكسبنا تعادلنا 1-1 مع الجون بتاع سيد ابو حفيظ. فانا بتكلم اللقاءات دي بتبقى كبيره النادي الاهلي لعيبه متعوده على اللقاءات ديت وعلى الحماس اللي موجود بالذات انت شايفين احنا بقالنا يومين ثلاثه شايفين الضغط الاعلامي عامل ازاي والضغط الجماهيري لما اول ما الناس نزلت المطار فالمطوشه دي لازم تبقى عايز هدوء. النادي الاهلي كبير اللعيبه مجلس اللعيبه الموجوده كبيره ليها تجربات كبيره جدا بغض النظر عن العناصر السنيه اللي هي موجوده. مثلا لو جينا نتكلم مثلا كان في وقتنا كان معانا حسام عاشور مثلا كان 20 سنه او 21 سنه بس حسام عاشور في الفتره التجريبيه الخبرات بتاعته واخد مثلا بتاع 15 بطوله 17 بطوله واخد مثلا افريقيا بتاع مثلا عاشور عنده 5 دوري ابطال افريقيا. ما انا بتكلم يعني مثلا كان معانا احنا كان واخد 2 اللي احنا كنا واخدينهم وكان لسه 20 سنه فدي كلها خبرات. فانا شايف اللعيبه الكبيره الموجوده اول حاجه في اللقاءات دي ديت لازم بتهدى خالص بالذات انت كمان عندك اللي انت كسبان هنا نتيجه يعني مطمنه نوعا ما ما اقدرش افتح الملعب كارترون قادر على كده كان مدرسه فرنسويه انا اتعاملت فيها وكنت محترف هناك راجل هيامن بشكل كويس مش هيفتح مش مفاتيح اللعب بتاعته هيقدر يقابل من نص ملعبه بالذات اول ربع ساعه محمد لو قدرت اول ربع ساعه في اللقاءات دي بتعديها بسلام. اللقاء عامه هو بتعمل ضغط عليهم جامد جدا من الجماهير بتاعتهم واللود والناس وسائل الاعلام اللي كلها عنده هيبقى عنده صربعه مش هيقدر يلعب بمستوى ثابت فانت هتستريح. فانا شايف ان شاء الله اول لقاءات دي اول ربع ساعه بتبقى المفاتيح اللعبه كلها بتبقى بدل ما انت واقف كويس عندك ارتكاز صح وعندك تقدر تعمل كام باك بسرعه وتقدر تطلع من ارتداد من الدفاع للهجوم بشكل مميز الدنيا هتبقى مختلفه ان شاء الله. طيب ليله المباراه ممكن اللعيب بيفكر في ايه؟ هل ممكن تسهر اللعيبه ممكن تتجمع وقت تتكلم في الماتش ولا كل واحد قاعد في غرفته او في اوضته مركز قافل على نفسه؟ المشهد بيبقى ازاي ليله المباراه؟ لا هو احنا ليله المباراه يعني هو مثلا النهارده ان شاء الله النهارده الاربعاء وعندنا خميس وجمعه مثلاً. فالنهارده مثلا كنا مثلا بنقعد كابتن الفرقه بيلم مثلا ما كنا احنا موجودين والنادي الاهلي لسه موجود نفس السيستم اكيد هيبقى ماشي. دي الاجيال بتسلم اجيال زي ما بيتكلم مثلا كان الكابتن هادي او كابتن وليد دلوقتي حسام عاشور هو كابتن الفرقه كان موجود حسام غالي كان نفس الكلام. فالناس بتقعد تجمع الفرقه في اوضه واحده في وقت معين نبدا بعد العشاء مثلا بنبدا نتكلم على احداث الماتش بغض النظر عن الاحداث اللي هي الاسباب بتاعه المدرب او التعليمات اللي المدرب بيقولها دي اللعيبه مع بعضيها بيتكلم مبقاش في جهاز فني خالص تتكلم ان شاء الله يا جماعه الماتش بيبقى صعب جدا عايزين اول حاجه كلنا ايد واحده كلنا روح واحده لازم نفرح الناس احنا اول ما حاجه بنتكلم في الموضوع ده بنفرح الجماهير بتاعتنا فلازم بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا اهم حاجه الناس تطلع مبسوطه. انت عندك مصر كلها يعني مش عايزين نتكلم كلها يعني 90% الناس كلها اهلاويه في النادي الاهلي يعني مصر وبره والدول الافريقيه كله بيشجع النادي الاهلي.
فعايزين نرجع مبسوطين يعني. كان حتى الله يرحمه كابتن ساوي كابتن صلاح سليم كان جانا في المره الوحيده اللي انا شفته فيها اللي هو جانا في فندق في مصر الجديده كنا بنعمل نهائي افريقيا. قال لك عايز مصر كلها عايزه تفرح، فانتوا ركزوا اللي انتوا تفرحوا الناس بس قبل ماتش سان داونز. قبل ماتش سان داونز اللي كسبناه 3-0 جه معانا على الغدا، جه يتكلم معانا النهارده ثلاث كلمات بالظبط، احنا النهارده عايزين مصر كلها تفرح مش عايزين حد يتكلم على الحكم، بس هو ده الكلمتين دول بس خلاص. فانت بتتكلم اللي هم الناس عارفه الشحن اللي فات الفتره اللي فاتت كان في شحن قوي جدا، في ضغوط على اللعيبه، بس ده بالعكس الحمد لله احنا عندنا نتيجه هنا مطمنانا، فالضغوط دي هتبقى على الفريق الثاني. هتلاقي مثلا من اول ما نزلت هم عندهم ضغط ومهزوزين، لو ان شاء الله قدرنا نجيب هدف في اول لقاء الامور هتصعب، وهتلاقي الجيم مفتوح ممكن تكسب بنتيجه كبيره جدا محدش يتخيلها، بس اول ربع ساعه ان شاء الله هتقدر تحدد الحاجات دي كلها. هيبقى واضح ليك وانت كنت لعيب وعشت المراحل ديت ان المنافس دايما بيحاول يصدر لك ازمات او قلق او توتر في موضوع حكم، في موضوع انذارات، في موضوع عوده جماهير. انت كلاعب داخل النادي الاهلي المشهد ده المنتاليتي لاعب النادي الاهلي بيفصل نفسه تماما عن كل هذه الموضوعات، القرارات الاداريه اللي ما بيكتب على السوشيال ميديا او الصحف، مركز في ال90 دقيقه. طبيعي يا محمد، انا عايز اقول لك على حاجه، هو المنافس ليه بيصدر لك الازمات دي كلها؟ عشان هو ضعيف، لا هو واثق من نفسه وهو قوي مش هيقدر يسبب لك الازمات دي كلها. هو ده كله عايز يوصل للناس في الاخر، اللي انت ما كسبتش بمجهودك او بادائك، انت كسبت بوسائل المساعده، فبيحاول يصدر لك للناس كلها اللي هو عشان ما حدش يعمل ضغط على الجهاز الفني بتاع الترجي لو موجود، او مجلس اداره النادي بتاع الترجي اللي موجود هناك، فده كله بيصدر الاعلام ان انا مظلوم. طب انت بقى كلاعب ده، انا كلاعب احنا كنادي الاهلي كمتفق كنا موجود ملاش دعوه خالص بالناحيه الاداريه خالص. احنا حتى كان موجود كان في مدير كره موجود، او في حد كابتن محمد يوسف موجود، او اي حد موجود، السياسه واحده، التروس شغاله في منظومه واحده، كل واحد بيعمل شغله، اللعيبه كلها احنا كنا بنفصل خالص، مالناش دعوه خالص بالاحداث دي خالص، والسوشيال ميديا مالناش دعوه خالص. احنا عندنا ماتش وعندنا لقاء بنتكلم احنا جوه الملعب، ما بنتكلمش في الحاجات اللي بره دي خالص. تركيزك في ال 90 دقيقه 90 دقيقه بس، والناس كلها موجوده 90 دقيقه، والناس كلها عارفه كل واحد عنده دافع، في ناس صغيره لسه ما خدتش بطوله افريقيا قبل كده وبطوله كانت غايبه كتير، فكل الناس الموجوده عندها خبرات اللي احنا نقدر بكره لازم نشتغل بشكل كويس، كلنا لازم بكره على قلب رجل واحد، لو حد اترقص لازم يكون تاني داخل وراه، فالحاجات دي كلها اللعيبه دي كلها بتنقل الخبرات دي كلها بتنقلها اللعيبه الموجوده اللي عندها خبرات. لحد صغير مثلا جينا نتكلم محمد هاني اول لقاء مثلا ما لعبش قبل كده افريقيا في نهائيات، فلما ياخد ذاكره ما تلاقي حسام عاشور بيكلمه ما تطلعش كتير في اول 10 دقائق، لازم تهدى شويه وبعد كده نطلع مع الوقت مع الماتش اعمل اللي انت عايزه. فدي كلها الناس اللي عندها خبرات بتقدر تلم اللعيبه في وقت زي. طيب لو بعد الكلام على مباراه الاياب اللي ان شاء الله يوم الجمعه، وتعمل معيار او مقياس بما ظهرت بيه نتيجه مباراه الذهاب او الاداء الفني للفريقين، مباراه الذهاب شفتها ازاي؟ والمقياس اللي هتقول بيه ماتش العوده ممكن يتلعب ازاي؟ انا جبت مباراه الذهاب لو جينا نتكلم فيها في كفنيات الترجي ما عملش حاجه، ما عندوش عنصر مؤثر يعني، ما عندوش لعيب اللي هو الفز قوي اللي هو نتكلم عليه، اللي هم عنصرين اللي هم غابوا عنه اللي هو موجود مثلا لو جينا نتكلم على كوم، هو الراجل موجود، وكوم ده كان بيلعب ايه؟ فرانك كوم ده كان بيلعب ايه؟ الراجل كان بيلعب في نص ملعب مدافع، فالراجل كان بيأمنه في الحته ديت. احنا من اول لقاء من اول الدقيقه 5 لقينا المدير الفني بيعترض على فاول من ناحيه اليمين، يعني لومانيش اول كوره بيعترض عليها فاول، فده يبين لك اللي هو الضعف والخوف والحته النفسيه اللي احنا لازم نتكلم عليها، اللي هو نفسيا خايف اللي هو من النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي هيكسبه، عارف النادي الاهلي نادي القرن، فهو بيحاول يشتتك بيطلعك باي وسيله من وسائل جوه الجيم. فاحنا عايزين بس ندي نصيحه للعيبه جوه النادي الاهلي، لازم يهدوا خالص، لازم يكون عندهم هدوء في الماتش دوت، لازم هيبقى فيه توترات وهيفضل هيبقى فيه شد وهيبقى فيه حاجات خارجيه عشان هم عايزين واحد يطرد او هيعملوا ضغط من دلوقتي وسائل الاعلام هناك على الحكم المباراه اللي احنا اتظلمنا، ولازم ياخد الحكم مش عارفين مين اللي هيبقى موجود. فوسائل الاعلام هم عندهم ميزه محمد اللي هم وصلوا لكل وسائل الاعلام في وقت قياسي، ليه بقى؟ عشان عندهم عنصر اللغه الفرنساوي، فبيقدروا يتكلموا بره، فوسائل الاعلام بينقلوا الصوره بسرعه، فمثلا بيدي اي ملخص بيديه لكل المحطات الرياضيه، فقدر يعمل ضغط كويس على الاتحاد الافريقي وعلى الناس الموجوده. فاحنا عايزين نوصل الموضوع ان شاء الله، نركز في الملعب، نسيب الحاجات اللي هي مثلا فيها مضايقات كشمال افريقيا، عندهم الهدوء وبلغه الكوره كده اللي هو ممكن ينرفزك ويزقك ويقدر يضرب فيك من غير كوره، عايزين نخلي الحاجات دي يكون عندنا طله بال شويه. بس اقول لك على حاجه، بالعكس انت المفروض رايح مش متوتر مش قلقان، مش بتكلم علينا. ما انا فاهم، انا بتكلم عليهم هم بس أوه. الفكره ان النادي الاهلي رايح فجعبته 3 اهداف، دخل مرمانا هدف، بس هو الفريق الثاني عايز يجيب هدفين مستعجل، انت عندك خبرات داخل الفرقه، عندك محمد الشناوي لاعب كاس عالم، عندك وليد سليمان، عندك حسام عاشور ازاي تقدر تستفيد بعنصر الخبره داخل الفريق، وعندك عنصر خبره ما اقدرش انساه الجهاز الفني،
مدير فني باتريس كالتيرون خد البطوله الافريقيه مع مازيمبي. كابتن محمد يوسف خد كابتن محمد يوسف خد بطولتين إيه؟ كان مره مع كابتن حسام البدري عام 2012 وبعد كده كان مدير فني عام 2013 في بطوله كانت الاصعب. فعنصر الخبره بالنسبه لك ممكن يرجح الكفه للاهلي على الترجي؟ ده اكيد ده 1000%. ما احنا بنتكلم في خبرات ليه؟ الخبرات دي هي البطولات دي كلها اللي بتعمل لها خبرات، اللي بتخلي مثلا كابتن فرقه زي حسام عاشور سنه صغير، مثلا حسام عاشور دخل 28 سنه او 29 سنه وحسام عاشور واخد لو جينا نتكلم رقم قياسي من البطولات. فعنصر عنصر يعني الخبرات دي كلها دي اللي بتنقلها جوه الملعب، ودي الميزه الموجوده في النادي الاهلي. لما كنت انت اي حد جاي جديد يقول لك انا مش غريب، بتخش بتنقله الخبرات دي كلها. اي حد لما يكون جاي من اي نادي يخش جوه النادي الاهلي بيبقى عنده روح الفانيلا، بيقدر يموت نفسه، بيقدر عنده الدافع. فالخبرات دي هي اللي بتفرق. الترجي انا شايف الترجي اصلا هو قبل ما يجي هو نفسيا هو مهزوم نفسيا، هو في النادي الاهلي نفسي اللي هو في العلم الرياضي النفسي هو نازل خسران، يعني هو نازل خسران فبيحاول يصدر لك مشاكل. فانا بتكلم هو هيبقى عليه الضغط اكتر لما انت تتكلم كده. احنا رايحين الحمد لله الدنيا كويسه مبسوطين، الاداء يطمن لحد نوعا ما باللعيبه الموجوده، الفرقه مكتمله ما عندناش مشاكل. بس هو بس مش مكتمله قوي، هو بس انا جينا نتكلم فتحي عنصر كبير ولعيب خبره. بس يعني انا شايف محمد هاني ماشي مستواه كويس، هو مش مقارنه بالاساسي والاحتياطي، والاهلي فعلا بمال حضر. ويمكن نركز على نقطه، يمكن في بطوله 2001 ويمكن نعدي مثل عليها، انتوا عملتوا انجاز كبير جدا لان انتوا اول جيل قدر يكسر عقده الترجي في تونس، وكنا اعمار سننا كنت لسه اعمار سنيه صغيره، كنت جاي من بطوله الارجنتين في كاس العالم مركز ثالث. 18 سنه صح؟ طبعا كنا 18 سنه، وكانت النادي الاهلي كان بقاله كتير، البطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي بقالها كتير جدا. كان اكبر ناس فينا كان سيد ابو حفيظ، محمد فاروق، خالد بيبو، علي ماهر، كابتن وليد، هادي خشبه، الناس دي هي اللي كانت موجوده. كان معانا اربعه ولا خمسه بس من الفرقه دي كلها. والفرقه كان لسه وائل جمعه منضم حديثا للاهلي، كان لسه وائل وكنت انا لسه راجعين، وكان بيلعب مثلا الناحيه الثانيه ابو المجد مصطفى، شيتوس كان موجود في نص الملعب، حسام غالي، انا كنت موجود. فكان في يعني ست سبع مقام الاساسي الموجود في الفرقه كلهم صغيرين، واول مره كنا نلعب عندنا عمرنا 12 سنه قدام 60,000 و70,000 في استاد القاهره. استاد انا في استاد القاهره كان مقفول، فكانت الموضوع بالنسبه لنا صعب. حتى كان ساعتها معانا مستر مانويل، انا فاكر له حاجه مميزه جدا اللي هو قال لك قبل الماتش انزل الملعب، شوف يعني انزل الملعب، انزل شوف الاجواء ازاي. عشان هو خلانا ننزل كده ليه بقى يا محمد؟ عشان الصدمه الاولانيه تاخدها. ما دي خبرات المدرب اللي هو بينقلها للعيبه الموجوده. اول حاجه لما تنزل وانت لسه ما سخنتش هتاخد الصدمه دي كلها، هيبقى الموضوع عادي، هتاخد مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعه الاولانيه دي شايف الشكل عامل ازاي. غير لما تنزل وانت بدايه اللقاء بتشوف مثلا بتبقى مثلا بلعب على خط او جنب من الجناب، بتلاقي مثلا الكم ده كله وكره تطلع بره الاوت، حد يقول لك فالموضوع بياخد وقت معاك شويه، ممكن يعمل لك في الوقت ده واحنا صغيرين ممكن يعمل لك عدم ثقه، اللي يعمل يسبب لك ثقه. فالراجل كان عنده الخبرات اللي هو يقدر ينهلها لك بسرعه. يعني احنا حتى دي البطوله الغاليه اللي احنا كنا بقالنا كتير جدا ما خدناهاش، دي الثانيه. يعني اللي قبليها كانت بقالها كتير جدا ما جاتش، بقالها بتاع خمس ست سنين كان النادي الاهلي ما كانش مشترك في البطولات دي. فكانت عندنا 2001 فعلا كان اخر بطوله سنه 87. ما بقول لك كانت حتى كلنا كان الراجل كان مبسوط جدا، وكنا احنا في دوري الابطال تحديدا، لان في كاس الكوس خدنا سنه 93. ما انا بقول لحضرتك كان بقالنا كتير جدا مسافه كبيره جدا، وكانت دي البطوله كانت الاغلى لينا، ودي كانت اول حاجه الانطلاقه بتاعتنا. بعديها خدنا السوبر كازر تشيفز كسبناه هنا. بعد كده من الخبرات بقى اتنقلت بقى من الوقت ده اللي احنا مثلا جايين عندنا 18 سنه، لما تاخد مثلا ثلاث بطولات في وقت قياسي شهرين ثلاث شهور، لا الموضوع مختلف. الموضوع مختلف بكتير يعني. طيب انا كنت اتكلم على الغيابات او العناصر اللي مش موجوده، يمكن الثلاثي الاجنبي اللي في الاهلي اللي لهم تاثير كبير جدا، علي معلول، وليد ازارو، جونيور اجاييه، ونضيف عليهم كمان احمد فتحي. احمد فتحي مكان لو انت مكان كارتيرون تتعامل ازاي مع الموقف ده في مباراه العوده؟ وانت عندك بنك على الدكه جيد جدا، يعني بنك الاحتياطي فيه لعيبه مميزه ويقدروا يأدوا، وشفنا محمد هاني لما نزل بعد اول 20 دقيقه في الشوط الاولاني ظهر بشكل جيد مكان احمد فتحي. ما احنا ما عندناش خوف خالص، النادي الاهلي عنده فرقتين لعيبه خبرات موجوده. لو مثلا شلنا عندنا لعيبه الثلاثي اللي هو المحترف طبعا نجونا ازارو لعيب مميز جدا، محطه كبيره جدا، اعتماد كبير من النادي الاهلي عليه كراجل هداف دوري، خد من الخبرات الفتره اللي فاتت قدر يخش في المنظومه بسرعه جدا،
بعد الانتقادات اللي كانت قبل كده. الراجل بقى تبقى نمره واحد هداف الدوري السنه اللي فاتت، حتى الخصم بتاعك خايف منه، والدليل على كده اللي هو فضل الفتره اللي فاتت عايز يعمل اي حاجه عشان يوقف خطوره ازارو. انا عايز اقول لك على حاجه، ازارو من اقوى راسات حربه الفتره اللي فاتت في بطوله افريقيا. لو جينا نتكلم تحركات وسرعات والارتداد بتاعه والسبرنتات وبيفتح من الملعب عشان حد يطلع يلعب في خط الهجوم، ازارو عامل حاجه الشكل دوت. يعني الماتش اللي فات بغض النظر عن ضربات الجزاء هو كان تعب خط الترجي. يعني خط الترجي عنده خط الدفاع عنده مشكله البطء كبيره جدا، يعني البطء عندهم الارتداد ضعيف جدا. ازارو كان محطه بيجري سبرنتات كتير، والدليل على كده عندك وليد سليمان كان راح عشان وليد سليمان عنده الستارت والسبرنت بتاعه سريع جدا فكان عامل لهم مشاكل. فاحنا بنتكلم هو الراجل عايز عنده كان عنده مشاكل كتير في خط الدفاع. عندنا غيابات كتير مفيش مشكله، بس انا شايف زي ما انت قلت محمد هاني لعيب مميز رجله في الملعب، لعيب صغير ده خبره وده ان شاء الله ده المستقبل النادي الاهلي. محمد هاني لعيب مميز. فلو جينا نتكلم علي معلول برضك، ايمن اشرف الحمد لله ماشي بمستوى كويس، لو جينا مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي ابتدى يثبت اقدامه وابتدى يركز بشكل كويس مميز. نتكلم على اغيب من زمان وهو غايب، فشايف ان شاء الله الحمد لله. يعني انا وخلي بالك يا محمد اللي بنتكلم فيها الظروف ديت كلها كانت في النادي الاهلي كتير الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي كان عنده راجل كان بيعمل روتيشن، فكنت بتلاقي مثلا خمس ست لعيبه مش موجودين، ثلاث اربع لعيبه مش موجودين ولعيبه مؤثره. النادي الاهلي زي ما احنا بنقول الاهلي بمن حضر، ان اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي هيأدي بالنادي الاهلي هيأدي، وعارف قيمه الفانيله وعارف الجماهير مستنيه ايه وعارف عايز يفرح الناس ازاي. فان شاء الله ما عندناش خوف. يعني عارف اللي بيديني تفاؤل في البطوله ديت تحديدا مرينا بنفس الظروف. يعني اتذكر مباراه النجم الساحلي مباراه النهائي عام 2007 لما يعني التحكيم الافريقي ليه دور نبعد محمد بركات عن مباراه العوده. الاهلي وجد البديل حتى رغم ان هو خسر بفعل فاعل في مباراه النجم الساحلي مع العرجون، لكن قدر ان الاهلي يلعب مباراه عاليه على النجم الساحلي. 2012 اهم اثنين لاعبين في البطولات الافريقيه تريكا وبركات كانوا على الدكه، والاهلي استطاع من خلال عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد ناجي جد والسيد حمدي ان يعمل مباراه كبيره جدا. فممكن غياب ازارو ايضا، عندك صلاح محسن مروان محسن، يعني الاهلي بمن حضر المقوله ثابته في بطولات كثيره وعندنا امثله كبيره. لعيب على مدار البطوله الافريقيه له دور كبير جدا، غيابه عن الفاينل لكن مع ذلك وجدت البديل وظهرت بشكل كويس. هو ده النادي الاهلي يا محمد. النادي الاهلي عندك اللعيب اي حد بيجي له فرصه لازم بيمسكها. النادي الاهلي غير اي نادي في بره في افريقيا او في اي حاجه. النادي الاهلي كيان كبير، النادي الاهلي بيقدر عنده البديل، عارف لما ياخد الفرصه مش عايش تقدر تاخدها تاني، ده فرصه بتجي لك. والنادي الاهلي اللي بيجي لك ماتش زي كده ممكن ما كنتش بتلعب طول الموسم وتلعب الماتش دوت تبقى انت نجم الفتره دي كلها. فانا بكلمك النادي الاهلي اللعيبه كلها عندها حماس، عندنا روح الفانيلا. اي حد لو خلاص، وعايز اقول لك على حاجه بقى نقطه مهمه جدا يا محمد، النادي الاهلي لما بيقرب بطولات افريقيا كل الخصم اي خصم قدامه بيضعف بيبقى عارف خلاص النادي الاهلي خلاص ان شاء الله واخد البطوله. فاي حتى اي فرقه يعني كمان احنا كنا خايفين من التجربه ديت لما لعبنا الترجي هنا. حتى انا كان ليا تصريح من ضمن التصريحات اللي انا قلت لازم نخلص الماتش من هنا لسه من اسبوع حتى على موقع رياضي، لازم نخلص الماتش من القاهره عشان عارف الاحداث اللي بتحصل في تونس. تونس بتحصل احداث، هم اشقانا وكل حاجه بس في الرياضه هم مشدودين جدا بيقدروا يشحنوا اللعيبه. بص هي الحاله يعني عشان ما اعممهاش، هي الحاله مختلفه المره دي شويه نتيجه ان هم تعرضوا لظلم تحكيمي، لكن عارف يعني في 2012 انت لعبت مباراه كبيره وكسبت وصفق يعني لما احنا خلي بالك كنا بنتعرض برضه لا رئيس الجمهوريه التونسي يعني استقبلك ثاني يوم وكان في تهنئه من رئيس الجمهوريه التونسي والناس كانت مبسوطه. ممكن الوضع شويه مختلف المره دي، هم عندهم احتفال بالمئويه، الاعلام هناك كان ليه دور يعني ما كانش على المستوى المطلوب. الاعلام مش هنا محمد بس، الاعلام مش هنا يعني العلاقات بين الناديين تحديدا يا كابتن مسلم بامانه، العلاقات بين الناديين متميزه جدا ولسه بنراهن عليها ان هي مباراه كره قدم ان شاء الله يوم الجمعه الجاي. طبيعي احنا بنتكلم علاقات كترجي والنادي الاهلي، لا علاقات كبيره جدا. النادي الاهلي علاقته مع جميع الانديه في افريقيا في شمال افريقيا او في افريقيا عامه مميزه مفيش اي حاجه. بس احنا بنتكلم الحكم، احنا عنصر مع عنصر اللعبه، احنا مش مسؤولين. هو الحكم شايف وانا شايفين ضربات الجزاء ما فيهاش كلام، بس انا بتكلم اللي احنا السبورت اللي هنا الموجود في مصر اللي هو بيصدر المشاكل النادي الاهلي وعمال ينقل الصوره بره. لا يا جماعه ما ينفعش كلها. ده احنا بعد ما خلصنا ماتش ثاني يوم ما حدش اتكلم ليه ما انرموا دخل حط الكره بايده في نهائي افريقيا وخسرنا بطوله. ما حدش اتكلم ليه؟ ما حدش عمل سبورت ليه واتكلم فيه؟ طب ما لاحظتش ان دي ميزه جوه صفوف فريق الاهلي؟ ما حدش اتكلم على الامور دي كلها وقفل على الفرقه، منع التصريحات الاعلاميه، الفرقه مركزه في الماتش. دافع ايجابي ان انت رغم ان ممكن حد يطلع لك امور إيه سلبيه او حاجه داخل الماتش، ما حدش اتكلم مثلا عن قدره الاهلي ان هو قدر يجيب ثلاثه اهداف، عنده قدره داخل الملعب في الاستحواذ في التمرير الطولي، دخلوا في امور ثانيه ممكن ده كان ياثر على فرقتك، لكن مع ذلك الجهاز الفني في النادي الاهلي اتعامل مع الامر ده بشيء مختلف تماما، ما راحش مع السكه ديت وقفل على الفرقه
محمد يوسف والجهاز المعاون الكل راح في سكه ان هو عندنا 90 دقيقه. ممكن الامور دي حتى لو احنا بنناقشها في الاعلام، لكن الميزه الايجابيه في داخل الاهلي ان قافل على المسائل دي، مركز في الماتش بس. طبيعي، ده النادي الاهلي يا محمد، النادي الاهلي انت بتخلص شغلك خليك في شغلك، والامور اللي بره دي خارجيه دي كلها سيبها. عندك 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 اداره نادي قويه جدا تقدر تجيب حق النادي، عندك جماهير النادي الاهلي موجوده هي حماه في اي وقت، الحاجات دي كلها انت بتسيبها، انت بتعمل شغلك جوه الملعب، والحاجات الخارجيه دي كلها في ناس موجوده، في سبورت كبير جدا موجوده من كشعب المصري او الوسائل الاعلام الموجوده في النادي الاهلي اللي هي موجوده مع النادي الاهلي. فانت النادي الاهلي مش محتاج مساعده من حد يا محمد، النادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن. جينا نتكلم على البطولات، النادي الاهلي نادي كبير، فما ينفعش حتى حد يحاول يشتت تركيز جماهيره اللي بره، اللي هو مثلا ان شاء الله عارف ان شاء الله ان شاء الله التاسعه البطوله ان شاء الله بنقول ان شاء الله يوم الجمعه تبقى التاسعه، فما حاولش حد يشتت في التاريخ او حاول حد يجيب عنصر تاني يخرج اللي انتوا خدتوا مثلا خدتوا البطوله بشكل مش سليم. لا، ما الفتره اللي قبل كده كنا بنظلم الاهلي، كان بالظلم ظلم باين ما كانش حد بيتكلم، فاحنا بنتكلم لا، النادي الاهلي رجاله مركزه ان شاء الله، والمجلس اداره كله موجود هناك او اللي زي ما احنا شفنا في وسائل الاعلام، واللعيبه كلها مركزه ان شاء الله. اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي، اي 11 راجل ان شاء الله البطوله ان شاء الله هيجيبوها باذن الله. طيب لو هتكلم بقى على الشغل الفني اكتر داخل الفرقه، تلعب بنفس التشكيل اللي ختمت بيه مباراه الذهاب، ولا ممكن حسب مجريات المباراه هناك والترتيبات والشكل الفني للمباراه هناك تغير في عنصر او اتنين، مع الوضع في الاعتبار ان خلاص في تغيير اساسي اكيد مكان وليد ازار؟ لا، انا شايف الراجل كان مدرسه فرنسويه كمان، الراجل موجود كارتيرون ما مش هيغير كتير في التشكيل، وما ينفعش يا محمد تغير في النهائيات زي كده. يعني انا ماتش نهائي افريقيا خلاص ما ينفعش اغير فيه خالص، اغير العنصر مثلا مصاب زي ما احنا بنتكلم لو كان احمد فتحي محمد هاني موجود، اللي هي الاختلاف كله راجل وجهه نظره، واحنا بنتكلم من هنا، احنا مش شايفين الحاله الموجود فيها مروان محسن عامل ايه، او صلاح نفس الكلام، او صلاح نفس الكلام، لسه مش عارفين. هو الراجل الادرى باللعيبه اللي عنده، انا شايف التشكيل هيبقى هو نفس الكلام. لو جينا نتكلم هو الشناوي برضك نفس الكلام هيلعب، انا هو اللي هيبدا اللقاء. عندك كوليباري، عندك محمد هاني، عندك سعد سمير، عندك اشرف، ايمن اشرف في نص الملعب برضك، هيبقى عاشور، هيبقى السوليه، هيبقى وليد سليمان، هيبقى الناحيه الثانيه هيبقى حمودي ولا ميدو جابر؟ لا، هيلعب حمودي زي ما هو، الراجل عنده ثقه كبيره جدا في حمودي، شايفين الفتره اللي فاتت بياخد لقاءات، وحمودي على فكره من الماتش اللي فات من اللعيبه المميزه جدا، عملت اداء كويس جدا. لو جينا نتكلم كتكتيك جوه الملعب او فنيات، حمودي عمل شغل الماتش اللي فات شغل هايل صراحه، الجول الاولاني بتاع ضربه الجزاء حمودي اللي عاملها، فحمودي من عمل السرو اللي هو الميس باص اللي هو الراجل اللي عمل ضربه الجزاء، فحمودي الفتره دي ماشي بمستوى كويس. الاختلاف بس يا اما يلعب صلاح محسن يا اما يلعب مروان. طب ممكن يفاجئك، شايف ايه طيب؟ لا انا شايف ان هو سؤالي كان هيبقى مختلف خالص. انا شايف كوجهه نظره هو كدماغه وهو بيفكر ازاي هيلعب مروان محسن. ليه بقى؟ مروان بقى له موجود في منتخب مصر، عنده خبرات كبيره الفتره اللي فاتت كان بيلعب فيها. صلاح لعيب مميز جدا وعنده سرعات وعنده قوه، بس ممكن اللقاءات دي ما لعبش فيها قبل كده، يعني الاجواء اللي كانت موجوده والضغط الجماهيري والاستاد بيبقى مقفول كده ما لعبش فيه قبل كده. طيب ممكن ما يفاجئش الكل الترجي وحتى احنا والاعلام والجماهير ما يبداش لا بصلاح ولا بمروان ويملى منطقه نص الملعب ويشتغل على السرعات اللي هتيجي من وسط الملعب، عندك سرعات مثلا وليد سليمان، سرعات مثلا اسلام محارب، ممكن تشتغل على الجزئيه دي مثلا باس بيني مثلا ما بين عمرو السوليه، تملى منطقه وسط الملعب وتلعب على السرعات على الاطراف بحيث ان الترجي كمان هيكون ضاغط وفاتح مساحات كبيره ورا، ويبقى عندك دكه بدلاء قويه تقدر تغير فيها وقت ما انت عايز. لا هو الراجل مش الفكره دي ممكن تكون متاحه برضو ولا لا؟ صعب جدا، صعب جدا لسبب، هو الراجل عارف كارتيرون عارف اللي احنا انت مش هتلعب ترجي بس، انت هتلعب وسائل مساعده كتير عشان تبقى انت، عشان احنا بنتكلم بالصراحه هتلاقي وسائل مساعده كتيره جدا هناك موجوده، وفي اوبشنات كتير جدا هتبقى موجوده، فانا بتكلم كاحنا في الملعب الراجل مش هيخاطر، الراجل هيبقى موجود نفس فرقته نفس التشكيل هيلعب، لازم يكون صلاح لما مروان لازم حد يلعب، ليه؟ لازم يعمل لك محطه. صلاح عنده السرعه بيقدر يعمل سبرنتات، ممكن عنده خط الظهر الترجي ضعيف شويه، الارتداد بتاعه ضعيف مش قوي، هو عنده سرعات وعنده عنصر الشباب فممكن يتفوق عليهم، بس لما يبدا اللقاء اللقاءات دي قبل كده ما لعبهاش نهائيات افريقيا والبطولات الحاجات دي كلها ما لعبهاش، والضغط الجماهيري ما لعبوش، مروان اتحط في الحاجات دي ولعب
ولعبه كان موجود ولعب بطولات ولعب مع المنتخب ولعب في كاس العالم، فالحاجات دي كلها لا مرت عليه، فممكن يلعب بمروان قوي وعنده السرعه وعنده التحمل، ممكن يقف على الكوره عشان يوفر لك الضغط الموجود. ما راس حربه لازم يا محمد بيوقف على الكوره ياخد لك، لو الناس كلها مضغوطه لازم يقف ياخد فاول قبل ما الناس تاخد نفسها، فده راس حربه. واي اشتراك من اليمين والشمال بالذات، انت كمان عندك عنصرين اقوياء جدا في نص الملعب، انت عندك حسام عاشور وعمرو السوليه، هم التمركز في نص الملعب بالذات الفتره اللي فاتت احنا شفنا كمان السوليه بيزيد شويه، خد عنصر الهجوم شويه فمعليه، فما شاء الله دلوقتي بقى السوليه من عنده الخبرات بقى قويه جدا، دلوقتي بيقدر يجيب اهداف. فاحنا بنتكلم عندك نص ملعب انت مأمنه كويس بحسام عاشور وعمرو السوليه، عندك السرعات حمودي عنده السرعه وعنده القوه بيقدر يترد كويس، عندك الناحيه الثانيه وليد سليمان احسن لعيب، احسن لعيب موجود في الدوري المصري وفي مصر كلها دلوقتي، وعنده من الخبرات اللي هو بيقدر يقف امتى بيقدر يتحرك امتى، فانت عندك نص ملعب ما عندكش مشكله. انا شايف ان النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص في الرصاصات حربه الموجوده، بس هي طريقه اللعب اللي الراجل هيقدر اول ربع ساعه هيقدر يهدي الشغل، يعني هيقدر اللعب شويه مش هيقدر يبقى عنده اندفاع، بالذات انت كمان النتيجه اللي عندك هنا مميزه بتعمل نتيجه ايجابيه في مصر، فمش هيقدر يفتح الملعب بشكل كبير. هو العكس، الخصم هو اللي هيقدر يفتح المساحات، فعندك حمودي سريع ممكن يروح بالكره، وليد سليمان ممكن يروح يعمل خطوره عليهم، فعندك انت العناصر دي كلها. هو عنده معادله صعبه، عايز يجيب هدفين وما يدخلش مرمى اي هدف، معادله صعبه في مباراه نهائي قدام فريق كبير زي النادي الاهلي. ما بقول لك ما هو مستحيل، هو عنده، ما انا بقول لك في وسائل مساعده هتبقى كتير، انت مش بتتكلم، احنا ما نعرفش مثلا مع احنا بنثق في التحكيم وكل حاجه، بس الفتره اللي فاتت والضغط والبريس المعمول ممكن تلاقي اي حد جاي مهزوز، يعني بالذات حكام الافارقه كلها، انا كنت عملت معاهم كمنتخب والنادي الاهلي والحاجات دي كلها، احنا كان في حكم مثلا كنا بنلعب بره في افريقيا، الحكم مستني حد يقع عشان يحسب ضربه جزاء، يعني من على بعد، يعني حتى لو رمى نفسه كده عايز يحسب ضربه جزاء، فاحنا عايزين نوصل الموضوع اللي احنا بنقابل من بره، بنقفل مساحات شويه زي ما النادي شغال بالظبط، ونستغل عنصر السرعات. سهل المباراه دي عليها سبوت كبير جدا، اعتقد مش اي حكم هيغير باسمه وتاريخه في التوقيت ده ونهائي افريقيا بعد احداث المباراه الاولى وما قيل حولها، اعتقد هيبقى التحكيم في الدور ده في الماتش ده تحديدا هيبقى ظاهر بشكل جيد جدا، لان خلاص انت وصلت لمرحله انت بتتكلم عن سمعه التحكيم في القاره الافريقيه، فبالتالي انا اثق جدا الحكم في هذه المباراه هيعطي كل واحد حقه في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه كره قدم، انا برا ان هي ان شاء الله هتكون مباراه كره قدم. كابتن رامي سلام، طبعا اكيد طبعا، بس انا مش بنتكلم، انا بتكلم على التحكيم ممكن يبقى موجود الفتره اللي فاتت، الاحداث اللي اتصدرت والمونتاج والحاجات اللي راحت تاثير على الحاجات على فدي كلها، انت لما بتيجي حد بتشوف فرقه اتظلمت ودي نهائي افريقيا، فمثلا يكون فيها او في كره اوفسايد فيها شك ممكن بتمشيها كعنصر بشري بتمشيها، انت فاهم ازاي؟ بالذات بقى احنا ما بنعرفش، يعني احنا بنثق فيهم وكل حاجه، بس احنا بنتكلم على لينا احنا، يعني بنتكلم احنا اللي يهمنا اللي هو النادي الاهلي ما يقفش على اوفسايد كتير، اللعيبه يخلي باله عشان ممكن حاجات زي كده بتمشي، ممكن الفاولات بتحسب عكسيه، ممكن اول ربع ساعه لو حكم ممكن يلجمك شويه بلغه الكوره اللي هو اي حاجه يروح مديك انذار وبعد كده يروح داخل مدخلك تاني مديك طرد، فالحاجات دي كلها اللعيبه عندها خبرات وعندها جهاز فني متميز وعنده الخبرات، زي ما احنا قلنا كارتيرون راجل خد بطوله مع مازيمبي وكابتن محمد يوسف نفس الكلام، فهنقل الخبرات دي كلها اللي احنا نحاول نقلل اخطائنا عشان اي خطا هي بالفعل هي عوامل نفسيه، المنافس بيلعب على اي عنصر من عناصر اللعب عشان يكسب قدر الامكان الفرصه وهو يعمل عقده. طيب انا عايز اسالك على نقطه، انت احترفت في فتره في ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، المدرسه الفرنسيه كارتيرون مثلا في مباراه نهائي، هل المدرسه الفرنسيه بتميل اكتر للدفاع واللعب على المرتدات، ولا المدرسه الفرنسيه بتميل اكتر للاستحواذ والكرات الطوليه؟ شايف وجهه النظر ازاي في الموضوع ده تحديدا؟ هو انا عاصرت كذا مدرب، يعني جامبيا بابان اللي هو بابان اللاعب المشهور بتاع فرنسا راس حربه، كان بيلعبنا اللعب المفتوح اللي هو اللعب السهل اللي هي الثلاث، بنطلع مجاميع بنطلع بنقدر نعمل السورو باص، بيعتمد على الخط النص بيكون قوي جدا مع الارتداد اللي هم راسين حربه يكون عندنا اقوياء شويه، ما بيهتمش بالاستحواذ قوي، بس انت بتتكلم الخامات اللي عنده موجوده ايه كارترون خلي بالك كريم، لما تلعب في اوروبا محمد قصدي لما تلعب في اوروبا غير لما تلعب في افريقيا، اوروبا الخصم بيلعبك جيم مفتوح، فانت بتقدر تعمل اللي انت عايزه، يعني بتقدر تعمل نفس الشغل بتاعك، امال هنا كارترول لعب في افريقيا وعارف افريقيا عامله ازاي وعارف اللعيب الافريقي بيتعامل ازاي، بيقدر العنصر الاكل بتاعه ازاي والشرب بتاعه ازاي والفنيات بتاعته ازاي والاحداث بتاعت افريقيا السفر بتاعته مسافات قد ايه، فالراجل عارف القماشه اللي عنده فهيقدر يشتغل عليها، يعني عارف اللعيب والاجواء، لو جاي حد من اوروبا هيتعب اول سنه، يعني جينا مثلا بنتكلم كاول سنه مانويل جوزيه مثلا لما جانا من البرتغال اول سنه مع اننا خدنا بطوله افريقيا بس خد، يعني كان بيدرس الطبيعه بشكل طبيعه بشكل جد، ما احنا مثلا بناخد محمد 20 ساعه سفر، يعني 20 ساعه سفر غير الاحداث دلوقتي اتغيرت، يعني مثلا دلوقتي بقى في طيران خاص في سبونسر بيجيب لك ووفر لك الحاجات دي كلها، كنا بناخد مثلا من زيمبيا 20 ساعه سفر،
نفضل ننزل كينيا ونغير والحاجات دي كلها. طب ما اللعيبه دي كلها بتتكسر انت فاهم ازاي، الحمل والعضلات والحاجات دي كلها بتتغير اكيد. فانا شايف الراجل، لا الراجل المدرسه الفرنسويه عنده اتزان بين الدفاع والهجوم. الماتش دوت مش ما عندوش مجازفه 1%، مش هيجازف، هيلعب بنفس الشكل بتاعه. مع الارتداد انت عندك العناصر، عندك الادوات، عندك وليد سليمان بنستغل روحه العاليه واحسن لعيب في الدوري المصري وفي مصر كلها دلوقتي. نقدر نستغل وليد ما شاء الله بيقدر يعمل الحاجات دي كلها في فرقات، وكان ليه تجربه قبل كده في في في, في الترجي برضك لما جاب الهدف في 2012. نستغل حاله وليد، نستغل حمودي بسرعاته وجاي من تحت، فعندنا الادوات دي، فان شاء الله ما فيش مشكله من الحاجات دي. مين ابرز لاعب في الترجي اللي ممكن تعمل له حساب مع الوضع في الاعتبار؟ خلاص يعني في اثنين لعيبه مميزه واساسيين خلال الفتره الاخيره، شمس الدين الزوادي في مركز قلب الدفاع وفرانكوم لاعب خط الوسط. بخلاف الاثنين، مين اللاعب اللي انت ممكن تعمل له الف حساب او تركز عليه وانت تنزل تلعب الماتش؟ لا انا شفت الفرقه مش مثلا زي ما احنا كنا زمان كنا بنلعب في الترجي، كان عندك رياض الجعيدي كان بيلعب، وعندك بعزيزي، وكان عندك رايتون، وعندك لايتون، وعندك طارق ثابت اللي هو الباك رايت كان بيلعب عليا وانا كنت صغير يعني، الراجل كان بيلعب وكان ما شاء الله حاجه. فالترجي انت احنا حافظين اساميهم من دلوقتي. انا شايف ما عشان كده بقول لك ما نقلقش، الفرقه مش اللي هي مش زي الترجي اللي قبل كده. يعني الترجي اللي قبل كده كان عنده فرقه انت حافظها، ال 11 لعيب انت حافظهم. دلوقتي انا شايف لعيب ما فيش حد مميز فيه اللي قلت لك، الراجل المحترف اللي هو فرانك كوم، هو ده الراجل اللي بيقدر يعمل الشغل كله، اللي هو الراجل لو كان موجود كان هيتعبنا. الراجل ده قوي جدا، بيقدر يقف في نص ملعب بشكل متميز وبيكمل وبيكمل بيكمل في الهجوم بشكل جيد جدا، وده عمل النقطه دي في ماتش اول اغسطس. ما انا بقول لك راجل مميز جدا، راجل عنده الامكانيات، راجل بلغه الكوره، عنده الخبرات، بيقدر يقف في وقت امتى، بيقدر يعمل تاكلنج امتى، بيقدر يتحرك. فهو ده اللعيب اللي كان نقدر، ده اللي كان نافت نظري. حتى مصر كلها شافت فرانكوم قالت لك ده حاجه ما يعني حاجه كبيره جدا، حاجه من اللعيبه المميزه جدا. انا شايف فرقه الترجي ما خافش منها في حاجه، انا شايف لعيبه فرقه عاديه جدا. عندهم توتر زي ما قلنا، اللي عندهم التوتر هيبقى عندهم توتر هيزيد كمان في اللقاء اللي هناك، بالذات جماهيرهم هتبقى موجوده، والوسائل الاعلام الفتره اللي فاتت نفس الكلام، عايز يكسب وعايز اول لقاء هيبختك عايز يجيب حاجه، فهيكون عنده مشاكل في الخطوط الدفاعيه، عنده يبقى عنده مشاكل كبيره جدا. فشايف الفرقه عاديه، فرقه عاديه ما نخافش منها خالص يعني. ممكن يغير خطه اللعب وطريقه اللعب، يعني غياب شمس الدين الزوازي هيرجع ليعقوب يحط خط الدفاع بجوار خليل شمام، لكن غياب فرانكوم تحديدا ممكن ياخد لعيب من خط الوسط الامامي مثلا زي سعد بكير او اي لاعب من اللي قدام يحطه ديفندر جنب كوليبالي، خاصه ان كوليبالي في الشوط الثاني المجهود البدني بتاعه بيقل، يلعب باثنين فراوده طه ياسين الخنيسي، هيثم الجوني غالبا اللي غاب مباراه الذهاب غالبا هيكون موجود في مباراه العوده. ممكن تتوقع يغير طريقه اللعب ولا يلعب بنفس الشكل 4-2-3-1 مع وجود لعيبه من الدكه البدلاء مكان اللعيب اللي هيجي؟ لا هو كان بيلعب 4-2-3-1 ديت في هنا في مصر عشان كان عايز ياخد احسن نتيجه قدام النادي الاهلي، فهو فشل فيها. هو هناك ما عندوش حل محمد، اللي يبدا باثنين فراوده، هيلعب باثنين فراوده وهيزود في نص ملعب كمان، هو خلاص راجل 70% خسران الجوله الاولانيه، هو خسران ما عندوش حل، لازم يؤدي، هينزل بهجوم عنيف جدا قوي جدا عشان عايز يحسن النتيجه. حتى لو حصل حاجه واتغلب يعني او طلع فشل في الحاجات دي، يبقى انا هاجمت، ما ينفعش انت في ملعبك هناك هتدافع، خلاص هو الموضوع خلاص، هي الجوله الاولانيه خلاص خلصت بنسبه 80%. فهو اكيد هيبقى عنده عنصر، ممكن يلعب كمان 4-4-2-1-3، ممكن يلعب كده، يلعب بثلاث راس حربه اللي هم الثلاثه، واحد من اليمين واحد من النص واحد من الشمال وتحتيهم واحد ثاني سبورت من تحت، يعني هيثم الجويني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري، يوسف البلايلي، بس كده يلعب بالخط الهجومي دوت ويلعب بيه. وعنده اللي نسينا نقول صحيح الخنيسي ده لعيب مميز، انا نسيت خبرات خبرات عنده، بس هو مستواه في البطوله دي السنه دي تحديدا سيء. والماتش اللي رجع من اصابه والماتش اللي كان بيلعب قدام النادي الاهلي برضك مش قد كده، مش زي الخنيسي اللي احنا كنا شايفينه الفتره اللي فاتت. فانا شايف الراجل هيلعب بثلاثه راس حربه، لازم هيلعب ثلاثه وتحتيهم حد واحد ثاني، ويبقى عنده بقى الاربعه اللي ورا يقدر، عشان عارف ان النادي الاهلي هيلعبه ممكن في توازن، فالنادي الاهلي مش هيهاجمك، فهو ممكن مثلا يلعب الاربعه اللي ورا ويحط واحد ثاني قدامهم ويدي الحريه التامه للثلاثه اللي قدامه. طيب يوسف البلايلي تحديدا يمكن ده من ابرز لاعبي فريق الترجي التونسي، لعيب مهاري كويس جدا، هو لعيب جزائري، ويمكن من حسن حظهم في الترجي او في فريق التونسي تم اختيار يوسف البلايلي في التوقيت الحالي من خلال جمال بلماضي اللي هو المدير الفني لفريق المنتخب الجزائري، انضم للمنتخب الجزائري في التوقيت الاجنده الدوليه القادمه. مدى تاثير ده وانعكاس ده على يوسف البلايلي في مباراته امام النادي الاهلي؟ خصوصا ان هو بعيد تماما عن المشاركه مع المنتخب الجزائري، ودايما الكره الجزائريه بتعتمد على المحترفين في الدوريات الاوروبيه.
اكيد. انا عايز اقول لك على حاجه احنا نسيناها برضك، يوسف بيال كان لعب هنا في بيلعب ناحيه اليمين، كان لعيب مميز، شعر طويل شويه، لعيب مميز، مهاري شويه وسريع، الراجل ده لعيب كويس. انا بنتكلم انت جيت تتكلم في نقطه الجزائر، الجزائر محمد عندها مثلا فوق ما يغلى عن 50 ولد او 60 لاعب محترفين في اوروبا، فانت لما تخش الليسته بتاعت المنتخب دي صعبه جدا، ليها حسابات تانية كبيره جدا. فاللي هو راجل استدعى على كده، دي راجل قصه يعني، خد ثقه جمال بالماضي المدير الفني، فدي طبعا دي ناحيه معنويه تبقى قويه جدا للاعب، اللي هو انا خلاص دخلت المنتخب تفري معه داخل نهائي افريقيا. طبعا اكيد 90% يعني، انا راجل خلاص دخلت المنتخب فلازم اثبت، يبقى انا دلوقتي تحت المنظار خلاص، انا اتشفت خلاص، فلازم اموت نفسي عشان اقدر. وتاني حاجه ده لعيب محترف، فهو النهارده اللعيبه اللي كمان الجزائريين او المغاربه لما تيجي تحترف هو ما يبصش في دوله عربيه، هو عايز دلوقتي يخش اوروبا، عايز ياخد محطه مثلا، هو سنه صغير مثلا خد الترجي، فالترجي يقدر يطلع بره يطلعه مثلا على فرنسا، على اسبانيا، على المانيا، فالحاجات دي كلها، وهو لعيب صغير في السن فاكيد واخدها محطه. طيب انظر الالتحامات في المباراه، الالتحامات الهوائيه واستخلاص الكوره يعني، انت بتتكلم على الهجمه المرتده، الزون الدفاعي، الدفاع، في امور كتيره ممكن فنيات داخل الملعب، لكن عنصر الالتحامات الهوائيه دي من العناصر للاسف اللي افتقدناها في مباراه الذهاب، ما كناش ظاهرين فيها بشكل جيد. يمكن وليد ازار مختلف شويه، عنده عنصر القوه فبيقدر يستخلص الكره او يحافظ على الكره بشكل جيد. العنصر ده في مباراه العوده مهم جدا، يقدر يشتغل عليه الجهاز الفني مع اللعيبه في الوقت القصير ده ما بين الذهاب والعوده، اقل من اسبوع. محمد احنا عايزين نقول حاجه لشمال افريقيا عامه كلها، هم عندهم السمات بتاعتهم كده، اللي هي الكور الثابته او الكره الثانيه اللي بنتكلم فيها، الكره الثانيه اللي هي مثلا بحد بيطلع ايضا من الهيدرز، واول كره لما تنزل الارض هم بياخدوها، ده عندهم سمات كده. حتى في الفاولات لما يكون في ضربه ثابته او كورنر او فاول، هتلاقي هم عندهم في السبرنت والقطع على الكوره هم عندهم دي السمات بتاعتهم، اي حد جزائر وتونس والمغرب، فعشان كده التمركز بتاعنا لازم يكون صح. فاحنا بنتكلم هم عندهم الحته دي بتبقى قويه جدا، احنا مش هنلحق نصلح، بس احنا لازم نتكلم على التمركز اللي هو موجود فيه. يعني الكره الثانيه عندنا ازارو، زي ما انت بتقول ازارو مميز فيها، عشان ازارو واخد على كده، واخد على كده مع المغرب والانديه بتاعت المغرب. انا بقول لك كل شمال افريقيا، تونس والجزائر المغرب، دول عندهم كده، يكون ماسك واحد بيروح قاطع على الكره سبرنت ما يقدرش يجيبه ثاني. فهي الكور دي احنا لما نخاف منها يعني، ان شاء الله احنا بنحذر بس منها، عشان هم في الكور اللي هي فيها التحامات او فاولات هو ممكن يخطف في دي، ممكن يزق ويضرب ويخطف في دي ويعدي. فاحنا بنتكلم ان شاء الله احنا عندنا نص ملعب اقوياء جدا، عندنا حسام عاشور والسوليه يعني الفتره اللي فاتت ولا احسن من كده يعني، عندهم بيعيشوا فترات من مميزه موجوده. فاحنا ان شاء الله بس بنتكلم على الكور الثابته، هي الكور الثابته يكون فيها مشاكل بس. طيب ايه اهم نصيحه ممكن تقولها للاعيبه في اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه من بدايه المباراه؟ اول ربع ساعه لازم ينسوا اي حد موجود، اكن في مكان ما فيش حد في الملعب، لازم خلاص يصفر يعني، يخلي دماغه خالص الا في الكوره بس. هينزل اول ما ينزل يسخن هيلاقي حاجات تانية، هيلاقي حاجات مختلفه، هيلاقي مثلا حد بيشوشر، هيلاقي حاجات كتير جدا. فهم عايز يطلعك بره التركيز بتاعك. اهم حاجه اول ربع ساعه تركز في اللقاء، مالكش دعوه باي حد خالص، اي حد ينرفزك من الفرقه التانية ما تشغلش بالك، عشان هو عايز يوصلك لكده تاخد طرد او تلعب ناقص او ايه، هو عايز يوصلك المرحله دي. نركز بس اول ربع ساعه، عندنا هدوء، النادي كبير واللعيب كبير، فلازم انا بلعب مثل النادي الاهلي، نادي القرن، نادي كبير، في كل حاجه محسوبه، لازم اعرف اتعامل ازاي، اقدر اقف ازاي، اقدر اتحرك ازاي، اقدر اتعامل مع اللعيب اللي جنبي ازاي، حتى لو نرفزني انا اقدر اطلع من الموقف دوت. فاكيد الخبرات الموجوده والناس اللي الجهاز الفني الموجود هينقلوا الصوره دي يعني. طيب بما اني معايا طبعا باك ليفت كان مميز جدا والحائز على البرونزيه في كاس العالم في الارجنتين عام 2001 مع كابتن شاوي غريب، ايمن اشرف تنصحه بايه كباك ليفت في هذه المباراه؟ طبعا اكيد الجهاز الفني يبقى ليه تعليمات فنيه، الباك ما بيتقدمش عنده حد معين، بس ايه النصايح اللي ممكن تقولها لايمن اشرف في حدث زي ده؟ لا هو ايمن دلوقتي، ايمن لعيب مميز كان موجود، حتى او صبري او حسين السيد اللي كان كل ماتش النادي الاهلي، ايمن بس دلوقتي الفتره دي هو اللي بيأدي اداء مميز. هو ايمن بس ما يقدرش، مش اول ربع ساعه لازم ما يستربعش، لازم ما يطلعش على طول يعني. هو احنا دلوقتي الحمد لله النتيجه هنا مميزه، انا خلاص يعني انا مش عايز اطلع هعمل كروس باص، ممكن اعمله من بعد على بعد، او لو طلعت في هجمه لازم حد يقف مكاني، عشان خلي بالك ايمن اشرف عندك حمودي ما بيرجعش معاه كتير يعني، حمودي ما بيردش معاه كتير، او حتى وليد ممكن عنده النقطه دي شويه بيرجع شويه، او لما يغيروا يعملوا كروس ده بيروح. بس الميزه في جبهه ايمن ان معاه اسلام محارب، يمكن ممكن بيعمل تبديلات توفيق، ساعات خلي بالك حمودي مستر كاترون بيديله الحريه، ساعات بتلاقي حمودي الناحيه دي وساعات بتلاقي حمودي الناحيه الثانيه، فدي ما فيش مشكله. احنا بنتكلم بس الايمن اول وقت ايمن او محمد هاني كان باك رايت او الباك ليفت لازم بيضم جوه نص يعني جوه الملعب، لو الكره مثلا من ناحيه يمين بيعمل تغطيه وكفرنج عشان ما حدش يقدر يعدي في الحته دي، عشان هي دي الحته اللي بيبقى فيها ثغرات، والناحيه الثانيه نفس الكلام. انا شايف لو بس يقف كويس، يكون مركز،
والطلوع بيبقى بحساب. مثلا ممكن لو الدنيا ماشيه الماتش مش بعد اول ربع ساعه اقدر انطلق واعدي ما عنديش مشكله. سفر جماهير النادي الاهلي الى تونس وخمس طائرات تم الاعلان عنها منذ فتره قليله، ده عامل تحفيز قوي للفريق في هذه المباراه، بخلاف ان كمان الجمهور النهارده كان موجود في تدريب النادي الاهلي في تونس والجهاز الفني والبعثه وافقت ان الجمهور حتى يدي حاله معنويه ودفعه معنويه ان الجمهور في ظهرهم. طبيعي طبعا جماهير النادي الاهلي دي اول حاجه، يعني اول حاجه في النادي الاهلي كجماهير النادي الاهلي هي الروح اللي موجوده في الجسد، فالنادي الاهلي جماهيره هي اللي موجوده اللي بتحرك الجسد اللي موجود جوه، فده مش غريب. النادي الاهلي حتى لما احنا كنا مثلا لعبنا في اليابان او حصل اول ولايه رحنا اليابان وخسرنا وطلعنا اخر حاجه، الناس كانت في المطار موجوده بتستقبلك، هو ده النادي الاهلي، هي دي جماهير النادي الاهلي. فانا شايف النهارده حاجه مميزه جدا ان هم يبقى ليهم تواجد، بيدوا دفعه للعيبه بالذات اللعيبه اللي ما لعبتش افريقيا قبل كده، بتديهم ده روح معنويه عاليه جدا، وان شاء الله انا شايف حاجه مميزه اللي احنا عايزين تبقى كده على طول. اي نادي الاهلي بيلعب في اي بطولات لازم يكون فيه جماهير، بالذات عندنا الحمد لله الوسائل متوفره وعندنا كل حاجه موجوده، فاحنا عايزين يكون في سبورت كبير جدا لاي حد نادي الاهلي او اي نادي ثاني في مصر. طيب كابتن ابو سلام برده وانا بختم معاك حواري، متفائل حاسس ان الاجواء العام المحيطه بالبعثه، مش بتكلم على صحافه السوشيال ميديا لان احنا خلاص يعني اتكلمنا فيها وعارفين الحاله داخل الفريق، لكن حاله اللعيبه في التوقيت الحالي بما انك شفت المقارنات الاخيره بالماتشات الاخيره، ماتش الوفاق سيف وماتش حريه كوناكري الغيني، الكامباك اللي عمله الاهلي في دوري المجموعات وصل للفاينل، خلاص حاسس ان البطوله على اعتاب الجزيره؟ ان شاء الله انا مطمن كتير جدا الفتره دي، كمان بالذات اللي طمنك يا محمد الاداء الفتره اللي فاتت، اللعيبه مميزه جدا، شفنا حاله زي وليد سليمان بتديك انطباع كبير قوي جدا، الفرقه الحمد لله مميزه، اللعيبه كلها اللي كانت راجعه، عاشور راجع او كوليبالي، الراجل كوليبالي منزل حتى التصريح بتاعه ما تقلقوش، فانا بتكلم النادي الاهلي يعني ان شاء الله زي ما احنا قلنا والجمله دي موجوده، النادي الاهلي فوق جميع، اللعيبه كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه بتمثل النادي الاهلي ازاي، فانا شايف اللقاء دوت ان شاء الله بطمن الناس كلها ما تقلقوش، الرجاله هترجع ان شاء الله بالكاس ان شاء الله وربنا يكرم ان شاء الله خير باذن الله. اه ان شاء الله متفائل والله، وان شاء الله هنقدر نبارك للناس كلها تبقى موجوده. ليك توقع للنتيجه؟ انا شايف التعادل ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. التعادل ان شاء الله عم نطلع بطوله، فالتعادل لو لما النادي الاهلي يكسب 1-0 فدي الحاجه المحتمله، غير كده ان شاء الله مش هيبقى فيه ان شاء الله. وانا متوقع في اهداف هناك للاهلي ان شاء الله. ما ان شاء الله بقول لك لو اما تعادل نطلع بالنتيجه السلبيه، لا اما ان شاء الله ان الاهلي يجيب 1-0 ممكن وليد او صلاح محسن مع السرعه بتاعته ممكن يعمل حاجه زي كده. كابتن احمد ابو مسلم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، استفيد بشكل جيد في موضوع التشكيل الاهلي والغيابات في فريق الترجي، نتمنى يا رب على ارض الواقع نشوف مباراه كره قدم فقط، يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يؤدي مباراه جيده يسعد جمهوره اللي هيكون معاه في تونس وجمهوره اللي في مصر وجمهوره اللي في الوطن العربي، والقاره الافريقيه تشوف عملاق زي النادي الاهلي دايما كده متربع على عرش القاره الافريقيه. ان شاء الله كريم، ان شاء الله محمد، وان شاء الله بنوعد الجماهير ان شاء الله والناس الموجوده يفرحوا مصر كلها يوم الجمعه ان شاء الله. وانا سعيد اني اكون معاك النهارده واتكلمنا شرح مبسط كده، فان شاء الله ما حدش يقلق ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. حوار كان فني اكتر كمان مع الكابتن احمد ابو مسلم، وهو احد لاعبي فريق النادي الاهلي اللي لعب مع الاهلي العديد من البطولات الافريقيه، لكن سبق ليه الفوز بثلاثه القاب، 2 دوري ابطال افريقيا و1 سوبر افريقي، فبالتاكيد عنده خبرات كثيره في الحديث عن مباراه الاهلي والترجي التونسي، لكن بالتاكيد بطوله والنجمه السبعه عام 2012 في رادس كان حدث مهم جدا لفريق النادي الاهلي. نطلع لهذا التقرير، وبعد التقرير والفاصل الكابتن خالد العوضي ومسك الختام النهارده مع برنامج الاهلي الليله. بعد اللقب السادس 2008 غابت البطولة عن الأهلي ثلاثة أعوام، لكن عام 2012 شهد عودة أهلاوية لمنصة التتويج القاري. بدأ الأهلي مشواره مع البني الأثيوبي بالتعادل السلبي في أديس أبابا قبل الفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة. وأدي هنا المحاولة جونيور بالعرض والثالث يا أبو تريكة. الثالث يا ابو تريكه، ثلاثه الاهلي. وفي دور ال 16 خسر الاهلي امام الملعب المالي في باماكو بهدف نظيف. وفي العوده بالقاهره تقدم الملعب المالي بهدف، لكن لاعبي الاهلي استطاعوا الفوز بثلاثيه وصعد الفريق لدور المجموعات. مين هيلعب؟ مين هيلعب؟ ابو تريكه لاعب، ابو تريكه لاعب. أصعد النادي الأهلي إلى دوري المجموعات. بدأ الأهلي مبارياته في دوري المجموعات بثلاث مباريات متتالية في القاهرة، بدأ بالفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف وحيد. لمسة حلوة سيد معوض، هل يأتي الهدف؟ وادي استلام وجده.
ثم الفوز على الزمالك بهدف للا شيء، وجاء الفوز الثالث على حساب بريكيوم تشيلسي الغاني بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدها تعادل مع نفس الفريق في غانا بهدف لكل فريق. ثم كانت الخسارة الأولى من مازيمبي في لومومباتشي بهدفين نظيفين. اختتم مبارياته في القاهرة بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق. التصويت جول الخيدوم والخبير والكبير والقدير والمثير محمد بركات في البداية، محمد بركات في النهاية. في النصف النهائي كان اللقاء مع سانشاين الناجري بملعبه، انتهى اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق. وفي القاهرة صعد الأهلي للمباراة النهائية بالفوز بهدف نظيف ليلتقي مع الترجي التونسي. كان لقاء الذهاب في برج العرب عصيبا، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. تذكر الجميع نهائي عام 2006 أمام صفاقسي، وكان التساؤل هل يستطيع الأهلي أن يفعلها مرة أخرى؟ ذهب الأهلي لتونس وعلى استاد رادس لعب الأهلي مباراة كبيرة وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد، كرر إنجاز رادس 2006 وحقق اللقب السابع. خلال مشوار البطولة فاز الأهلي في 7 مباريات، تعادل في 5 مباريات، خسر مبارتين، أحرز لاعبوه 22 هدف، سكن الشباك 13 هدف، كان محمد أبو تريكة الهداف برصيد 6 أهداف، يليه محمد ناجي جدو ب5 أهداف. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، واستكمالا لبرنامج الأهلي الليلة وحوار عن الألعاب الأخرى، ودايما نقدر نجيب عندنا هنا كل الأخبار عن الفرق الأخرى أو الألعاب الأخرى، إذا كانت هاندبول، طايرة، باسكت، الاسطولة، كل الألعاب، السباحة، كل الألعاب هنا بتكون أخبار. النهاردة عندنا أخبار كتير، أخبار فيها حاجات كتيرة. كسبنا الحمد لله في البطولة العربية تنس طاولة وحرزنا المركز الأول وفزنا على نادي الزمالك 3-0. اللي هنجيب كابتن أشرف فتاح من هناك وعشان نبارك له ونبارك لكل فريق التنس طاولة ونبارك لكل جمهور النادي الأهلي النهاردة على إحراز بطولة جديدة وإضافة بطولة جديدة للنادي الأهلي. معانا النهاردة حد مهم جدا، ضيف عزيز عليا أنا شخصيا، لأن فعلا قطاع مهم في النادي دائما وابدا قطاع الناشئين او الناشئات هو اهم قطاع بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ عشان هو ده اللي بيغذي المراحل الكبيره او بيغذي الفرق الكبيره في النادي الاهلي باللاعبين او اللاعبات اللي احنا محتاجينهم. هنروح النهارده مع لقاء مع دكتوره هاله زكي، رئيسه جهاز الناشئات كره اليد الناشئات بالنادي الاهلي، وهي احد ابرز نجوم كره اليد في العصر القديم يعني من زمان، لكن هنعمل معها حوار النهارده ونشوف مستقبل كره اليد الناشئات في النادي الاهلي ايه. دكتوره هاله بنرحب بك. اهلا وسهلا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. لازم نبدا ونقول ان قطاع الناشئات قطاع مهم عشان هو القطاع او الاساسي ان هو يطلع ليه فرق الدرجه الاولى في النادي الاهلي. قطاع الناشئات اخباره ايه في النادي الاهلي؟ كويس جدا الحمد لله تمام، ماشي بخطه ثابته الحمد لله. وان شاء الله نوعد النادي الاهلي باذن الله السنين اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله. طيب بصي احنا لازم نطلع نبارك الاول، حاجه مهمه جدا. أكيد. هنبارك طبعا. أكيد طبعا لازم نطلع نبارك، نطلع على تونس على طول ونبارك لكابتن اشرف عبد الفتاح ونبارك طاوله سيدات بالفوز النهارده 3-0 في فاينل البطوله العربيه واحراز المركز الاول على حساب نادي الزمالك. كابتن اشرف عبد الفتاح مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد حبيبي، الف مليون مبروك وصول الرجال للنهائي وفوز سيدات الاهلي بالبطولة العربية، تقول ايه؟ الله يبارك فيك يا كابتن، والله الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا 9-0 مش 3-0 يعني ما شاء الله، ماتشات كل ماتش 3-0 3-0 3-0. الحمد لله عقبال الرجال بكره ان شاء الله. دي يعني حاجة مهمة جدا، احنا كنا نكسب البطولة العربية في ظل أندية كبيرة موجودة في البطولة العربية والفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.
البطوله دي كانت من اكثر البطولات المشاركه في عدد الفرق، وكانت قويه، وكان فرق كتير جايبه لعيب محترف معاها او لعيبه محترفه معاها وهي جايه، والمنافسه كانت قويه، والحمد لله احنا برضو نجحنا ان احنا نجيب لعيبه صينيه، والحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا الحمد لله. كابتن اشرف قول لنا النهارده المباراه كانت ماشيه ازاي؟ الثلاث مباريات اللي كانوا عندنا كانوا ماشيين ازاي؟ نهال مشرف ودينا مشرف سوري واميره يسري والمحترفه الصينيه. الماتش الاول دينا مشرف كسبت فرح عبد العزيز 3-0، وكان الماتش اتجاه واحد الحمد لله. وبعد كده الصينيه كان اول ماتش قوي تلعبه في البطوله. لان احنا انت عارف في قرعه وبتجنب النمره واحد في الفرقه بالظبط بتجنبه وحاجات كده. كسبت ريما ريما 3-0 كويس. وبعد كده يسرى اشرف كسبت بنت اسمها سمر تقريبا من الزمالك كسبتها 3-0 الحمد لله. فالخير. وبكره عندنا الفاينل رجال مع نادي قطر القطري، وانا عارف ان هو برضه مدعمين بمحترفين. قول لنا كابتن اشرف الاستعداد للمباراه النهائيه بكره لفريق الرجال ايه؟ الفريق قطر القطري جايب محترف من ال 15 الاوائل على العالم، بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهنقدم مباراه قويه ونكسب ان شاء الله بكره يا رب. يعني ايه اخر كلام مع اللاعبين النهارده بعد المباراه سيمي فاينال ووصولهم للدور النهائي؟ قلت لهم ايه يا كابتن اشرف بعد المباراه عشان مباراة بكرة؟ طبعا بعد ما خلصنا الماتش قعدنا معاهم وفعلناهم ان البطولة لسه ما خلصتش، مش معنى ان احنا كسبنا فريق البحرين، البحريني برضه فريق قوي جدا، ان احنا كسبناهم ان البطولة خلصت، لا لسه البطولة ان شاء الله بكرة هتنتهي باخر بونت في الماتش. احنا عاملين حساب ان الماتش ده كويس قوي وربنا يكرمنا في ده ان شاء الله. كابتن اشرف الف الف مليون مبروك، ودايما انجازات ودايما انتصارات، وهنكون معاك هنتابعك بكره باذن الله، وان شاء الله نبارك لك على المباراه النهائيه بكره باذن الله مع نادي قطر القطري. كابتن اشرف شكرا جزيلا ليك. انجاز بيضاف للنادي الاهلي وعلى حساب نادي الزمالك، ومباراه مهمه جدا النهارده، وعندهم مباراه نهائيه، وتونس بتشهد اجواء معانا كثيره، يعني تنس طاوله ومباراه كره قدم وهكذا. تقولي يا دكتوره هاله؟ ان شاء الله ربنا هيتوجهم بكره بالرجال، ودي يبقى الفال الخير الثاني ليهم بعد السيدات يا رب. ويوم الجمعه بقى ان شاء الله نختمها بالبطوله التاسعه لينا اللي كلنا مستنيينها بفارغ الصبر. هتشجعي فين يا دكتور الماتش ده؟ في اهلي. انا الماتش الاولاني شفته بعد نهايه كاس خدته الحمد لله يوميها، طلعت على اهلي مدينه نصر في نفس اليوم اتفرجت على الماتش. خلاص يعني اللي جاي في اهلي مدينه نصر. طب هنتكلم بقى على الكؤوس، يبقى نتكلم على الكؤوس عشان نروح. طيب عندنا ثلاث فرق مهمين جدا بالنسبه لك، 2007 2008 2009. ايوه عندنا فرقتين ما شاء الله عليهم، 2007 كسبانه اول صيفيه واول نخبه، 2008 هنتكلم عليها لوحديها، و2009 ثاني صيفيه واول نخبه. اربع بطولات ما شاء الله، ثلاث مراكز اولى. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو السنه دي الحمد لله احنا بنكمل بعض، احنا في النادي الاهلي طول عمرنا اكيد بنكمل بعض، فاحنا جينا نكمل شغل الناس اللي كانوا قبلينا كويس. وقطاع البنات عموما كابتن خالد حضرتك عارف ان احنا الحمد لله متسيدين الكره اليد النسائيه في مصر. لما طبعا يبقى عندك تسع فرق وتنزل منهم فرقه لظروف تجي البطوله اللي بعديها، حضرتك تصلح الامور وتمشي على الخطوات السليمه. اكيد الانديه الثانيه برضو بتشتغل زي ما انت بتشتغل. منتخبات البنات من اول ما ظهرت خلت كل الانديه تهتم بقطاع البنات عكس النادي الاهلي اللي احنا مهتمين طول عمرنا بيه، فابتدوا المستويات تعلى، وعلشان كده ابتدى ممكن ينزل منك بطوله او اتنين من البطولات. تمام. 2009 و2000 دي اول سنه ليها السنه دي. دخلنا الحمد لله الصيفيه، كانت منافسة شرسة جدا مع نادي الشمس ومع نادي سموحة ومع نادي سبورتنج والطيران، والحمد لله قدرنا نوصل للفاينل بالبنات، كانوا أول مرة بعد تجميع شهرين بس، ولعبنا الفاينل وخسرنا فرق هدف، والحمد لله رب العالمين خدنا تاني. طب هوقفك في حاجة بس وأقول لك، هو احنا بنعد الفرق دي ازاي؟ يعني 2009 السنة دي بيلعبوا مرحلة صيفية، بنمررهم قد إيه قبل ما يخشوا المرحلة الصيفية دي؟
هم المفروض احنا بنختارهم من اكاديميات النادي الاهلي. كويس. اخر سنه قبل البطوله على طول بتبقى فصل تجهيزي يسمى. كويس. تجهيزي ندي له مدرب فعلا بخلاف معلم الاكاديميه. بيبقى مسؤول عنه ويطلعه للجهاز للقطاع نبتدي نشتغل بيه من شهر 6 من اول الموسم. ونلعب اول بطوله في شهر 9 ان شاء الله. يعني نقعد سنه كامله نحضر الفريق ده. أيوة. في اطار مختلف عن موضوع الاكاديميه. أكاديمية. ايوه. وبتدي يطلع الفرقه دي كسبت تاني نخبه تاني صيفيه واول نخبه. النخبه كانت بعد شهر ونص. ايه اللي جد جديد؟ بص حضرتك شهر ونص احنا الولاد كانوا اول مره يلعبوا لان النادي الاهلي النادي الوحيد من الانديه كتير ما عندوش الف وب. فالناس كلها بتعمل الف وب فبتلعب قبلينا بسنه. كويس. فدي بتبقى بالنسبه لنا شويه خطوه صعبه ان احنا ندخل في وسطيهم. لكن الحمد لله لما ندخل في وسطيهم وننافس لغايه اخر ثانيه ونخسر فرق جون فبقينا كده ماشيين على التراك الصح. قعدنا شهر ونص بين البطوله الصيفيه والنخبه اشتغلنا على الاخطاء اللي كانت هناك. حتى الناس كلها فوجئت بينا في النخبه ان احنا كنا في الصيفيه ماشيين جون بجون مع الناس. كويس. الحمد لله رب العالمين النخبه ثلاث مباريات بتوعنا ابتدينا بالطيران كسبنا 11-3 ما شاء الله. ابتدينا بعد الطيران لعبنا لا الشمس كان اخر واحد لعبنا سموحه. طبعا كان طبعا سموحه هناك كان في اسكندريه برضو بيبقى لها فيها اجواء مختلفه سموحه اجواء مختلفه. كسبنا برضو فرق كبير جدا. الشمس كان اخر ماتش في الفاينل ده اللي انت كنت خسرتيه في الاولاني اللي انا خسرته في الاولاني. احنا كنا متسايدين وصلنا دبل سكور يا كابتن خالد ما شاء الله 14-7 في الشوط الثالث وقربت النتيجه لغايه لما خلص الماتش فرق 4 أهداف لينا الحمد لله ما تعادلوش معانا خالص ما شاء الله. يبقى دي اول فرقه وده الامل الجديد للنادي الاهلي ان شاء الله. هنخش هنعدي 2008 برضو تاني هعدي 2008 هعدي 2008 هنتكلم عليها لازم لكن هنتكلم على 2007 ما شاء الله بطولتين اعتقد كان نتيجهم في السنين السابقه برضو نفس الكلام. 2007 الحمد لله كان هم لعبوا بقالهم اكتر من سنه وكانوا اول متسيدين العمليه بس كانت يمكن السنه اللي فاتت كانت صعبه شويه بنطلع بفرق جون او اتنين الحمد لله السنه دي مع تغيير نظام اللعب في الاتحاد بطريقه البحر المتوسط بالنقط فده كان مختلف شويه على البنات والمدرب لكن الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا في الصيفيه خدنا اول ولعبنا النخبه يوم الجمعه اللي فاتت وكان وشها حلو ان احنا كسبنا بالليل ماتش الترجي. ما عندناش نخبه تاني يوم الجمعه؟ والله بس احنا للاسف ما فيهاش بنات. ما فيهاش بنات طبعا. طيب قولي لي يا دكتوره هلا هنتكلم على 2008. اتفضل. بس هتكلم على فرقه فرقه عشان بس الناس تبقى عارفه كل حاجه. 2008 دخلوا بطوله وطلعوا فيها سابع. ايوه. كويس؟ اكيد النادي الاهلي مش بيطمح في القصه دي اللي هو يعني ياخد مركز سابع ثامن مفيش يا اول ماكسيموم مفيش ما عندناش. ازاي يوصلوا سابع وازاي نعمل ايه معاهم في المرحله الجايه؟ هو اقول لحضرتك هو وصل سابع. احنا البطوله في الاتحاد كل ما البطوله عددها تكبر من العدد الفرق يكتر فتبتدي النظام يبقى مختلف يعني. كويس. الاعداد الفرديه دايما بتبقى فرقها قليله لكن الاعداد الزوجيه فرق المواليد الزوجيه بتبقى اعدادها كبيره جدا لان هو ده سن المنتخبات في الـ في عالميا يعني. فلما بتكتر القاعده فيبتدي حضرتك النظام يختلف بدل ما اخد اول وثاني اخد اول بس طبعا الفرصه بتبقى هي فرصه واحده يعني لو حضرتك خسرت جون تلعب احنا طلعنا سابع واحنا تعادلنا ماتش واحد في البطوله بس ما خسرناش ما خسرتيش تعادلنا ماتش واحد في البطوله كلها ثلاثة اهداف طلعنا اهداف مع اللي طلع مكاننا يلعب من 1-6 واحنا لعبنا من 7-12 وكسبنا كل ماتشاتنا في السبعه كسبناها مستريح جدا وطلعنا السابع. بتطمنينا على الفرقه دي ان شاء الله ما عندناش مشكله فيها؟ لا باذن الله ما عندناش مشكله ان شاء الله. واحنا كنا رايحين وكان عندنا من افضل اللاعبات عندنا كانت اتكسرت قبليها باسبوعين واحنا خلاص على وشك ان احنا رايحين وفي النهائي لكن قدر الله ما شاء فعل. فطبعا كانت مؤثره بالنسبه لنا جدا والبنات في سن الصغير ده بيتاثروا ببعض طبعا مهما حضرتك تقول لهم نفسيا هيبقوا متاثرين. لكن اوعد ان شاء الله باذن الله في البطوله الشتويه اللي جايه دي احنا على منصه التتويج ان لم يكن الاول فالاول يا رب ان شاء الله. نتمنى ده لكن احنا كده خلصنا تقريبا القطاع او اول ثلاث فرق في النادي الاهلي الميني ولكن قولي لي الاتحاد السنه دي عامل بطوله نخبه. ايوه. كان قبل كده عندك صيفيه وشتويه. رايك كيف بصراحه؟ هل اضافت؟ هل ليك اي تعليق عليها ولا ايه بالظبط؟ بص حضرتك هي اضافت لان الولاد ابتدوا يشتغلوا طول السنه، انا كان عندي بيشتغل 3 أيام في الصيف و3 ايام في الشتاء، احنا يمكن حظنا كويس ان احنا بنشتغل في منطقه القاهره فعندنا دوري. في ناس تانية ما عندهاش دوري
في المنطقه بتاعتها، وبالتالي هي بتلعب 3 ايام في الصيف و3 ايام في الشتاء وخلاص على كده. فبرضو ان احنا نزود الفرصه ان المدرب يفضل شغال على طول، والمدرب برضو يعرف ان انت لو طلعت من من الاول للسادس في الفرق الزوجيه او من الاول للرابع في الفرق الفرديه هتلعب ليك فرصه تانية. يعني انا في اسكندريه لو ما كانش بطوله النخبه فكنت هنتظر طلعت تاني 2009، كنت هنتظر للشتويه عشان احقق اول، لكن ربنا كرمني اشتغلت على نفسي بعد شهر ونص الفرقه خدت اول، ده حافز ليهم برضو. من وجهه نظرك الماتشات دي اللعيبه بصفه عامه في قطاع كره اليد في مصر تقدر تعمل لعيبه زياده، تقدر تحفز اللعيبه في المراحل دي؟ ايوه يا كابتن طبعا طبعا اكيد طبعا. في السن الصغير دلوقتي احنا ابتدينا ماشيين بخطوات كويسه جدا، والاتحاد فتح القاعده شويه ومنوسع ودي حاجه كويسه. طب اكلمك بصراحه على حاجه مهمه قوي. اتفضل. دلوقتي اللعيبه دي لعيبه صغيره. ايوه. الضغط العصبي بلاقي انا بتفرج على الماتشات دي بلاقي ضغط عصبي من مدربين بصفه عامه. عايز اعرف حضرتك بتتعاملي ازاي مع مدربين النادي على بناتنا بالذات؟ ما تزعقش ما تعملش، يعني ايه اللي بيحصل؟ لكن انا بشوف بطولات مجمعه بحس ان في ضغط عصبي على بنت عندها 8 سنين و7 سنين، بتتعاملي ازاي يا دكتور هدف في الموضوع ده؟ والله هو كل ما حضرتك تجيب حد للسن الصغير قريب شويه منهم بيبتدي يحتويهم، الولد او البنت في المرحله دي لو حب المدرس حب المدرب فبيديله كويس وبيقتنع بيه. تمام. المجموعه اللي احنا اخترناها انا وكابتن ياسر في الاول لما قعدنا واخترنا المجموعه اخترنا الولاد اللي محققين قبل كده بطولات في المراحل الصغيره، وفي نفس الوقت بيعرف يتعامل مع السن الصغير. يعني بيعرف امتى يشد عليه وامتى يتكلم معاه، لان السن الصغير مش بس ان احنا بنطبطب عليه، حضرتك ابنك بتطبطب عليه يوم وبتشد عليه يوم. مظبوط. فلما بتعلمه في المدرسه نفس القصه، برضه في النادي نفس القصه. فبيتعاملوا معاهم بليونه شويه مش في كل الاوقات. فالولد لما او البنت في المرحله الصغيره لما بيبتدي يحس ان هو بيتقدم بيمشي وراك وهو مغمض. ما بيبقاش خايف، ما بيبقاش قلقان. هو الضغط العصبي بيبقى يعني للاسف بيبقى علينا احنا، لان نادي زي بحجم النادي الاهلي ومدرب في النادي الاهلي وخاصه اذا كان اول مره يدخل النادي الاهلي عايز يكسب، عايز يجيب بطوله النادي الاهلي اول. بس انا معاكي ولسه اسئله كتير، خلي بالك انا لسه اسئله هتفاجئ، بس شويه اسئله كتير وأنا معاكي. بس هنخرج تقرير عن فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي وتشوف اخر اخباره واستعداداتهم ايه عن بطوله الدوري، تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. البطولة العربية طبعا الحمد لله استفدنا كتير، احنا النادي الاهلي غايب بقاله 22 سنة عن البطولات العربية والافريقية ما اشتركناش خالص، فان احنا نرجع بعد 22 سنة دي حاجة كويسة، ده أول نقطة. الحاجة التانية البنات كانت محتاجة نخرج من البطولات المحلية والماتشات المحلية للمباريات الدولية، بلس ان مستوى الأجانب اللي كانوا في البطولة مستوى عالي، يعني مستوى اجانب عالي جدا على البطوله العربيه ما كناش متوقعينه، فبالاحتكاك والمباريات اللي لعبناها اكيد استفدنا خبرات كبيره جدا، سواء البنات الصغيره او كتيم، احنا كتيم ككل يعني الحمد لله، وعرفنا احنا وضعنا فين بالنسبه للفرق العربيه المنافسه لينا سواء من لبنان او تونس او الجزائر او المغرب او الاردن، فعرفنا احنا فين الحمد لله. بعد غياب 22 سنة بناخد تاني العرب او فضية العرب، ده مش طموحنا بصراحة، وكنا نتمنى ان احنا نحصل على البطولة، لكن ان شاء الله البطولات اللي جاية هيكون الاستعداد مختلف تماما ومن بدري، والتحضير لان خلاص احنا عرفنا معظم الفرق، لان كل الفرق اللي جت هي ابطال الدول بتاعتها، فدي اول بطوله عربيه يجي ابطال الدول، ممكن كان يجي الثاني، ممكن يجي الثالث، ممكن الاتحاد العربي يعمل دعوه لدوله معينه عشان عدد الفرق قليل، لكن المره دي الثمان فرق باستثناء النادي الاولمبي المستضيف البطوله، السبع فرق هم ابطال دولهم، فما فيش فرق ثانيه ما حضرتش منافسه، فان شاء الله السنين البطولات اللي جايه باذن الله النادي الاهلي يعني ان شاء الله يكون الاستعداد مختلف. والله احنا الحمد لله من اول ما بدانا الموسم كنا حاطين تارجت ان احنا مفيش بطوله هتروح مننا،
واشتغلنا على ده كويس جدا جدا، ما كناش بناخد راحات كتير زي اي فرقه، كنا بنعمل كل حاجه، عسكرنا قبل البطوله بفتره كبيره مع ان ما فيش اي فرقه عملت كده زينا. بس ف يعني الحمد لله ربنا ما كرمناش باول، بس احنا عملنا اللي علينا وعملنا كل حاجه قدرنا عليها بجد، وكنا تعبانين اكيد في الاخر عشان كده ربنا ما وفقناش اخر ماتش. بس ان شاء الله نوعد كل الناس ان البطولات الجايه كلها بتاعت نادي الاهلي ان شاء الله. انا بحس ان الاهلي احنا يعني الحمد لله ما فيش فرق بتنافسنا، لان احنا بنتعب قوي عن اي فرقه تانية. فان شاء الله احنا بنستعد دايما، احنا بعد اي بطوله، احنا خلصنا بطوله عربيه من يومين ونزلنا تمرين ثالث يوم، خدنا يومين بس اجازه، فده كابتن ايهاب عايز يورينا ان احنا لا احنا نشتغل من اول وجديد، ننسى اللي حصل ده خالص ونبتدي من الاول عشان ناخد كل البطولات ان شاء الله الجايه. اول حاجه بعتذر لهم اللي احنا ما خدناش الاول في البطوله العربيه، بس احنا فعلا عملنا كل حاجه نقدر عليها، ودعمهم لينا كان باين جدا من اول يوم في البطوله لاخر يوم في البطوله. طبعا احنا بنشكرهم ونعتذر لهم وبنوعدهم كل البطولات اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله، وما يزعلوش مننا ويقدروا يدعمونا ويشجعونا. اول حاجه احنا لسه راجعين يوم الخميس، اخدنا يومين اجازه وبدانا نستعد تاني للدوري المرتبط، هو هيبدا يوم 16 ان شاء الله. واحنا هدفنا البطوله، احنا ابطال المرتبط السنه اللي فاتت، فالسنه دي برده ان شاء الله هدفنا البطوله. فدلوقتي بنعمل فتره اعداد جديده طبعا مع كابتن ايهاب وكابتن جاد، شغالين بالراحه الاول خفيف خفيف يعني عشان احنا لسه راجعين من بطوله، وبعد كده نبدا نعلى بالحمل واحده واحده لحد ما نوصل للفورمه تاني ان شاء الله. وبنوعد الجماهير كل الجماهير ان شاء الله ببطوله المرتبط، وبعد كده هنخلص بطوله المرتبط ان شاء الله هنريح برده شويه، وبعد كده نرجع نستعد لكاس مصر، وبعد كده الدوري، وان شاء الله هناخد الاربع بطولات زي السنه اللي فاتت. طبعا كلنا متضايقين ان احنا خدنا مركز تاني، زي ما انت عارف النادي الاهلي ما فيهوش مركز تاني، مركز اول بس، انت لو خدت مركز تاني زيك زي بقيه الفرق زيه زي الاخير، فطبعا كلنا اتضايقنا وكده، بس قلنا ان ده يبقى استعداد قوي ان احنا ازاي نبدا السيزون قوي ونرجع ناخد نفس الحاجات اللي خدناها السنه اللي فاتت. الحمد لله يعني خلاص خلصت تاهيل وتبقى طول ما هم كانوا في فتره البطوله العربيه، والحمد لله نزلت التمرين معاهم عشان استعد لبطوله المرتبط، والحمد لله احسن يعني. شايفه والله ان احنا داخلين يعني طموحات عاليه، وان احنا يعني اكيد طبعا حلمنا ان احنا ناخد رباعيه زي السنه اللي فاتت، وان شاء الله نحققها يعني، واحنا بنتعب عشان الموضوع ده وبنشتغل كتير. احنا كسبنا بطوله المنطقه والحمد لله، هي كانت بطوله برده مش سهله ومش صعبه، الحمد لله اخذنا مركز اول، وكانت البطوله العربيه اكسبيرينس حلوه بالنسبه للفرقه يعني، اخذنا خبره حلوه قوي، قابلنا فرق جامده وكلهم كانوا كويسين وكانت منافسه حلوه، وبنستعد بقى للدوري وللبطوله المرتبط، وبدانا ان شاء الله يعني خلاص تمارين دلوقتي وان شاء الله نكسب يعني. بعد ما شفنا استعداد فريق الباسكت لبطوله الدوري العام وبطوله المرتبط وكاس مصر وكل البطولات اللي قادمه باذن الله ان شاء الله باذن الله تكون اهلاويه، فريق الباسكت عمل اللي عليه في البطوله العربيه، كان بقى لهم 26 سنه ما لعبناش بطوله عربيه، حصل ميكس كويس وصلنا للفاينل. انا عارف كل جماهير النادي الاهلي مش بترضى غير بالمركز الاول، لكن لازم نقول ان البنات او الفريق السله سيدات عملوا اللي عليهم، لعبوا بروح، وصلوا للمباراه النهائيه، كان فرقه اقوى مننا، كان عندهم محترفين كتير جدا في فرقتهم انتر اللبناني، بنشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله في المرحله اللي جايه يكونوا احسن، وان شاء الله نبارك لهم ان شاء الله باذن الله على بطولات عربيه اخرى باذن الله. دكتوره هاله، وقفنا عند الضغط العصبي. ايوه. طب الضغط العصبي للاعبات، وعرفنا ان المدرب بيضغط على اللاعبين. وقلتي لي ولسه بتتكلمي قلت لك هنخرج لتقرير، قلت لي في ضغط بيحصل علينا احنا. نتكلم بصراحه. ضغط اولياء الامور. بصي لازم نقول ان هي ولي الامر هو المنظومه. زمان انا وانت واحنا بنلعب ما كانش ده موجود. صح. لكن دلوقتي لازم هنتعامل مع الواقع. ليه الضغط بيحصل ازاي؟ بص حضرتك، هو اولياء الامور اول السنه كابتن ياسر صلاح المدير الفني قعدنا مع اكتر من فرقه اللي هم متعودين اولياء امور هيكلموا، في فرق ما بيكلموش خالص. طبعا كل ما بيكبر السن بيبقى الكلام اقل، كل ما بيصغر حضرتك السن بيبقى، لان ولي الامر جاي الطفل ما بيتكلمش، لكن هو بابا او مامته اللي بيتكلم. مظبوط. هو المشكله ان احنا العدد بنسجل كابتن خالد 30 زي ما حضرتك عارف كويس، ف 30 وانت بتلعب حضرتك 8 8 8، يبقى كده 24 دقيقه في ست 24 دقيقه 24 دقيقه كويس بتلعبهم. لو حضرتك لعبت كل ولد او كل بنت دقيقه هيبقى عندك 6 ما لعبوش برضو. ف ولي الامر لا، الستة دي غير دي، انت عايز تكسب.
انت مطالب في النادي الاهلي انك تكسب. مظبوط. فعلشان تكسب يبقى انا نمره واحد بحط اللي انا بلعب بيهم دول اللي هيكسبوني. كويس. ممكن يكون السته اللي انا مطلعاهم بره السكور يكونوا اقل من اللي جوه السكور. لا مفيش ولي امر بيتقبل ده. علشان تقعد بقى تكلمه. بس برضو مش عايزين نبخس حق الناس. في ناس بتتقبل ده وتقولك لا انا شايف ان بنتي لسه بدري عليها. بنتي جات متاخر, بنتي كذا. لكن في اولياء امور بقى لا او ازاي ومش ازاي, وابتدى صوت ولي الامر يعلى يا كابتن, ودي نغمه هدك شويه عليكي او هدك جدا على جدا جدا. لكن خلينا نقول برضو تاني, هو لك صراحه ان ولي الامر بقى جوه المنظومه, يعني فعلا بقى حاجه اساسيه, لان هو اللي بيجيب الولد او بيجيب البنت يوصلها الملعب. لكن لازم نقول لهم يعني اكيد بنشكرهم, اكيد اكيد ان برضو بيتعبوا معانا. اه طبعا. لكن كل واحد عايز بنته احسن واحده, هو كل واحد شايف ان بنته افضل واحده. لكن هو لو يتعاون معانا نقول لهم, انا دايما اقول لهم اول ما تنزل بنت السلم سيبوا البنات معانا. كويس. احنا بنتعامل معاهم, احنا بندي بنطلع منهم افضل حاجه وبنشتغل على الناس كلها. حضرتك كولي امر مطلوب من المدرب ان البنت تتمرن, بتيجي الساعتين بتوعها بتتمرن زيها زي اي حد, ال30 بيتمرنوا زي بعض. لكن اللعب اكيد يا كابتن في فروق فرديه في اللعب. مزبوط. هم ما بيقتنعوش بقى بالفروق الفرديه دي, على بال ما بيقتنعوا بتاخد وقت. بس الحمد لله احنا دلوقتي وصلنا ان هم ابتدوا يقتنعوا لما لقوا ان احنا ابتدينا شغالين في التراك الصح وبنكسب وخدوا كاس وميداليات, ابتدوا شويه الاعداد تقل من الملاحظات. لكن في الاول والاخر طبعا ولي الامر ده مشكور, لان هو اللي بيتعب وهو اللي بيبقى صاحي من الصبح ويروح شغله ويرجع. صح. يجيب ولاده ويروح ويرجع بيهم. لا طبعا ولي الامر ده ضلع اساسي عندنا. طب لو كلمناهم كلمه صريحه تقول لهم ايه, يعني بصفه عامه مش لازم بنات الهاندبول يعني. بصفه عامه تقولي لاولياء الامور ايه عشان ابنه يطلع بطل, يسيبه في الملعب ازاي, يتعامل ازاي, ايه الوضع؟ يثق في الاداره اللي خدت ابنه او بنته. لو وثق فيها وحس ان هو في ايدين امينه صدقني مش هي يعني زي ما بيوديه المدرسه. هو ليه بيودي بينقي, حضرتك بتنقي ولادك افضل مدرسه وبتسيبهم في المدرسه, ما بتروحش تختار المستر ده, لا الميس دي, لا انا الكلاس ده, لا الولد ده يقعد جنبه, لا طب قعد ليه 5 دقايق, لا لسه قال ده وما سالش ده. انت واثق في المدرسه فوديته. ثق فينا, ثق في الاداره الموجوده, ثق في المدرب اللي موجود, وشوف النتيجه في الاخر. وابنك بيستفيد ما بيستفيدش, كل شويه بيطلع درجه او ما بيطلعش. طالما ابنك بيطلع يبقى احنا ماشيين على التراك الصح. من وجهه نظرك ان احنا بنفرغ صح للدرجه الاولى؟ والله بنات سيدات طبعا الحمد لله ما شاء الله. على مدار التاريخ برضه لازم نقول كل الاجيال قبل حضرتك كانوا برضو اشتغلوا شغل كويس وشغل محترم كويس جدا وطلع بيهم لغايه درجه. هنتكلم على المراحل اللي بعد 2007 2008 2009, هنتكلم ما بعدها, نروح بقى 2006 ناشئات. نتكلم على المرحله دي بالذات. عندنا 2006 بعديها 5 2005 2004 2002 2000 اللي هو المرتبط درجه اولى سيدات. 2000 مرتبط ده تبع حضرتك ولا مع كابتن ياسر صلاح؟ هو كابتن ياسر معاه كل حاجه. كابتن ياسر المدير الفني بتاعنا, احنا ماشيين بتناسق, احنا اتنين مع بعض في اتجاه واحد, فما فيش حد معاه حاجه. هو عشان هو مدرب الدرجه الاولى فهو معاه الدرجه الاولى, لكن احنا كل المراحل معانا احنا الاثنين. لا اصل انا لازم اسالك السؤال الثاني, ازاي بتوفقي وقتك شخصيا بين 7 فرق؟ يعني ازاي؟ يعني لو الفرقه تمرن ساعتين 14 ساعه هتجري بالملاعب ازاي؟ فهميني. والله يا كابتن هي فعلا 7 فرق كتير جدا, العمليه شاقه شويه. الاول كان القطاع الناشئات كان لغايه الميني, ما الميني شويه بعيد, بعد كده بقى لهم كام سنه 3 4 سنين دخلوا الميني مع الناشئات, بقى عدد كبير طبعا. هدك كبير جدا على المدير قطاع الناشئات. لكن بصراحه كابتن ياسر مش سايبني, يعني احنا متواصلين يوميا مع بعض على التليفون, لو في اي حاجه في اي مشكله, اخبار الفرقه النهارده ايه, الفرقه دي المدرب ده عملنا ايه. كابتن ياسر لقاء اسبوعي مع بعض في مدينه نصر, بنقعد مع المدربين بنتكلم لو في اي حاجه. برضو المدربين بصراحه عايزه اشكرهم جدا, كل المدربين اللي معانا شايلين شايلين شايلين, فانت في حته وفي حد تاني موجود في حته تانيه بيساعد زميله لو الماتش اقل شويه من الماتش ده. لا يعني هي مسؤوليه صعبه, لكن ربنا يعيننا ان شاء الله. ربنا يعينكم ان شاء الله ونتمنى الخير ليكم ان شاء الله. وجه التعاون بينكم وبين كابتن ياسر, اعتقد انتوا يعني بتقولي دايما لقاءات اسبوعيه. ايوه. بداتوا السيزون كان ليكم تارجت معين او اهداف معينه, قولي ايه الاهداف اللي اتحققت وايه الاهداف اللي لسه ما حققناهاش لغايه دلوقتي؟ والله الحمد لله احنا اول اهدافنا كانت الميني. كانت اول حاجه بالنسبه لنا كان بطوله الميني, لان دي كانت اول بطوله في شهر 9. فكنا قاعدين وكان التارجت بتاعنا 3 كؤوس, لكن ربنا ما اكرمناش فخدنا 2 وواحد اللي هي 2008. اول ما رجعنا قعدنا مع بعض حطينا برضو الخريطه اللي هنشتغل بيها على النخبه
2009 ونخبة 2007 وبيتخللها القطاع المني بيشتغل منطقة برضو. فقعدنا وعملنا الخريطة مع بعضينا كل أسبوع، حتى لو هو عنده درجة أولى مرتبط بحاجة لأنه كان مرتبط بالبطولة العربية قبل ما تتلغي فكان مشغول فيها جدا، فعلى طول بالتليفونات مع بعض. ومعنا طبعا كابتن عاطف طه المدير الإداري، همزة وصل معانا بين هنا وبين هنا وشغالين على طول مع بعض. الناحية الإدارية ناحية مهمة. طبعا معاكي حد شريك كفاح معاكي طبعا، بس مطلع عنك لا ابدا، ده هي شايله عني كتير والله. هي النهارده هي في مكاني في مدينه نصر. طيب انا قلت شامين كابتن صحر محمود. تمام، اختي وحبيبتي. تمام، في خلاف بيحصل بس الدنيا مستمره. طبعا. بص يا كابتن، هو الشغل طول ما حضرتك شغال اكيد هيحصل خلافات، لكن خلافات شغل. اول ما بنطلع من سلم الملعب الموضوع منتهي. هي لعبت معاكي في ملعب واحد؟ لا، صحر اصغر. اصغر كتير. اصغر مش قوي يعني، مش قوي صح، ما ينفعش الكمبار. لا اصغر كتير. تمام. طيب قولي لي، هنخرج شويه من النادي الاهلي، مطمئنين على النادي الاهلي معاكي ان شاء الله ومع كابتن ياسر، وربنا يكرمكم باذن الله وتحققوا بطولات وانجازات اخرى، ونتمنى في المرحله الجايه يكون في بطولات عربيه وافريقيه باذن الله ان شاء الله. للمستوى اللي حصل السنه اللي فاتت برضه النادي الاهلي في البطوله الافريقيه كان مستوى جيد ان شاء الله، ده تكملوه باذن الله ان شاء الله. هنخرج لمنتخبات السيدات في مصر، بنكسب صغيرين ما بنلعبش كبار. الناس بتقول لو البنات دي لعبت توصل، احنا كويسين صغيرين مش كويسين في الكبار، في حاجات كلام كتير بيدور في الحته دي، تقولي يعني؟ بص حضرتك، احنا من فتره طويله جدا واحنا عندنا قطاع السيدات كان مهمل. كويس. الفتره اللي فاتت اللي هي كانت مجلس اداره الاتحاد السابق دكتور خالد حموده مشكور رجع منتخبين مره واحده. اول ما ابتدى المنتخبين قال هنشتغل عليهم وننطلق. ابتدينا نعمل بس كانت في فترة الثورة واللي بعد الثورة دي على طول، فكانت الموارد قليلة قوي يا كابتن خالد. وبالتالي انت لما تيجي حضرتك تلاقي عندك منتخب كبير ولاد ورايح كاس عالم ومحتاج ان هو يبقى اعداده، فترة اعداده بتتكلف كتير، طبيعي بتاخد من الاصغر. هتاخد من الاصغر، طب ما الاصغر ده طالع معاه، طب هاخد منها، هتروح رايح على الجنب اللي فيه سيدات، فبتبتدي السيدات يبقى كم مهمل شوية. حققوا وطلعوا وراحوا كاس عالم وطلعوا تسع في كاس العالم في 98 وحققوا انجاز كويس جدا، خدوا بطوله افريقيا 96، خد ثالث افريقيا. لما ابتدينا الولاد يكبروا او البنات تكبر، احنا في مصر عندنا مشكله مش بتاعه زمان. لا البنت وهتقعد وتتجوز، لا 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 خالص يا كابتن. زمان لو اهتم كان كده. زمان كان كده. دلوقتي لا، دلوقتي لا، دلوقتي لو اهتميت بالبنت واديت لها نفس الاهتمام بتاع الولد في كل حاجه بقى يا كابتن، يعني حضرتك ادي نفس الجرعات التدريبيه، ادي نفس الاهتمام بالمدربين اللي انت خدتهم، نفس الامكانيات، مش هقول نفس امكانيات الولاد بس امكانيات معقوله. طلع سفر ولاد ليك محترفين بره، اعمل لهم دورات وخليهم يشتركوا. احنا اللعيب المصري ملوش مثيل، بدليل النهارده لما حضرتك طلع من عندك علي زين وطلع ممدوح هاشم وطلع سند بره وطلع احمد الاحمر بيعملوا بيقطعوا الدنيا بره عشان امكانيات بس يا كابتن. احنا ينقصنا امكانيات. ينقصك امكانيات طبعا. انا عارف ان انت حامل لواء الثوره للبنات اكيد، وفي ظهرهم على طول. طبعا. عندك اثنين محترفات بره مصر، رحاب جمعه وعندك كابتن مروه عيد. مروه عيد واعتقد تجربه ناجحه جدا. لو طلعنا بنات ثانيه تجربه ثانيه هتقابل نفس المقابله اللي هي النجاح ولا ايه رايك؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو انت عندك بنات فعلا في المستوى، لو طلعوا هيطلعوا ويحققوا. مروة عيد طبعا دلوقتي بقت هي ورحاب في حته، لكن انا بتكلم ان الجيل اللي طالع شخصيه مختلفه، تعليم مختلف، لغه مختلفه، بتسهل لهم حاجات كتير جدا. هي. افتح يا كابتن الخط البنات بناتنا وبناتنا رجاله هيعملوا حاجات كتير جدا بره. بس اعتقد الاتحاد المصري مش ممانع ان اي حد تطلع. طبعا. خالص. لكن لو رجعنا تاني لمنتخب البنات، انت بتقولي نسب الدعم او الصرف او الفلوس بمعنى اصح. ايوه. كويس. الاتحادات برضو دي اتحادات شويه قليله، فلوسها قليله، مواردها قليله، نسب الدعم بتاعتها لازم تكون نسب مقننه شويه، فيعني لازم يكون التارجت بتاعنا ماتش او ماتشين او بطوله او بطولتين، فهم بيترجتوا البطوله الصغيره دي. ده مع الاتحاد المصري كان الكلام كتير، مش بيترجتوا الكبير. تقول لهم ايه ازاي هنترجت الكبير وازاي الخطه اللي انت طالباها عشان نوصل للمرحله دي؟
انا بطلب بس منهم ان احنا لما حضرتك بتتكلم بتقول ان احنا بنتارجت حاجه ايوه نحط في الخطه بتاعتنا زي ما احنا حاطين الولاد وعندنا الناشئين وعندنا الشباب وطالعين وماشيين وراهم بكم كبير جدا من الدعم، ناخد جزء من الدعم ده نحطه للبنات. لكن احنا البنات بيبقى دايما اللي بيفضل من الولاد البنت بتاخده. وعلشان كده احنا ما بنطلعش، احنا ما عندناش منتخب درجه اولى وهنقعد سنتين كمان ما عندناش منتخب درجه اولى، لكن احنا عندنا منتخب دلوقتي طالع قوي جدا، عناصره في مصر انا معاشراه من وهو صغير 2002 منتخب قوي جدا. لو الدعم كمان ب 2004 يا كابتن حضرتك طالع بعد 5-6 سنين معاك منتخب مصر درجه اولى هايل، بس اديله المساحات الاحتكاك. برضه هنا يا كابتن خالد مفيش احتكاك ليه؟ الانديه برضو مش بمستوى الولاد. يعني الولاد عدد الانديه كتير جدا، البنات عدد الانديه قليل قوي دلوقتي، كترت الانديه لما بقى في منتخبات بنات. بدات تكتر، لان يعني احنا كان عندنا بقالنا اكتر من 10 سنين هم 7-8 فرق في الدرجه الاولى، السنه دي 14 فرق. ده ما شاء الله، ده كتير كتير جدا. حتى لو مستواهم ما بيجيبش، السنه الجايه هتلاقي حضرتك مستوى ابتدى يطلع وابتدى يزيد، وال14 بقى 15. دكتوره هلا، من وجهه نظرها ان التجربه دي 4 سنين اكيد نقدر نحقق بعديها، نقدر نحقق بعديها. هل ممكن صراحه نشوف منتخب مصر سيدات ده منتخب انجولا نكسب بطوله افريقيا؟ نكسب يا كابتن نكسب، بس ما حضرتك كسبت انجولا في الناشئات. انجولا بعد ما بتخلص ناشئات بتروح في اتجاه تاني، احنا بقى عايزين نروح للاتجاه ده، عايز نمشي معاه، عايزين نمشي بقى في نفس الاتجاه. تونس بتخسر وبتروح في اتجاه تاني. يعني مش هما ما بيكسبوش. كسبت بطوله افريقيا، كسبت بطوله افريقيا بس بعد قد ايه؟ حضرتك كسبتها السنتين اللي فاتوا كبنات. بعد ما كسبتها وقفت وترجع تقعد شويه وبعدين تبتدي تستعد للبطوله اللي بعديها. لا، هما مش كده، هما بيقفوش، هما بيبتدوا يروحوا، هما خلصوا الحته دي بيروحوا في حته تانية حتى لو خسروا. احنا عايزين نعمل ده بقى، نمشي في خط المحترفات، نمشي في ونساعد البنات، نمشي في خط البطولات المحليه، نغير شويه السيستم بتاعها، نمشي في خط البطولات الدوليه وربنا. كلمات اخيره الوقت جري، انا لسه كان عندي اسئله كتيره معاكي بس كويس الوقت جه. كلمات اخيره تقولي للاتحاد المصري على فرق السيدات. والله انا عشمي في ربنا خير وفي الاتحاد ده، لانه كله لعيبه. واحنا لما وقفنا وراه وقلنا الاتحاد اكيد مستبشرين خير بيه، فاللي احنا استبشرناه خير بيه ابتدى يظهر نتائجه كويس جدا في قطاع الولاد. اتمنى من الباشمهندس هشام نصر والست النائب والناس والست النائب وبقيه المجلس الاهتمام شويه بالبنات، نديها شويه دعم، نقف في ظهرها، اختيارات صح، نجمع الناس كلها اللي مسؤوله عن البنات ونشوف خبراتهم، ناخد خبراتهم حتى لو حد قال كلمه صغيره فهي هتبقى مفيده بالنسبه لنا. نقف في ظهر البنات، اكيد هيبقى في منتخب مصر سيدات قوي جدا. دكتوره هاله، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا كابتن خالد، بجد كان لقاء ممتع وفتحنا كل الحاجه، كان عندنا اسئله لكن هنقعد تاني ونتكلم في كل الحوارات تاني ان شاء الله بالتوفيق المرحله الجايه. ميرسي يا كابتن، شكرا. كل مشاهدي قناه النادي الاهلي بنشكركم، كان معانا النهارده دكتوره هاله، اعتقد فتحنا حته مهمه جدا قطاع ناشئات النادي الاهلي في الهاندبول. دائما وابدا بنكون دايما معانا اخبار، لازم نختم بخبر سعيد بالنسبه لنا وهو زواج الكابتن محمد عادل لاعب الكره الطايره رجال بالنادي الاهلي على لاعبه مايا ممدوح. ألف مبروك ليهم، نتمنى لهم الخير برفاء البنين. بنشكركم، كنتوا معانا النهاردة، حلقة خلصت، نتقابل بكرة إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.